بعد ما فهمنا يا شباب جزء الميكروبيال ايفالويشن وازاي انا بحكم برضو على الميكروبيال كونتامينيشن اللي بيحصل عندي في الهيربال باتشز بتاعتي وامتى اعمل ريجكشن وامتى اعمل اكسبتنس، هنرجع تاني للجزء بتاع الجايد لاينز او دبليو اتش او جايد لاينز، وهنلاقي ان كل اللي احنا اتكلمنا عليه في السايكل من في الفتره اللي فاتت سواء في الكام محاضره اللي فاتوا كان بيحقق لي حاجه مهمه جدا من الثلاثه ستاندرز اللي انا بدور عليهم اللي هي الكواليتي. احنا فاكرين الكواليتي كنترول كبروسيس بتدور على ثلاثه ستاندرز، الكواليتي والسيفتي والافيكاسي. هتلاحظوا ان كل الحاجات اللي احنا عملناها سواء جينوم بروفايلنج سواء كيميكال ايفالويشن وات ايفر بيجاوب دايما او بيحقق لي بشكل كبير الكواليتي بتاعت الهربال برودكت، وبجانب الكلام ده بيحقق جزء من السيفتي وجزء من الافيكاسي. ببساطه شديده انت لما تيجي تعمل الكيميكال ايفالويشن دلوقتي وتتاكد ان نسبه الماده الفعاله بتاعتك مظبوطه، فانت كده بتطمن ان غالبا الدواء اللي انت هتديه او الهربال برودكت ده هيحقق الافكت المطلوب منه، فيبقى كده انت حققت الافيكاسي. وفي نفس الوقت انت كمان عملت اناليسيس للهيفي ميتالز اللي موجوده جوه البرودكت، اتاكدت ان مفيش مايكروبز ومايكروبيال كونتامينيشن بنسبه عاليه، اتاكدت ان مفيش راديو اكتيف كونتامينيشن، يبقى الحاجات دي كلها بتحقق لك جزء كبير جدا من السيفتي. ولكن خلينا نتاكد يعني نقول حته مهمه جدا هنا، ان السيفتي اللي بتحققها الكواليتي كنترول سايكل اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي تعتبر اكستيرير، خلينا نقول كده كلمه غير علميه شويه، اكستيرير او اكسترنال سيفتي. يعني ايه اكسترنال سيفتي؟ يعني بنطمن ان مفيش فاكتورز خارجيه هتاثر على السيفتي بتاعت الهربال برودكت بتاعك. ولكن what about the internal safety او السيفتي الداخليه بتاعت البرودكت نفسه، يعني ايه اللي يضمن لك ان الهرب اللي انت بتستخدمه ده فعلا هو بذات نفسه كده سيف على الهيومنز بالنسبه للهيومنز. فهنا قال لك ان احنا كل اللي هنعتمد عليه عشان نطمن على حته السيفتي بتاعت الهربلز نفسها اللي هي زي ما بيقولوا كده عليها الانهيرنت سيفتي. عايزكم تعرفوا المصطلح ده، انهيرنت سيفتي. انهيرنت سيفتي يعني السيفتي الايه المتعلقه بالبرودكت نفسه او بالهرب نفسه، ان احنا بنطمن فعلا ان الهرب نفسه سيف، الموضوع ملوش علاقه بقى بوجود هيفي ميتالز او بوجود مايكروبز او غيره. ففي الحاله دي عشان نطمن من النقطه دي قال لك احنا كل اللي هنعتمد عليه هنعتمد على الدوكيومنتيشن. يعني ايه الدوكيومنتيشن؟ يعني السيفتي بيزد اون اكسبيرينس، بمعنى ادق ان انا هيكون عندي دوكيمنت، الدوكيمنت ده بيقول لي ان الهرب ده بقاله فتره طويله جدا بيستخدم مثلا في التراديشنال ميديسن في الصين او في الهند، يبقى ده معناه ان هو سيف. طالما بيستخدم فترات طويله بدون مشاكل يبقى ده سيف. فيبقى هنا انا عندي دوكيمنت، ورقه بتقول لي الكلام ده من خلال الفارماكوبيات المختلفه سواء التشاينيز او الانديان او غيره. فهمنا؟ يبقى ده كل اعتمادي او كل الايفيدنس الدليل اللي عندي على حته السيفتي هي النقطه دي بس. واضحه كده يا شباب؟ طيب هل ده كافي؟ لا، في الجزء الحديث او في العلم الحديث دلوقتي لا ده مش كافي. يعني في المودرن ساينس بتاعنا ده مش كافي، احنا محتاجين ندخل البرودكتس بتاعتنا اللي موجوده في السوق دي كلها تحت حاجه اسمها الايفيدنس بيزد ميديسن. ايفيدنس بيزد ميديسن يعني لازم يكون الدواء اللي انا بستخدمه بديل البيشنت انا عندي كومبليت ايفيدنس عليه، عندي دليل قوي جدا عليه ان هو سيف وان هو افكتيف، وطبعا وفي جود كواليتي دي مش عايزه كلام. واضحه يا شباب؟ يبقى انا محتاج اعمل حاجه اضافيه، محتاج اعمل ايفالويشن اضافي للدايتري سبلمنتس او للهربال برودكتس اللي عندي عشان اطمن انها فعلا ايه سيف. طب دلوقتي اللي بيتعمل في الوضع الحالي ايه؟ اللي في الوضع الحالي اللي بيتعمل ان انت بتتابع الدايتري سبلمنتس والهربال برودكتس اللي موجوده في السوق دي بعد ما بتنزل، حاجه اسمها بوست ماركتنج سيرفيلانس هنتكلم عليها في السلايد اللي جاي، تمام؟ او اللي بتخش تحت علم اسمه الفارماكو فيجيلانس، ان انت بتتابع الادويه بعد ما بتنزل لو الناس اشتكت منها او في سايد افكتس منها، في الحاله دي بنقول ان الهرب ده في مشاكل منه او ممكن يكون كويشنبل شويه، تمام؟ انما هل في حاجه انا ممكن اعملها اكتر من كده؟ في حاجه اسمها كلينيكال ترايلز، دي اللي هتكلم عليها في بقيه المحاضره النهارده، ان انا اعمل تجارب سريريه على الهربال برودكتس دي عشان اطمن انها فعلا كويسه ولا لا، سيف ولا لا، افكتيف ولا لا. واضحه؟ يبقى برضو بالنسبه لجزء الافيكاسي الكواليتي كنترول سايكل اللي احنا درسناها لغايه دلوقتي بتحقق لي بس انها بتتاكد من نسبه الماده الفعاله اللي موجوده في الهرب بتاعي او نسبه الماركر كومباوند اللي انا معتمد ان انا اعمل له اناليسيس، وبالتالي في الحاله دي انا بطمن من خلال النسبه دي ان فعلا غالبا البرودكت ده هيكون افكتيف، ولكن انا برضو ما عنديش كومبليت ايفيدنس على الافيكاسي بتاعته. هل هو فعلا بيعالج الكحه؟ هل هو فعلا بيعالج الانفلاميشن؟ فهمتوا قصدي ازاي؟ يبقى انا محتاج فيرذر ايه ايفيدنس. برضو الفيرذر ايفيدنس ده هجيبه من الكلينيكال ترايلز اللي هي التجارب السريريه، ان انا اجيب الهربال برودكتس واجربها على هيومنز عندهم الديزيز اللي انا بدور عليه واشوف هل فعلا في افكت ولا مفيش. واضح يا شباب؟ فالنهارده بقيه الجزء اللي فاضل في المحاضره انا عايز اتكلم فيه في الحته دي، انا عايز اتكلم ازاي تستابليش سكسسفل كلينيكال ترايل للاناليسيز او للاسي او للكونفرميشن بتاع السيفتي والافيكاسي بتاعه الهربال برودكتس بتاعتنا عشان نتاكد انها فعلا سيف ونتاكد انها فعلا ايه افكتيف. واضح؟ تمام.
وطبعا ده هيكون جزء كبير جدا من شغلكم بعد كده، ان انتوا ككلينيكال فارماسيست ممكن جدا تشاركوا في الديزاين بتاع بعض الكلينيكال ترايلز، خصوصا بعد دخول الكلينيكال ترايلز في مصر بشكل كبير نتيجه الكوفيد 19. يعني نتيجه الكوفيد 19 دلوقتي بقى في تجارب سريه كتير بتتعمل في مصر في الاتجاه ده، فبالتالي انا متوقع ان بعد كده هيكون ده على طول الايه الابروش اللي موجود او الترند الايه اللي موجود. خلاص تعالوا بقى نبتدي كده مع بعض. السلايد اللي جاي هيكون فيها تقريبا الكلام اللي انا قلته دلوقتي بشكل مختصر بس كاتبه لكم في السلايدز، بحيث ان انتوا بعد كده تقدروا ان انتوا ايه يعني يبقى برضو الحاجه بتذاكروا ما بتبقوش بتكتبوا ورايا ان شاء الله. وبالتالي انا عشان اقدر احقق فعلا الثلاثة ستاندردز دول بشكل كويس، احنا اتفقنا ان الكواليتي خلاص ما فيش فيها مشكله، تمام، بتتحقق من خلال الكواليتي كنترول سايكل اللي موجوده حاليا بالجي ام بي دي، دي هتغطي لي كل القصه بشكل كويس جدا، الجود مانيفاكتشرنج براكتسز. انما السيفتي والافيكاسي هم دول اللي كان فيهم مشكله زي ما شرحنا من شويه، وقلنا مش كل السيفتي فيها مشكله، انما الجزء بتاع الانهيرنت سيفتي او اللونج والشورت تيرم سيفتي بالنسبه للهيرب اتسلف هو ده اللي لسه مش ايفالويتد بشكل كبير وما عندناش عليه ايفيدنس كامل، تمام، معتمدين بس على التراديشنال اكسبيرينس واستخدامه لفترات طويله. ونفس الكلام بالنسبه لمين؟ للافيكاسي. طيب الافيكاسي بنعتمد فيها على حاجتين، بنعتمد فيها على فكره زي ما قلت لكم التراديشنال يوز، وبنعتمد فيها على ان احنا بنعمل اناليسز ونشوف نسبه المواد الفعاله اللي احنا معتبرينها مواد فعاله اللي هي ماركرز او غير ماركرز، ودي بنتامن انها بنسب معينه، وبالتالي خلاص بنقول ان البرودكت بيزد على المواد الفعاله دي المفروض ان هو يكون افكتيف، انما ما عندناش كومبليت ايه ايفيدنس على الافيكاسي. ومن هنا جه فكره ان احنا بدل ما نعمل بقى الكلام ده او بدل ما نسيب السايكل بتاعتنا كده، لا احنا هنعمل حاجه مهمه قوي بنقول عليها نيو برسبكتيف، يعني نظرة تانية لقدام بقى، ان احنا لا نحسن السايكل دي ونخليها افضل، ويبقى فيه بروبوزلز لشغل تاني يتعمل بحيث انه يخلي لي من خلال الكواليتي كنترول يخلي لي السايكل دي افضل وبتجاوب بشكل كويس قوي على حتة السيفتي وعلى حتة الايه الافيكاسي. قال لك انا عايز ادخل الدايتري سابلمنتس دي وتبقى كلها عبارة عن ايفيدنس بيزد ميديسن. يعني ايه ايفيدنس بيزد؟ يعني تكون معمول لها فول ايفالويشن ريجاردنج ذير سيفتي اند افيكاسي، متقيمين كويس جدا من خلال السيفتي والافيكاسي بتاعتهم، بحيث ان انا اقول ان الدايتري سبلمنتس دي فعلا سيف، الدايتري سبلمنتس دي فعلا افكتيف، وهي طبعا اوف جود كواليتي، وبالتالي ينفع تكون دراجز. وخلاص واشيل بقى كلمه دايتري سبلمنت دي تماما، وابدا اعمل بقى كليم للدايتري سبلمنت ده، يعني ابدا اقدر اقول ان الدايتري سبلمنت ده اللي هو بقى دراج خلاص بيعالج الحاجه الفلانيه، بيعالج الكف، بيعالج كذا، وهكذا. فهمنا ازاي؟ ويبقى دواء عادي، يتعامل كانه دواء عادي بغض النظر عن انه ايه ناتشورال برودكت او هو هيرب. فهمنا الفكره يا جماعه؟ يبقى انا هنا عايز انقل السيستم بتاعي من فكره الدايتري سبلمنتس لفكره الكونفشنال ميديسن او الميديسنز العاديه، بس عشان اعمل كده يبقى لازم البرودكتس بتاعتي او الدايتري سبلمنتس اللي عندي يتعمل لها فول ايفالويشن ريجاردنج ذير افيكاسي اند سيفتي. وهو ده موضوع المحاضره النهارده، ان احنا عايزين نعمل الايفالويشن ده. الايفالويشن ده اعمله ازاي؟ اطمن فعلا ان الدايتري سبلمنتس بتاعتي يعني عندها كومبليت ايفيدنس، يعني في ايفيدنس كامل على انها فعلا سيف وافكتيف ازاي، تمام. هنا طبعا الجزء ده انا كنت شرحته يمكن في اول محاضره معاكم في المدرج لو فاكرين، اللي هو فكره الدراج ديسكفري بروسيس عموما بعيد عن الدايتري سبلمنتس. لو بنتكلم عن الدراج ديسكفري بروسيس عموما بتتم بمراحل كتير جدا. لو فاكرين كنت قلت لكم ساعتها الفانل ابروتش، ان انا بيبقى عندي فانل ابروتش ببتدي بعدد كبير غالبا من المركبات، ويمكن الدراج ديسكفري دي دلوقتي حديث الساعه برضو عشان الكوفيد 19، ان احنا الناس بسرعه عايزه تعمل دواء بسرعه للفيروس ده، وبالتالي هو مش طبعا في دلوقتي ما بيعملش كل السايكل دي خلاص لان ما عندوش وقت، تمام، انما المفروض ان السايكل دي بتتم بكل الستبس اللي انتم شايفينها دي، والستبس دي على شكل فانل بتبتدي زي ما قلت لكم بعدد كبير جدا من المركبات في الاول، ومع الوقت وانت ماشي بيبدا يقع منك مركبات، يعني المركبات دي بتترمى خلاص ملهاش لازمه لانها مش افكتيف او فيها مشاكل او كده، لغايه لما بتوصل في الاخر لمركب واحد هو ده اللي بينزل وبيوصل للايه للماركت، تمام. طبعا البروسيس دي بتمر بمجموعه من المراحل، خلينا نقول بس بسرعه كده الجزء بتاع الدراج ديسكفري بروسيس نفسها، وبعدين نطبق بقى الكلام ده على الهيربس بتاعتنا احنا هنعمل الكلام ده ازاي. الستاب مثلا عندنا يعني خلينا نقسمهم لمجموعتين اساسيين، المجموعه الاولانيه بنقول عليها البري كلينيكال ستابس اللي هي اول ثلاثة ستابس دول بنسميهم بري كلينيكال. يعني ايه بري كلينيكال؟ بي ار اي وبعدين كلينيكال. بي ار اي يعني معناها قبل، بيفور كلينيكال يعني كلينيكال يعني هيومنز، انتوا عارفين. طيب بري كلينيكال يعني معناها ان انا هعمل كل التجارب بتاعتي بره الهيومنز، تمام. بره الهيومنز دي ليها بقى ايه؟ ليها حاجات كتير جدا، ممكن تكون مثلا ان فيترو مثلا اول حاجه ان فيترو، هنشوف الكلام ده يعني كمان شويه. ان فيترو يعني بره خالص في ان ذا لابوراتوري يعني في المعمل،
تمام، ممكن تكون ان فيفو يعني في الانيمالز، هنتكلم على الكلام ده كله بالتفصيل. يبقى البري كلينيكال ده المهم ان هو بره الهيومنز، تمام. تجارب بقى مختلفه، التجارب دي بيكون ليها اهداف كتير جدا، منها مثلا ان انت بتشوف هل فعلا المركب ده افكتيف مثلا على خلايا معينه. يعني مثلا انا شغال مثلا على فيروس مثلا زي كوفيد 19 ده، يبقى محتاجين نشوف عدد كبير من المركبات، نشوف المركبات دي مثلا الاول على الفيروس نفسه كده او على انزيمز معينه موجوده جوه الفيروس ده مثلا يعني، تمام. وبعدين بعد ما نطمن ان في بعض المركبات دي اشتغل على الانزيمز دي، نبتدي نجربه على الفيروس نفسه على بعضه مش الانزيمز اللي موجوده فيه، تمام. وبعدين بعد كده ده كل ده بره، تمام. وبعدين نبتدي بعد كده نحط الفيروس ده في انيمال ونجرب، يبقى ده كده بقى ان فيفو بقى، ونبتدي نجرب برضو نفس المركبات دي على الانيمالز دي ونشوف هل الانيمالز دي هتخف ولا لا، يبقى ده كده دخلنا في ان فيفو. كل ده بري كلينيكال، كل ده من غير هيومنز خالص، تمام. وبعد كده المرحله الثانيه بتكون ايه؟ الكلينيكال ترايلز. دي اخر مرحله اللي بتسمعوا عنها بقى دلوقتي كتير قوي، يقول لك المركب ده في كلينيكال ترايل فيز 1، مش عارف ده فيز 2، ده فيز 3. يبقى المركبات دي كلها بتخش على اللي هي الافكتيف اللي عدت من البري كلينيكال ديفلوبمنت ده، هي اللي بتكمل معايا وتروح فين؟ وتروح على الكلينيكال ترايل، وهنتكلم عليها طبعا بالتفصيل النهارده، تمام. اللي بينجح من الكلينيكال ترايلز دي كلها هو ده اللي بيوصل الماركت، وبيتعمل له حاجه اسمها NDA. NDA يعني نيو دراج ابلكيشن، نيو دراج ابلكيشن، نقدم بيه ابلكيشن احنا عايزين ان ده يبقى دواء، ودي الداتا بتاعتنا بالنسبه له، وبالتالي هو ده اللي بيوصل يبقى في الماركت ويتعمل له ابروفل باي ذا اف دي اي. خلاص مفهوم كده؟ يبقى دي السكه بتاعتنا. طبعا البري كلينيكال ده فيه ايفالويشن بقى لحاجات كتير جدا جدا، يعني اولها طبعا انت بتشوف الافيكاسي بس بره بقى ايه هيومنز، يعني بتشوف هل فعلا المركبات افكتيف في اتجاه معين ولا لا، تمام. زي مثلا عندك بريست كانسر، البريست كانسر ده معروف ان في انزيم مثلا معين انفولفد في البروجريشن بتاعه او في عمليه الايه الاجريسيفنس بتاعته ان هو يبقى اجريسيف وكده، فانت لو قفلت الانزيم ده وعملت له انهيبيشن فانت بتقلل الاجريسيفنس بتاعت البريست كانسر سيلز، وبالتالي الخليه ايه بتموت او بتبقى على الاقل ساكنه يعني كويس كده ما تبقاش مؤذيه، تمام. وبالتالي يبقى الفكره هنا ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا الاول نجرب البرودكتس بتاعتنا او المركبات بتاعتنا ايا كان عددها، وكل ما تبتدي الدراج ديسكفري سايكل بعدد كبير من المركبات كل ما يبقى احسن، وتجرب المركبات دي على مين؟ على الانزيم ده، وتشوف مين فيهم هينجح، تمام. اللي هينجح ده هتكمل بيه، ده بنسميه هاي ثروبوت سكريننج. يعني انت بتبتدي بعدد كبير جدا من المركبات وتجربها مثلا على انزيم معين ان فيترو كده، وتشوف مين في المركبات دي اللي ايه اللي ينفع. خلاص زي مثلا ال 10000 دول 5000 منهم نفعوا مثلا، 5000 دول يخشوا على مرحله ثانيه اللي هي مرحله مهمه جدا اسمها ايه؟ الليد اوبتمايزيشن. يعني ايه ليد اوبتمايزيشن؟ يعني ممكن تكون جدا المركبات اللي نجحت في المرحله الاولانيه دي كويسه وشغاله بس مش افكتيف قوي، البوتنسي بتاعتها مش عاليه، وبالتالي لو جيت اجربها في هيومنز بعد كده مش هشوف نتائج. فابتدي يخش بقى الراجل بتاع الكيمياء الكيمستري ميديسينال كيمستري، يبتدي ان هو يعمل ايه موديفيكيشن زي ما هتشوفوا، معرفش اخدته بقى دراج ديزاين والكلام ده ولا لسه، يبتدي يعمل موديفيكيشن للاستراكشر بتاع المركب ده ويوصل لمركبات ثانيه احسن شويه والبوتنسي بتاعتها افضل على نفس الانزيم اللي بنشتغل معاه في البريست كانسر ده، تمام. وبالتالي يبقى دي المرحله الثانيه. المرحله الثالثه ان انا ابتدي اشوف خلاص وصلت المركب كويس من عليه ليد، تمام، وبدا كمان يدي معايا افكت في الانيمالز وشفته، ابتدي اجرب مثلا اعمل ابزوربشن وديستريبيوشن وميتابوليزم واكسكريشن ستاديز اللي هي بنقول عليها الفارماكوكايناتيك ستاديز بي كي. فارماكوكايناتيك ستاديز دي اكيد هتسمعوا عنها كتير في الفارماسيوتكس، تمام. ان انا ادرس بقى والله الابزوربشن والديستريبيوشن والميتابوليزم والاكسكريشن بالنسبه لي الدواء ده اخبارهم ايه، وبرده بيتعمل في انيمالز، الكلام ده كل ده بره الهيومنز، تمام كده. كل الكلام ده نجح وتمام، ابتدي بقى ادخل الكلام ده فين؟ في الكلينيكال ترايلز اللي هنتكلم بقى عليها النهارده بالتفصيل، تمام. يبقى كده احنا بس اخدنا زي اوفر فيو كده عام عن الايه عن الـ عن الـ عن السايكل دي. طيب السايكل دي هتضمن لي ايه؟ هتضمن لي ان انا يبقى عندي حاجه مهمه جدا اسمها ساينتفك راشونال. يعني ايه ساينتفك راشونال؟ يعني هيبقى عندي دايما شغل على اساس علمي، انا مش شغال كده بهازرد، يعني مش شغال كده ايه على مزاجي كده بقى انا النهارده المركب ده هجربه وقال المركب ده ان شاء الله افكتيف، عارفين ازاي اللي هو بالبركه يعني زي ما بنقول، لا انا كده شغال على ايه؟ انا كده شغال على اساس علمي ساينتفك ايفيدنس، في ستابس كل ستاب بخلصها بخش على الستاب اللي بعدها، عشان كده اللي بوصل له في الاخر من السايكل دي بيكون ايفيدنس. ايفيدنس يعني anything that establishes a fact or gives a reason for believing something. يعني هو دليل ان انا خلاص ان انا من خلال البروسيس دي كلها انا اديت دليل للاف دي اي ان فعلا الدراج اللي انا بقدمه او الدايتري سبلمنت خلينا على زي ما هنتكلم بعد كده هو فعلا افكتيف وهو فعلا سيف، تمام. خلاص وهنفهم بقى الكلام ده قوي لما نيجي لحته الكلينيكال ترايلز، انا هتكلم على الكلينيكال ترايلز النهارده بايه بالتفصيل.
تعالوا بقى نطبق الدراج ديسكفري بروسيس اللي احنا عملنا عليها. طبعا انا اتكلمت عليها يعني ايه اوفر فيو كده، ما دخلتش فيها ان ديب قوي، انما خلينا نطبق بقى الكلام ده على الايه الدايتري سبلمنتس بتاعتنا، ونشوف ازاي اقدر اوصل للكومبليت ايفيدنس اللي انا بدور عليه للسيفتي وللافيكسي. طيب ده اللي احنا بنقوله، الكلام اللي انا قلته من شويه هو متلخص بس هنا، يعني انا ما غيرتش حاجه، مجرد بس ان انا ايه ان انا يعني لخصت الكلام شويه او خليته يبقى موجود بشكل ايه يعني مكتوب، عشان بس ما تقعدوش تكتبوا ورايا كتير. فالموضوع هنا بسيط جدا، هو بيقول لك هنا ان فعلا الكواليتي كنترول سايكل اللي احنا عاملينها اوريدي بتحقق لي الجود مانيفاكتشرنج براكتسز دي بشكل كويس جدا، اللي هي التسع ستيبس اللي كنا اتكلمنا عليهم من فتره، دي بتحقق لي كواليتي كنترول براكتسز بشكل هايل، تمام كده. ولكن مشكلتها انها ما بتدينيش ايفيدنس ولا على السيفتي كومبليت ايفيدنس، ولا على السيفتي ولا على الافيكسي، تمام. ولو انا مسجل البرودكت بتاعي از دايتري سبلمنت، انا اصلا ما عنديش اي نوع من انواع الافيكسي ريكويرمنتس، ولا محتاج اف دي اي ابروفل. ولكن البرودكت ده في السوق كده قيمته قلت، يعني ممكن يكون عندي هرب، الهرب ده قيمته كبيره جدا والافكت بتاعه هايل، بس انا منزله كدايتري سبلمنت او مكمل غذائي، وبالتالي الناس هتستخف بيه ومش هيبقى الاستخدامه بالشكل المظبوط زي ما يبقى دراج. فهمنا ازاي؟ فمن هنا بتيجي نقطه ان انت تحاول تثبت الافيكاسي بتاعت الحاجه اللي عندك، وتثبت كمان السيفتي بتاعتها، فبالتالي تبقى دراج، وبالتالي يبقى القيمه بتاعتها تزيد، واستخدام البيشنتس بتوعها كمان يبقى اكتر، وتدخل فيها بيشنت بوبيليشن معين يبقى محتاج الدواء ده، دواء بقى دواء عادي خلاص، مش بتاخده زيه زي الايه المكملات الغذائيه، تمام. طيب فبالتالي الكواليتي كنترول سايكل اللي عندنا اللي هي بتحقق لي او من خلال الجي ام بي زي ما قلنا بتحقق الكواليتي بشكل كويس، ولكن بتديني جزء بس من السيفتي، عشان كده بنقول ايه امبورتنت ستيب توورد انهانسينج ذا سيفتي، يعني هي بتحقق جزء من السيفتي من خلال بقى الهيفي ميتلز واللي انا قلته ده كله، اللي هي بنقول عليها قلنا مجازا الاكسترنال سيفتي، انما الانهيرنت سيفتي فيها مشكله، اللي هي الشورت تيرم واللونج تيرم دي فيها مشكله، دي مش قادرين نتحقق منها قوي، وكل الدليل بتاعنا عليها هو التراديشنال يوز بتاعها بس كده، تمام. طيب وهنا بيقول لك كمان حاجه مهمه جدا، الحل في الحاله دي ايه؟ ان لغايه دلوقتي اللي بيتعمل عشان نطمن، لان السيفتي ده موضوع خطير جدا، وبما انك انت ما عندكش كومبليت ايفيدنس اوف سيفتي فبتعمل ايه؟ بتضطر ان انت بعد ما بتنزل البوتانيكال دايتري سبلمنت ده في السوق بتعمل حاجه مهمه جدا اسمها بوست ماركتنج سيرفيلانس، او اللي هي هتاخدوها او هتسمعوا عنها اكيد في مواد تانيه اسمها الفارماكو فيجيلانس. الفارماكو فيجيلانس ده حتى بيتعمل للادويه العاديه، اللي هي فكره ان انا بعد ما انزل الدواء السوق، وهنتكلم عليها النهارده برضو لما نيجي نتكلم عن حته الكلينيكال ترايلز، ابتدي اتابع الدواء ده وابتدي اعمل تجارب على الدواء ده من غير ما البيشنتس بيستخدموه اوريدي في السوق، تمام، واتابع السيفتي بتاعته. لما يجي لي يشتري مني مثلا في الصيدليه، ابقى متفق مع الصيدليه دي انها تاخد بعض الريبورتس عن هل هو اشتكى من حاجه، هل هو حس باي سايد افكت، هل هو مع استخدامه على الفترات الطويله. والتجارب دي غالبا بتتعمل لفترات طويله جدا، اوفر ييرز، يعني فترات طويله ممكن توصل ل 10 و20 سنه، تمام، بحيث ان انت تطمن ان فعلا البرودكت ده حتى على اللونج تيرم هو سيف وما عندوش مشاكل من السايد افكتس. ساعات تسمع عن ادويه، والكلام ده هنشوفه النهارده، تسمع عن ادويه يقول لك ان الدواء بعد ما نزل مثلا ابروفد في 2002، في 2019 بدانا ان الاف دي اي تطلع اليرت، خلي بالك الدواء ده فيه منه مشاكل مثلا على الناس اللي عندها قلب. مش بتسمع الحكايه دي؟ طب هم عملوا الكلام ده ازاي؟ من خلال البوست ماركتنج سيرفيلانس، او من خلال الفارماكو ايه فيجيلانس، تمام كده. وده مهم جدا ومطلوب جدا للدايتري سبلمنتس، لان ده بيحقق لي السيفتي اللي انا بدور عليها، اللي هي الانهيرنت سيفتي او اللونج تيرم سيفتي، اللي هي احسن حاجه انا بدور عليها ان يكون البرودكت سيف كمان على اللونج تيرم مش بس الشورت تيرم، تمام. طيب هقول لكم الكلام ده هيتعمل ازاي، خلينا بس ايه يعني خلي الجمله دي كده في دماغكم، وانا الكلام ده هقول لكم بيتعمل ازاي. اللاين دراجز بقى there are currently no efficacy، وقلنا الكلام ده ان خلاص ان المشكله عندنا ان ما عندناش efficacy requirements اصلا من الاساس، وبالتالي انت بس ما عندكش تجارب بتعملها تثبت بيها فعلا ان البرودكت ده effective في اتجاه معين وفي treatment معين، فبالتالي حتى ما بتكتبش الكلام ده على العلب، تمام. الحل ايه؟ الحل يا شباب ان انت تحاول تدخل البوتانيكلز او الدايتري سبلمنتس اللي موجوده عندك في سايكل، السايكل دي شبيهه جدا بالسايكل اللي بتتعمل للادويه اللي عم في عمليه الدراج ديسكفري. انت عشان تكتشف اي دواء بيبقى عندك سايكل كده بنقول عليها ساعات الفانل ابروتش، بدون الدخول في تفاصيله قوي، يعني ان انت بتبتدي الاول مثلا انت بتشوف مجموعه مركبات، عايز تشوف دواء مثلا للبريست كانسر، بتشوف مجموعه مركبات بتشتغل على البريست كانسر دي في اللاب في المعمل على خلايا مثلا بتاعه البريست كانسر، يبقى ده اسمه ان فيترو،
وبعدين بعد كده بتروح تشوف في الانيمالز هل الافكت ده موجود ولا لا، يبقى ده اسمه ان فيفو. وبعدين بتبتدي تجرب في البني ادمين في الهيومنز، فده بنقول عليه كلينيكال ترايلز. لو عدى المركب بتاعك بالثلاث مراحل دول بنجاح يبقى هو ممكن يبقى دراج، او يبقى دراج فعلا ويبقى الافيكاسي بتاعته مثبته. فهمنا؟ فانا بحاول اعمل كده برضو في البوتانيكلز بتاعتي او في الدايتري سبلمنتس. انا عندي مشكله في الدايتري سبلمنتس ان ما عنديش افيكاسي ليها، او بمعنى ادق انا ما عنديش ليها ايفيدنس على الافيكاسي زي ما شرحنا. والسايكل الحاليه بتقول لي ان ما فيش ريكويرمنتس اصلا للافيكاسي انا طالبها منك، صح كده؟ وعشان كده انت بتسجل كدايتري سبلمنت. لا، احنا هنجيب الحاجات دي ونبدا نشوف الحاجات البوتنشال اللي فيها ونعمل لها اسسمنت من خلال الايه الابروتش بتاعنا، او ابروتش شبيه جدا بالابروتش اللي بيتعمل للايه للادويه. وبالتالي لو فعلا الدايتري سبلمنتس قدرت تثبت نجاحها في الخطوات اللي احنا هنعملها، يبقى فعلا الدايتري سبلمنتس دي تنفع تبقى ادويه وتشتغل معاك كدواء، ونشيل بقى كلمه دايتري سبلمنتس دي تماما، ويبقى عندي سايكل تم استيفائها بالكامل من ناحيه الكواليتي ومن ناحيه السيفتي ومن ناحيه الايه الافيكاسي. تعالوا بقى نشوف الكلام ده هيتم ازاي. اهم عنصر يحقق لي الكلام ده هو الكلينيكال ترايلز، ان انا ابتدي اجرب الدايتري سبلمنتس بتاعتي على هيومنز بشكل معين، بحيث ان انا اقدر اوصل في الاخر اللي بنقول عليها التجارب السريريه، بحيث ان انا اقدر اوصل واتاكد في الاخر فعلا هل الدايتري سبلمنت ده افكتيف ولا مش افكتيف. وهو ده اهم حاجه انا عايز اتكلم عليها النهارده، اللي هو ازاي انت هتقدر تعمل ديزاين لكلينيكال ترايل انت ككلينيكال فارماسيست، او على الاقل ازاي هتشارك في تحضير كلينيكال ترايل لهربل من دول، او لاي هرب من ايه من دول عايز يوصل ان هو يبقى دراج. تمام، واضح؟ تعالوا بقى نتكلم شويه في الجزئيه دي. الايفيدنس ده بقى هجيبه ازاي؟ ده سؤال مهم جدا 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 يا شباب. ازاي هقدر اجيب الايفيدنس على السيفتي والافيكاسي بتاعتي اللي انا عمال اتكلم عليها من اول المحاضره دي؟ بصوا يا شباب، عندنا زي ما قلت لكم اهم حاجه عندي المرحله الاولانيه البري كلينيكال، يعني انا لازم عشان اقول فعلا ان انا عندي ايفيدنس او عن البرودكت بتاعي ده مثلا افكتيف الدايتري سبلمنت ده في علاج مثلا الكف، يبقى انا محتاج اعمل او في علاج اي حاجه، مش لازم ديزيز معين، في علاج اي حاجه لازم الاول اعمل ايه؟ لازم اعمل الاول الثلاث حاجات دول اللي هم literature review, in vitro studies وان فيفو studies، والثلاثه دول بري كلينيكال. هنشوف دلوقتي literature review ان انت بتبتدي ان انت تدور في literature زي ما انتوا بتعملوا سيرش كده مثلا، على لما بقوا اعملوا بحث مثلا معين او اعملوا ريبورت معين، بتروح تدور في الاي كي بي، بتروح تدور في جوجل، بتروح تدور whatever بقى الحاجه الحته اللي هتدور منها، فده اسمه literature review. بيبقى فيه عندنا research papers، بيبقى فيه عندنا طبعا reference books، دول اهم حاجتين. بيبقى فيه عندنا بعض database searches، ممكن تروح تعمل مثلا survey معين، كل الحاجات دي اسمها literature review. تشوف ناس عملت surveyهات قبل كده وتاخد الداتا بتاعتها وتشوف الداتا دي تحللها بالنسبة للدايتري سبلمنت معين. طبعا الداتا دي مهمة جدا لانها بتعرفك احنا وصلنا فين، يعني مثلا السنه دي مثلا او الافيدرا ده وصلت فين في علاج مثلا حاجه معينه. فمن خلال الليتريتشر ريفيو ده تقدر تعرف الافيكاسي والسيفتي بتاعتهم واصله لغايه فين، انت واصل لغايه فين ومحتاج ايه. تمام، نفترض مثلا ان احنا لقينا هرب عندنا من خلال الليتريتشر ريفيو ده، لما جينا عملنا له سيرش لقينا ان معمول له ان فيترو ستادي، يعني جابوا الهرب ده مثلا وجربوه على سيلز، على بريست كانسر سيلز، ماشي، ولقوها افكتيف، يبقى انت كده عندك ايفيدنس ايه على الان فيترو، صح كده؟ هرب تاني جبناه لقينا ان هو عنده ان فيترو ستاديز معموله، وكمان اتعمل له ان فيفو ستاديز في انيمالز. مش اتفقنا الان فيترو دي بتبقى موجوده في اللاب والان فيفو دي بتتعمل في انيمالز، وهتكلم على الاثنين دلوقتي كمان شويه. تمام، يبقى ده معناه ان الاثنين دول معمولين، صح؟ طيب هرب تالت لا، مش معمول له ولا حاجه من دول، يبقى من الليتريتشر ريفيو انت عرفت ان هو ما اتعملوش ولا ان فيترو ولا ان فيفو ولا كلينيكال مثلا ستاديز، ما اتجربش اصلا في هيومنز. تمام، يبقى literature review ده مهم قوي لانه بيوصلك او بيقول لك انت فين من ناحيه الهرب ده، اتعمل له evaluation في انهي مرحله، اتعمل له فعلا safety efficacy evidence ولا لا. تمام، طيب احنا هنقسم البرودكتس بتاعتنا لثلاث اقسام. القسم الاولاني هنقول عليه الهرب اللي هو with previous history of use، تمام، والقسم الثاني هنقول عليه new herb او new herbal product، والقسم الثالث هيربال دراجز، يعني اوريدي موجوده في السوق كدراجز بقى وشغاله مش دايتري سبلمنتس. تمام، يبقى عندنا قسم اوريدي دراجز موجوده في السوق هيربال دراجز مش دايتري سبلمنتس، والقسمين دول اللي يهموني هيربال برودكتس بقى لها فتره طويله بتستخدم في السوق وبيزد على التراديشنال يوز بتاعها كدايتري سبلمنت، او حاجات جديده عايز ادخلها الماركت. ودايما هيبقى كلامي على المجموعتين ايه دول، وهنفهم يعني ايه كلمه نيو دي كمان شويه.
خلاص ماشي. خلينا نبتدي بقى دلوقتي. دي اسمها الـ EBM Triad او الـ Evidence Based Medicine Triad، بمعنى ان انا عشان ادخل الـ Dietary Supplements دي انها تبقى Drugs زي ما قلنا، يعني عندها Complete Evidence على الـ Safety وعلى الـ Efficacy بتاعتها بجانب الـ Quality اللي احنا حققناها already، فانا محتاج التلات حاجات دول. شايفين؟ اول حاجة محتاج اعرف الـ Patient محتاج ايه. محتاج اعرف البيشنت محتاج ايه، يعني مثلا دلوقتي في ميديكال نيد، في عندنا حاجه اسمها ميديكال نيد. ايه هي الميديكال نيد؟ ان احنا نلاقي علاج مثلا للكوفيد 19، يبقى ده ميديكال نيد صح. يبقى دايما البيشنت محتاج ايه دي مهمه قوي، لان من خلال البيشنت محتاج ايه دي انا محتاج ان انا ادور على العلاج او على حاجه معينه. في بعض الاحيان مثلا في ادويه موجوده في السوق في علاجات معينه البيشنتس بيشتكوا منها زي النقرس مثلا، تمام. الادويه اللي موجوده في منها مشاكل سايد افكتس او غيره، وبالتالي محتاجين ندور على تريتمنتس جديده. يبقى ممكن يكون ديزيز وفي اوريدي لو دراج في السوق، ولكن الدراج ده فيه منه مشاكل، فانا محتاج ادور على دراجز جديده تعالج المشاكل دي. يبقى دي كلها حاجات اسمها ميديكال نيدز او البيشنت فاليوز، اللي هو البيشنت عايز ايه. دي اول حاجه بتبتدي بيها على فكره الفكره كلها بتاعت الاي بي ام او الايفيدنس بيسد ميديسن، البيشنت محتاج ايه. ومن خلال البيشنت محتاج ايه دي بتروح تشتغل ريسيرش اللي احنا قلنا عليه، اللي هو الليتريتشر ريفيو، الان فيترو ستاديز، الان فيفو ستاديز، كل ده ريسيرش بحث، تعمل ابحاث تمام بليفلز بقى مختلفه وكلها بره الهيومنز بري كلينيكال صح كده تمام. فمن خلال الحاجات دي بتقدر ان انت توصل للبيست للبست ريسيرش ايفيدنس، يعني الريسيرش كده هيبتدي يقول لك والله فعلا المركب الفلاني ده هو احسن حاجه في الاتجاه ده تمام. بس لازم بعد ما توصل للمرحلة دي تروح للمرحلة التالتة اللي هي الكلينيكال اكسبيرينس، يعني تجرب المركبات دي فعلا في كلينيكال ستاديز، او لو هي اوريدي متجربة في كلينيكال ستاديز تعرف رأي الناس الكلينيشنز اللي هم زي كلينيكال فارماسيست وزي الراجل الفيزيشن في فعلا الدواء ده، هل هو فعلا افكتيف وشاف منه افكت على البيشنتس ولا لا. لو حققت التلات حاجات دول مع بعض، عشان كده سميناها تراياد، لو حققت التلات حاجات دول مع بعض فانت فعلا قدرت توصل للكمبليت ايفيدنس اوف سيفتي اند افيكاسي للدايتري سبلمنت بتاعك، وبالتالي تقدر تقول كده فعلا ان الهرب بتاعك ده ايفيدنس بيزد ميديسن، يعني مبني على اساس ايه؟ علمي. فهمنا بقى الفكره عامله ازاي؟ يبقى هي السايكل مربوطه كده، البيشنت عايز ايه؟ ببتدي ادور في ريسيرش بالطريقه بالطرق اللي احنا قلنا عليها، وبعدين ابتدي اجرب كلينيكال ستاديز او اشوف راي الكلينيشنز في الكلام ده ايه؟ خلاص واضح؟ طيب هنا السلايد دي مجرد بس انها بتقول لك الثلاث حاجات اللي احنا كنا عاملين نتكلم عليهم من الصبح اللي هم الانفيترو. يبقى انا عندي دايما هنا ثلاثه ليفلز بتكلم فيهم دايما، تو ليفلز منهم عشان نقدر اوصل للايفيدنس اللي انا بدور عليه. انا عندي ثلاثه ليفلز. الليفل الاولاني خالص بعد الليتريتشر، طبعا احنا كده كده جربنا الليتريتشر. نفترض مثلا ان انا جالي هيرب، الهيرب ده جيت ادور عليه في الليتريتشر لقيت معلوش اي حاجه في الليتريتشر معموله، ما اتعملش عليه اي اسسمنت ولا الناس جربته مثلا ان فيترو في علاج مثلا، خلينا نتكلم في البريست كانسر زي ما احنا ماشيين، فالهرب ده لا ما حدش جربه خالص ولا ان فيترو ولا ان فيفو ولا اي حاجه تمام. يبقى ده كده ايه؟ معلوش اي ايفيدنس قبل كده، خلينا نقول ان ده نيو هرب كده خلاص تمام. طيب يبقى في الحاله دي انا مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني امشي في السايكل تمام. البيشنت عايز ايه؟ البيشنت عايز علاج للبريست كانسر، دي بدايه السايكل. الاي بي ام بتبتدي من هنا، البيشنت عايز ايه، وبعدين بتروح لمين؟ للريسيرش. الريسيرش يبتدي ازاي؟ لازم يبتدي في الليفل الاولاني ده اللي هو الانفيترو. خلاص الانفيترو ده يعمله ايه؟ يجرب ايه؟ هو دلوقتي عايز يدور على علاج مثلا للبريست كانسر، يبقى هو محتاج الاول يدور او يجرب الكلام ده على انزيم معين. الانزيم ده ممكن يكون او ريسبتور معين او تارجت معين، بروتين معين موجود جوه البريست كانسر سيلز، والبروتين ده يبتدي يشتغل ويشوف فعلا البرودكت او الهرب بتاعي ده شغال عليه ولا لا. ده ايه ده؟ ده ايه الليفل ده؟ الليفل ده بايوكيميكال، يعني انت شغال زي البايوكيمستري كده اللي هتاخدوها، شغال على الانزيم نفسه او شغال على الريسبتور نفسه او على البروتين نفسه، without any cells without any animals، ومفيش اي ايه living system، هو مجرد الانزيم بس او البروتين بس. ده اسمه بايوكيميكال ليفل. خلاص طيب ادى افكت معاك الهرب في الاتجاه ده، ممكن تجرب بعد كده سيلولر، يعني تجرب على تجيب بريست كانسر سيلز مفصوله من هيومنز قبل كده وبتشتغل عليها، بنعمل حاجه اسمها سيل كلتشر وبتشتغل عليها على السيلولر ليفل ده تمام كده، وتشوف فعلا هل البرودكت بتاعك ده افكتيف على السيلز دي ولا لا. طيب في المرحله دي انت بتشوف افيكاسي صح ولا لا؟ بتشوف افيكاسي. طب هل ينفع تشوف سيفتي في المرحله دي؟ اه ينفع. ايه رايك لو انا جبت دلوقتي نوعين من السيلز، النوع الاولاني هو عباره عن بريست كانسر سيلز جربت فيه البرودكت بتاعي او الهرب بتاعي،
والسيلز الثانيه هي عباره عن ماموري ابيثيليال سيلز، نورمال ماموري ابيثيليال سيلز، يعني خلايا بريست نورمال هيلثي ما فيهاش اي ايه، ما فيهاش اي كانسر. وجربت البرودكت بتاعي فيها. انا كده بعمل ايه؟ بشوف لو البرودكت بتاعي اداني افكت مثلا في الخلايا بتاعت البريست كانسر، يبقى هو افكتف في المرحله دي في الانفيترو، تمام؟ طيب وفي نفس الوقت ما موتليش النورمال سيلز بتاعت البريست، يبقى ده معناها ايه؟ ان هو سيف. يبقى انا كده بشوف ايه؟ بعض السيفتي يعني افكتس، او بشوف بعض السيفتي انديكيشنز ان فعلا المركب ده او الدايتري سبلمنت ده ممكن يكون سيف، تمام؟ ومن هنا بنقول ان الليفل ده، الليفل ده اللي احنا شغالين فيه اللي هو الانفيترو ده، ده عباره عن انديكيتور. ده اول ليفل. يعني ايه انديكيتور؟ حتى يقول لك انديكيتور، حطيت الانديكيتور، انديكيتور ده يعني مؤشر. مؤشر يعني مجرد ان انت جبت الهيرب بتاعك وجربته على سيلز او جربته بايوكيميكال على الانزيم نفسه وشفت افكت، فده معناه انه ده انديكيتور اوف افيكاسي، يعني ده ده ممكن المركب ده يكون فيه منه امل، تمام؟ طيب جربته على نورمال سيلز مثلا ولقيته ما بيضرهاش او ما بيعملش فيها مشاكل او ما موتهاش، يبقى ده معناها ان هو انديكيتور اوف سيفتي، يعني ده مؤشر ان المركب ده سيف. فهمنا ازاي؟ يبقى ده انديكيتور. دي اول مرحله خالص، ان لو ما لقيتوش انديكيتور في المرحله دي خلاص المركب ده ما ينفعش يترمى على طول. انما لو لقيت فيه انديكيشن ان هو فعلا سيف وافكتيف في المرحله دي اقدر اكمل بيه للمرحله اللي وراها. فهمنا ازاي؟ وهنا بنقول ايه؟ ان هو نوت ابسوليوت ماركر. يعني معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان ممكن جدا المركب بتاعك يكون هنا مدي سيفتي كويسه ومدي افيكاسي كويسه في الانفيترو، بس لما اجي اكمل بعد كده ما يدينيش الافكت اللي انا عايزه. عشان كده هي مش ابسوليوت ماركر، يعني ده مش حكم نهائي. ابسوليوت ماركر يعني معناها حكم ايه؟ حكم نهائي، او خلينا نقول حكم اقوى شويه، ليفل اعلى شويه، تمام؟ طيب بعد كده خلاص المركب بتاعي كان فعلا كويس جدا هنا في المرحله بتاعت الانفيترو، اروح اجرب نفس المركب او الهرب، خلينا نقول المركب دي يعني هرب، الهرب في الانفيفو، خلاص؟ يعني اروح اجرب انيمالز، انيمال داتا، اجرب بقى على راتس، اجرب على، في ناس بتجرب على دوجز، بتجرب على مونكيز، في انواع كتير جدا بقى في التجارب بتاعت الايه الانيمالز دي، فدي كلها انيمال داتا بجرب منها. طبعا الانيمال ده مثلا بحتاج ان انا الاول اعمل اندكشن، مثلا بتكلم على بريست كانسر، يبقى لازم اخلي الانيمالز دي الاول عندها بريست كانسر وبعدين ابتدي ان انا اعالجها، تمام؟ فيبقى دي كلها ايه؟ ان فيفو ستادس، تمام؟ في الانيمالز. طيب الريزلتس بتاعت الان فيفو ستادس دي لو كويسه، يعني معناها ايه كويسه؟ يعني جربت على انيمالز عندها بريست كانسر، لقيت ان البريست كانسر بدا يخف، لقيت ان الانيمالز دي ما تاثرتش بالدراج اللي انا مديهولها، ما بتموتش مثلا، ما بتفقدش البادي ويت بتاعها، الكلام ده، يبقى معناها ايه؟ ان البرودكت ده حلو قوي، ده سيف وافكتيف. هنا ده بقول عليه ايه الليفل ده؟ بقول عليه ماركر، بقول عليه ماركر، يبقى ده تاني ليفل اهو، ماركرز، او ساعات نقول عليها ابسوليوت ماركرز، تمام؟ ده الليفل التاني. يبقى ده اول ليفل الانفيترو، ده انديكيتور اوف سيفتي اند افيكسي. الليفل التاني اللي هو الانيمال ده بقول عليه ماركر اوف سيفتي اند افيكسي، تمام كده؟ الليفل التالت بقى اللي هو اعلى ليفل، ان انا طالما البرودكت بتاعي طالع فعلا يعني الماركرز بتاعته كويسه هنا، ان هو فعلا ماركر اوف سيفتي اند افيكاسي، يعني سيفتي ماركر وافيكاسي ماركر، اقدر اخش بقى على الكلينيكال ترايل، اجرب بقى في الهيومنز. يبقى دي كلينيكال ستادز، ابتدي اجرب في الهيومنز نفس المركب، وفي الحاله دي لو البرودكت فعلا ادى الافكتس والسيفتي اللي انا مطلوبه، يعني الهيومنز بتاعتي ما اشتكتش من مشاكل ونجحت ان انا اعالج الديزيز اللي انا بشتغل عليه، يبقى في الحاله دي انا بقى عندي حاجه اسمها ايفيدنس، وده ثالث ليفل، الايفيدنس اوف سيفتي اند افيكاسي، بنقول عليه ساعات كومبريهنسيف ايفيدنس، يعني ايفيدنس قوي جدا على السيفتي والايه والافيكاسي. فهمنا ازاي؟ طب ليه الليفلز دي؟ الليفلز دي ببساطه يا شباب، لان احنا زي ما قلت لكم مش شرط ان البرودكت اللي يدي او المركب او الدراج اللي يدي معايا ريزلتس في الانفيترو يدي معايا بعد كده في الانفيفو، ومش شرط البرودكت اللي يدي معايا في الانفيترو والانفيفو يدي معايا بعد كده في الكلينيكال ترايلز. وهنا دي مشكله يمكن انا حابب ان انا اتكلم فيها. تيجي تشوف مثلا في السوشيال ميديا دلوقتي، مثلا السوشيال ميديا على فكره الكوفيد 19، وتشوف بقى حاجات كتير جدا، فلان قال ان الدواء الفلاني ده بيشتغل على الكوفيد 19 وان هو كويس جدا. طب تيجي بقى تقرا جوه تلاقيه هو عمل ايه؟ ما انت لازم بقى، انت راجل متخصص المفروض، فتبتدي تشوف هو عمل ايه. هتلاقيه مثلا عمل ان فيترو ستاديز، هيقول لك ان هو جرب في المعمل وما قالش، مثلا ممكن يكون ما قالكش جرب على ايه، او جرب على انيمالز، يبقى هو عمل ايه؟ ان فيفو، تمام؟ يبقى المراحل دي كلها ايه؟ بري كلينيكال. هل معنى الريزلتس اللي طلعت له هنا انها تترجم لكلينيكال داتا او تترجم لكمبليت ايفيدنس؟ لا مش شرط.
فهمنا؟ يبقى السيفتي والإفيكاسي داتا اللي observed in vitro or in animal models in vivo are not necessarily applicable to humans، لأن أنا عندي دايما فاكتورز كتير بتخش في تحديد السيفتي والإفيكاسي في القصة دي. يا رب تكون النقطة دي وصلت، تمام؟ وارد جدا ان يكون في مثلا مشكله في الابزوربشن وديستريبيوشن مثلا في الهيومنز مقارنه مثلا بالانيمالز، فالبرودكت مش بيمتص بشكل كويس، مش بيروح الدم، يبقى فيه مشكله، وبالتالي تلاقي برودكتس كتير جدا بتكون نجحت في مرحله البري كلينيكال سواء الان فيترو او الان فيفو، تيجي تجربها بعد كده في الهيومنز تلاقيها فشلت. خلاص كده فهمنا؟ يبقى ده مهم قوي النقطه دي، ومهم قوي ان تعرف ان الكلينيكال ستاديز دي اهم مرحله فيهم كلهم. خلاص تمام، تعالوا نكمل. تمام يا شباب. طيب دلوقتي بقى هنا وبيقول لك احنا دلوقتي بقى هنعمل ابروتش، ما خلاص احنا دلوقتي فهمنا ان احنا عايزين نعمل ايه، احنا عايزين نوصل لكمبليت ايفيدنس اوف سيفتي اند افيكاسي بالنسبه للبوتانيكلز، وبالتالي انا لازم ادخل البوتانيكلز دي في الاي بي ام ترايات. ده الاي بي ام ترايات ده لازم يكون له ستبس، لازم اعمل ستبس بشكل ممنهج بحيث ان يبقى في الاخر عندي ايه ريزلت، هي عباره عن الايفيدنس بتاعي او الدليل بتاعي ان فعلا البرودكت ده سيف وافكتيف. خلاص طيب عشان اعمل الكلام ده اقترحت جت كده ريسيرش سنتر مهم قوي في امريكا اسمه اليونيفرسيتي اوف الينوي ات شيكاغو بوتانيكال سنتر فور دايتري سبلمنتس ريسيرش، والناس دي راحت قاعده كده واشتغلت من اهم السنترز اللي بتشتغل في موضوع الدايتري سبلمنتس، وحطت لنا 8 ستبس، وقالت لك ان الثمانيه ستبس دول هم دول هيبقوا انالوجس او هيبقوا مماثلين للايه الفانل ابروتش في الدراجز العاديه. يعني انا لو انا عندي دراج عادي سينثيتك ميديسن هشتغل بيه في الفانل لغايه لما يوصل يبقى دراج، لو انا عندي هيرب او بوتانيكال هدخله في الثمانيه ستبس دول، هم دول الفانل بتاعي هدخله فيهم، لو عدى منهم يبقى دراج، ما عداش يفضل زي ما هو دايتري سبلمنت او ما ينفعش خالص يبقى في السوق لو هو في مشكله في السيفتي مثلا. تمام، يبقى دي الفكره الاساسيه اللي اتحطت هنا. لو بصينا على الثمانيه ستبس دول هتلاقيهم تقريبا almost the same او similar للفانل شيبد ابروتش اللي شرحناه من شويه في حاله الايه الدراجز. طبعا انا ما عنديش الوقت او رفاهيه الوقت شويه ان انا اشرح ستيب ستيب ان ديتيلز، تمام، ولكن انا هعدي عليهم بسرعه جدا، وبعد ما نعدي عليهم هركز بقى على ستيب اللي تهمنا قوي اللي هي ستيب رقم 8 دي اللي هي ازاي نعمل كلينيكال ترايلز للناتشرال برودكتس او للبوتانيكلز اللي هي الهيربس. تمام طيب اول ستيب زي ما انتم شايفين احنا بنعمل ايه هنا، اللي هي قلناها احنا لو فاكرين من شويه فكره ان انت لازم عشان تبتدي اي اي بي ام ترايد او اي ايفيدنس بيسد ميديسن ترايد لازم تبتدي الاول بالليتريتشر، تشوف الليتريتشر بالنسبه للبوتانيكال ده واصل فين، عملوا ايه، جربوا ايه عليه، ده الليتريتشر. الليتريتشر ده طبعا في كذا داتابيزز موجوده او في كذا ليتريتشر انجنز سيرش انجنز موجوده زي الباب ميد مثلا، دي مشهوره قوي بالنسبه للساينتفك ليتريتشر. في عندنا حاجه اسمها الناب ناتشورال برودكت دي ان اي ناتشورال وبي ار دي برودكت والرت ناتشورال برودكت الرت ناتشورال برودكت الرت دي برضو من الحاجات المشهوره قوي في موضوع الاثنو ميديكال بوتانيكال ليتريتشر، يعني تقدر تقول لك البوتانيكال ده استخداماته القديمه التراديشنال يوزز بتاعته ايه، هل اتعمل عليه اي حاجه بعد كده ان فيترو ان فيفو كلينيكال ترايلز موجوده، المعلومات دي كلها هتلاقيها موجوده فيها. خلاص يبقى دي اول مرحله ان انا بعمل الليتريتشر ريفيو، خلصت الليتريتشر ريفيو اعمل ايه، ابتدي السايكل بتاعتي العاديه بتاعه الكواليتي كنترول. مش انا عندي كده كده ثلاثه حاجات عايز احققها كواليتي وسيفتي وافيكاسي، طب ما احقق الكواليتي الاول، فلازم السايكل الجديده يكون فيها جزء بتاع تحقيق الكواليتي هو زي ما هو ما اتغيرش، وبالتالي بتبتدي من هنا رقم 2 اللي هي بتبتدي من اول الزراعه. لو فاكرين لو قلت لكم حتى المصانع دلوقتي بقت بتعتمد ان الزراعه دي جزء من الصناعه، وبالتالي بتعمل حاجه اسمها الجي اي بي Good Agricultural Practices والجي سي بي اللي هي Good Collection Practices. جمعت الحاجات دي وتمام، راح الهرب بتاعي او البوتانيكال بتاعي راح المصنع، تمام، اللي هو هيبتدي يعمل اناليسيز او هيبتدي يعمله اسسمنت، لازم تروح على الكواليتي كنترول لاب وتعمل الكواليتي كنترول سايكل بتاعتك كلها اللي احنا شرحناها، السامبلنج يتعمل صح، تعمل السامبل اكزامينيشن بالمايكروسكوب والاورجانوليبتيك والكلام ده كله، تروح تعمل جينوم بروفايلنج تتاكد ان هو فلان، وبعدين تروح تعمل فيزيكال ايفالويشن زي ما دكتوره ايه قالت لكم اللي هو البروكسيميت ايه او هتقول لكم اللي هو البروكسيميت اناليسز، وبعدين المفروض الخطوه اللي وراها كانت بتبقى كيميكال ايفالويشن هنسيبها على جنب شويه، وبعدين نروح نعمل ايه، نروح نعمل الحاجات بتاعه الهيفي ميتالز والمايكروبيال كونتامينانس والبيستيسايدز والهربيسايدز كل الكلام ده يتعمل.
تمام. يبقى انت تقريبا في ستيب 2 دي بتعمل كل الخطوات اللي متعلقه بحاجه مهمه قوي اسمها البوتانيكال انتجريتي. بوتانيكال انتجريتي يعني البوتانيكال ايدنتيتي وما حواليها بقى، سواء الانتجريتي اللي هي زي ما قلت لكم وما حواليها بقى اللي هي مثلا الهيفي ميتالز والكلام ده المتعلقه بيها. يعني هي تقريبا كل الكواليتي كنترول سايكل اللي احنا درسناها، بس من غير مين؟ من غير الكيميكال ايفالويشن تقريبا. خلاص، اللي هو الجزء اللي شرحته لكم دكتوره ريهام. هتقولي طب الكيميكال مش هيتعمل؟ استنى، هيتلاقيه جاي، دوره جاي، تمام؟ الخطوة اللي وراها اللي بتتعمل رقم 3 في السايكل الجديدة، يبقى احنا شفتوا السايكل القديمة دخلت كستيب واحدة جوه السايكل الايه؟ الجديدة المقترحة اللي هي هنبتدي نشتغل عليها. النقطة التالتة بقى هنعمل ايه؟ هنبتدي نعين الميكانيزم اوف اكشن والاكتف كومباوندز اللي موجودة في الهرب ده، ودي نقطة مهمة جدا. ودي برضو هيفيدك فيها الليتريتشر، هل الليتريتشر قايل ان في مركبات معينه هي اللي مسؤوله عن الاكتيفيتي مثلا بتاعت الهرب ده ولا لا، ولا مش قايل حاجه خالص، تمام؟ لو قايل هتبتدي تشتغل، لو مش قايل هتبتدي انت تجرب وتشوف هل فعلا في مركبات هي اللي مسؤوله عن الاكتيفيتي ولا لا. ودي ليها ابروتشز كتير قوي مش عايزين نخش في تفاصيلها، تمام؟ ان انت بتحاول تتعرف انهي مركبات هي اللي مسؤوله عن الاكتيفيتي اللي انت بتدور عليها جوه الهرب، لان الهرب ده فيه ميكتشر من مركبات كتير قوي. وبعد ما تتعرف على المركبات دي مهم قوي كمان تعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاعتها، ودي خطوه مهمه قوي. يا ريت كان عندي الفرصه ان انا اشرحها لكم بتتعمل ازاي، ولكن يعني مش هنركز بقى فيها دلوقتي خلاص، تمام؟ اللي عايز يقرا عليها ممكن يبقى يبعت لي وانا ابعت له الابروتشز بتاعتها، ان احنا بنحاول نعمل ازاي نعمل الميكانيزمز اوف اكشن والايدنتيفيكيشن اوف اكتيف اي كومباوندز. يبقى انا هنا بتعمل ايه؟ بتدور على المركبات اللي فعلا مسؤوله عن الاكتيفيتي، وبتشوف الميكانيزم اوف اكشن كمان بتاعتها بتتعمل ازاي. وعلى فكره كل الكلام ده بيتعمل فين؟ ان فيترو، واخد بالكم؟ يبقى الستيب دي كلها بري كلينيكال لس ان فيترو. خلصت الكلام ده، تيجي خطوه الكيميكال ايفالويشن اللي قلت لكم عليها دكتوره ريهام، اللي هي بقى عمليه ان انت تعمل ستاندردايزيشن كيميكالي. مش انت حددت الاكتف كومباوندز، تعالى بقى نعمل اناليسز ليها ونشوف كميه المركبات دي او تركيزها قد ايه جوه الهرب، وايه التركيزات المهمه للبيولوجيكال افكت. يبقى انت هنا بتعمل ايه بقى يا شباب؟ مش بقيتش بتعمل زي السايكل القديمه كيميكال ستاندردايزيشن وخلاص، لا، ده انت بقيت بتعمل كيميكال اند بايولوجيكال ستاندردايزيشن. شايفين التطور بقى عامل ازاي، او الموديفيكيشن اللي بقى بيتعمل الهدف منه ايه؟ الهدف ان انت بدل ما كنت بتعمل مجرد كيميكال ستاندردايزيشن وتقول مثلا انا عندي المركب الفلاني ده هو ده موجود بنسبه قد كده وخلاص، لا، انت بقيت بتربط المواد اللي عندك بالبيولوجي او بالاكتيفيتي، يعني بالافيكاسي. يعني تقول اه والله انا عندي نسبه معينه من المركب الفلاني، والنسبه دي خلت الايفكت في الاتجاه بتاعنا او في علاج مثلا حاجه الفلانيه كذا. طب البيولوجيكال ستاندردايزيشن ده هتعمله فين؟ هتعمله برضو ان فيترو وان فيفو، يعني بري كلينيكال في المرحله دي. شفتوا ازاي؟ يعني معنى خلينا نبسطها. عندي هرب، الهرب ده انا زي ما قلت لكم لسه مثال بتاع البريست كانسر ماشي. يبقى انا في المرحله دي انا الاول عرفت هنا الاكتف كومباوندز في ستيب 3، في المرحله رقم 4 دي هحدد نسبه المواد الفعاله اللي موجوده في الهرب ده قد ايه. سي مثلا طلعت 30%، خلاص اجرب بقى الهرب ابو 30% ده ماده فعاله، اجربه على بريست كانسر سيلز او اجربه على انيمالز فيها بريست كانسر، واشوف هل فعلا الهرب لما يكون فيه 30% ماده فعاله يدي افكت في الاتجاهين دول ولا لا. لو ادى افكت في الاتجاهين دول يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كيميكال ستاندردايزيشن لان انا عرفت نسبه الماده الفعاله قد ايه، وكمان عملت بيولوجيكال ستاندردايزيشن لان انا ربطت الماده الفعاله دي بالافيكاسي، عرفت ان هو افكتيف فعلا على الاقل في البري كلينيكال مودلز، في البري كلينيكال مودلز، تمام كده؟ يبقى هنا مهم قوي النقطه دي، ان انا ما بقتش بعمل زي زمان كيميكال ستاندردايزيشن بس، لا، ده انا عايز اعمل كيميكال اند بيولوجيكال ستاندردايزيشن في نفس الوقت. باستخدام ايه؟ باستخدام بري كلينيكال مودلز، يعني انيمالز او سيلز او زي ما شرحنا من شويه. خلاص، خلصت الكلام ده ستيب 4، تمام؟ دي من اهم الستبس في السايكل. ابتدي اخش على ستيب 5 اند 6، الاثنين دول بربطهم ببعض دايما، تمام؟ ستيب 5 اند 6. هتلاحظوا ايه في ستيب 5 اند 6 دول؟ ستيب 5 اند 6 دايما بتشتغل فيهم على فكره الميتابوليزم، ودي نقطه في غايه الاهميه، او خلينا نقول الفارماكوكاينتكس عموما، البي كي. انا ما اعرفش انتوا اخدتوا بي كي ولا لسه الصراحه. الفارماكوكاينتكس اللي هي بنتكلم على فكره الابزوربشن، الديستريبيوشن، الميتابوليزم، الاكسكريشن، خلاص. ولكن التركيز مين اللي بيبقى على حاجتين، على الابزوربشن والميتابوليزم. الابزوربشن ده اللي هو بنقول عليه ساعات البايو افيلابيليتي. بايو افيلابيليتي يعني ايه؟ خلينا نشرحها في الدراجز العاديه اللي احنا بناخدها دلوقتي، عندنا كحه، عندنا حاجه، عندنا برد، بناخد دواء. الدواء ده لو اخدته اورالي بيحصل فيه ايه؟ عشان الناس اللي مش عارفه البي كي ده او الفارماكوكاينتكس دي،
اول حاجه بتحصل في الدواء ده انه بيروح الاستومك، تمام، يروح الانتستين، وهناك بيبقى فيه الجات وول، الانتستاينال ابيثيليوم. الانستاينال ابيثيليوم دي الوول دي غالبا بيكون لايبوفيليك جدا، بتبقى ليبيد فوسفو باي ليبيد باي لاير، بيبقى فيها ليبيدز كتير. وبالتالي الدواء بتاعي محتاج ان هو عشان مثلا يدي افكت سيستميكالي في البلد، ما هو لو هو كمل هيطلع بره الجسم هيحصل له اليمينيشن، يبقى انا ما استفدتش منه، فانا محتاج ان الدواء ده يروح البلد. البروسيس اللي بيعدي فيها الانتستاينال ابيثيليوم دي اسمها ابزوربشن، تمام كده، ان هو يعدي من الانستاينال ابيثيليوم من الانتستين ويروح يبقى موجود في السيستميك سيركوليشن او في البلد، ومن البلد البلد يبتدي يوزعه بقى ويروح يشتغل في المكان اللي هو هيشتغل فيه ايا كان هو فين، تمام، ريسبتور او بروتين او غيره، تمام. يبقى دي الفكره الاساسيه الاولانيه اللي هي الابزوربشن. بعد كده لما بيروح البلد بيحصل له ديستريبيوشن، يبقى البلد بيبتدي يوزعه، تمام، لغايه لما يروح المكان. طيب في هنا نقطتين مهمين قوي بيتحكموا في مصير اي دراج. هل الدراج ده هيقدر يعدي الانتستاينال ابيثيليوم ويروح البلد فعلا، اللي هي هل هيقدر يعمل الابزوربشن بشكل كويس؟ يعني بمعنى ان انا ممكن ادي دراج، الدراج ده اديله مثلا دوز 10 جرام 10 ملي جرام مثلا، والاقي ان 1 ملي جرام بس منها هو اللي دخل البلد، يبقى كده نسبه الابزوربشن بتاعتي بنتكلم في نسبه ضعيفه جدا، صح كده؟ طيب بنتكلم في حوالي 10%، دي نسبه قليله. انما لما يبقى الابزوربشن بتاعي مثلا 50 و60 و70 ويا سلام لو 80 و90%، يعني معناها 90% من الجرعه اللي انا بديها هتروح البلد وبالتالي هتدي الايفكت. لما اقول لك 10% معناها 90% من الدراج ده ملوش لازمه اللي انت اديته، و10% بس هم اللي وصلوا هيعملوا ايه، تمام. وبالتالي الابزوربشن ده من الحاجات اللي مهمه قوي ان انت تبقى فاهم انها بتتحكم في مصير الدراج. ممكن يكون الدراج ايفكتيف جدا في السيلز وفي الانيمالز مثلا حتى، انما تيجي تجربه في الهيومنز تلاقي ايه؟ تلاقي ان في مشكله في الابزوربشن بتاعه، ما بيقدرش الدواء يعدي الانتستاينال ابيثيليوم بتاعتنا ويوصل للبلد وبالتالي يدي الايفكت اللي هو المفروض يتشاف. وهنا برضو بتشوف فيه ديسكريبنسي او بتشوف فيه اختلافات في البيهيفير ما بين مثلا الانيمالز والهيومنز. ممكن تلاقي دواء الابزوربشن بتاعه كويس قوي في الانيمالز، بس تيجي تجربه في الهيومنز تلاقي الابزوربشن بتاعه مش قد كده، تمام. وبالتالي مهم قوي ان انت تعمل اناليسيس للابزوربشن ده اللي هو البايو افيلابيليتي دي قد ايه، وكمان تعمل اناليسيس للميتابوليزم. ميتابوليزم بمعنى ايه؟ ان الدواء ده كده كده برضو احد الفاكتورز اللي مهم قوي اللي بتتحكم فيه هو الليفر هيتعامل معاه ازاي. الليفر ده من الحاجات المهمه قوي، هو ده المين خلينا نقول ايه ميتابولايزنج سايت او ميتابوليزم سايت بتاعنا، يعني هو ده اللي بيعمل لنا الميتابوليزم. والميتابوليزم هو الفكره ببساطه بتاعته عشان برضو الخصها، ان انا بيخش لي اي حاجه جوه جسمي المفروض زي دراجز مثلا، المفروض ان الليفر بيتعامل معاها ويحولها لبرودكتس تانية. البرودكتس التانية دي غالبا بتكون بولر، بولاريتي بتاعتها عالية، بحيث ان يحصل لها اليمينيشن من الجسم، تخرج بره الجسم، لانها هتخرج عن طريق اليورين، واليورين ده ايكوس او بولر، وبالتالي هتخرج من خلال الكلام ده، تمام. وبالتالي ده مهم قوي ان هو ده الميتابوليزم دي البروسيس اللي الجسم بيتخلص بيها من التوكسنز. اي حاجه داخل الجسم زي الدراجز دي الجسم بيعتبرها توكسنز، وبالتالي ان هو محتاج مع الوقت يتخلص منها، ما تفضلش قاعده عنده جوه، تمام. وبالتالي يبقى الهدف ان كده كده الليفر بيشتغل عنده انزيمز هي اللي بتعمل الكلام ده، اسمها ميتابولايزنج انزيمز، غالبا بتكون كلها سيتوكروم بي 450 بنقول عليهم، اكيد هتعرفوا الكلام ده. والانزيمز دي بتبتدي انها تشتغل على الدواء بتاعي وتحوله زي ما انا قلت لكم لايه، لمجموعه من البرودكتس بنقول عليها ميتابولايتس. الميتابولايتس دي غالبا بتكون بولر، وبالتالي بيحصل لها اليمينيشن من خلال الايه، اليورين. يبقى دول التو فاكتورز اللي بيتحكموني في اي دراج، ومن ضمنهم البوتانيكلز او الدايتري سبلمنتس، هيحصل لهم ابزوربشن ازاي كويس ولا لا، والميتابوليزم بتاعهم اخباره ايه. فبالتالي ده مختصر الحته دي، مش عايز اطول فيها عن كده. وبالتالي يبقى مهم قوي ان انت تشوف في الخطوتين دول ايه اللي بيحصل في الحاجات دي، الدايتري سبلمنت او البوتانيكال بتاعك اخبار الميتابوليزم بتاعه ايه، بالذات بالنسبه للاكتف كومباوندز اللي انت محددها في ستيب 3، تمام، والبايو افيلابيليتي بتاعته اخبارها ايه او الابزوربشن. ومش بس كده، تشوف كمان تاثيره على الميتابولايزنج انزيمز اللي موجوده اللي هي بتشتغل عليه. ممكن في بعض الاحيان تدي دايتري سبلمنت تلاقيه مثلا بيعمل انهيبيشن لميتابولايزنج انزيمز معينه. طب دي ايه فايدتها يعني؟ تخيل معايا مثلا ان انت، ودي برضو خلينا نشرحها شويه، تخيل معايا مثلا ان انت عندك بيشنت، البيشنت ده عنده كارديوفاسكولار ديزيز، بياخد ديجوكسين مثلا، تمام، والديجوكسين ده هو ماشي عليه كويس. الديجوكسين ده بيحصل له اليمينيشن ميلي عن طريق ان هو بيحصل له ميتابوليزم مثلا في الليفر، خلاص، تمام. الميتابوليزم في الليفر بيتم من خلال انزيم معين، جميل، بمعنى ان وجود الانزيم ده مهم جدا عشان الجسم يقدر يتخلص من الديجوكسين في الاخر، لان الديجوكسين هيؤدي الوظيفه بتاعته بس لازم بعدها الجسم يتخلص منه زي ما قلنا، لان هو يعتبر توكسين زيه زي اي دراج تاني، تمام. نفترض بقى ان انا مدي دايتري سبلمنت مع الديجوكسين ده،
تمام للبيشنت لاي سبب تاني عنده بعالج بيه اي حاجه تانية. لقينا ان مع الوقت الدايتري سبلمنت ده راح عمل ايه؟ عمل انهبيشن للانزيم اللي بيعمل ميتابوليزم للديجوكسين ده. يبقى ايه اللي هيحصل؟ الديجوكسين مش هيحصل له ميتابوليزم، وبالتالي البيشنت عمال ياخد في ديجوكسين دوزز وبياخد معاها الدايتري سبلمنت، الدايتري سبلمنت عمال يعمل انهبيشن للانزيم المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الديجوكسين، فالديجوكسين الجسم ما بيتخلصش منه، يبتدي الليفلز بتاعت الديجوكسين جوه جسمنا تعلى، يبتدي يحصل توكسيستي ومشاكل كتير جدا. تمام؟ يبقى معنى الكلام ده ان انا من خلال الستاب رقم 6 دي انا بطمن ان البوتانيكال بتاعي اللي انا بعمل له تيستنج في المرحله دي ما بيأثرش على ميتابولايزنج انزيمز اللي موجوده عندنا، او حتى لو بيأثر بيبقى عارف ايه هي الانزيمز اللي هو بيأثر عليه. فبالتالي بعد كده لما اجي مثلا ادي دراجز معينه مع الدايتري سبلمنت ده اقول اه والله خلي بالك البيشنت ده لو اخذ الاثنين دول مع بعض ما ينفعش، يبقى هنا في حاجه اسمها انتر اكشن، وهتاخدوا الكلام ده في الكلينيكال قدام اللي هو الدراج هيرب انتر اكشنز. او لو اخد ده مع ده يبقى ناخد بالنا اه الاثنين دول مع بعض هيزودوا الايفكت بتاع بعض، او الاثنين دول مع بعض هيقللوا الايفكت بتاع بعض وهكذا. تمام؟ ده ملخص الحته دي ومش عايز اطول فيها عن كده، كده كده دي الليفل بتاعها هيجي بعدين قدام انتوا هتشتغلوا الكلام ده بالتفصيل. تمام؟ طيب اخر مرحلتين بقى، المرحلتين اللي بعد كده اللي هما 7 و8، 7 دي ببتدي ان انا خلصت كل البروسيس بتاعتي. ولو تلاحظوا البروسيس دي لو جينا قسمناها كده هنلاقي عندك رقم 2 دي احنا خلاص اتكلمنا عليها وهي ورقم 1، نيجي بقى رقم 3، رقم 3 دي كانت ليفل ايه؟ ان فيترو، سواء ان فيترو او ان فيفو، ممكن كمان تجرب ان فيفو عادي في المرحله رقم 3 دي. تمام؟ بس غالبا بتكون ان فيترو، دايما 3 دي بتكون ان فيترو. تمام؟ طيب المرحله اللي وراها 4 ده كيميكال ستاندردايزيشن عادي، بس لما جيت عملت البيولوجيكال ستاندردايزيشن ممكن اكون استخدمت ان فيترو او ان فيفو. تمام؟ ويفضل الاثنين. بعد كده عملت الانفستيجيشن للميتابوليزم والبايو افيلابيليتي ان فيترو ان فيفو عادي. هتقولي ازاي اعمله ان فيترو؟ عادي، ممكن جدا في حاله الابزوربشن مثلا تستخدم تجيب حاجه اسمها كاكو 2 سيلز. كاكو 2 سيلز دي بتبقى عباره عن سيلز موجوده في الانتستاينال ابيثيليوم اصلا، فتجيب السيلز دي وتعمل تكنيك كده معين ان انت تشوف هل الكومباوند بتاعك يقدر يعدي الخلايا دي ولا لا، فيبقى انت كده اسست الابزوربشن بس ان فيترو على خلايا من غير ما تجربه في انيمالز، او تجرب في انيمالز. تمام؟ الميتابوليزم اه ممكن اجرب على انيمال على طول، او اجرب برضو على الليفر هيباتوسايتس، اخد الليفر هيباتوسايتس دي نفسها الخلايا بتاعت الكبد دي واشوف الميتابوليزم بتاع المركبات اخباره ايه. يبقى المرحلتين دول اللي هم 5 و6 برضو ممكن يتعملوا ان فيترو وممكن يتعملوا ان فيفو. يبقى انا كده بقول لكم الليفلز اهي، ان تلاحظوا ان لغايه رقم 6 انت شغال بري كلينيكال، بري كلينيكال كله بره الهيومنز. عدينا كل المراحل دي كله تمام، البوتانيكال بتاعنا عدى المراحل دي كلها سكسسفولي ما عندوش مشكله. ابتدي اعمل، يجي دور بقى الراجل بتاع الفارماسيوتكس يعمل لنا فورمولا من الدايتري سبلمنت او من البوتانيكال ده، اعمل لي بقى تابلت، اعمل لي كبسول، حسب بقى الفورمولا اللي انا عايزها. المهم انها تبقى ستاندردايزد فورمولا، والفورمولا دي اكون مستخدم فيها الجي ام بي اللي هو الجود مانيفاكتشرنج براكتسز. بقى عندي فورمولا كويسه في صوره دواء مظبوطه وكله تمام وستاندردايزد، عارف نسبة المواد الفعالة فيها قد ايه وعمل لها كله تمام، ابتدي اشتغل بقى رقم 8 اللي هي الكلينيكال ترايلز بالفورمولا دي. خلاص؟ ودي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليها بالتفصيل في بقية المحاضرة، الجزء اللي فاضل لنا في المحاضرة. يا رب تكون الدنيا انا والله المحاضره دي انا فعلا بدردش فيها معاكم، انا مش عايز ان انا ايه اكون بديكم خلاص زي ما قلت لكم اللود بتاع فكره امتحان والكلام ده ودرجات اتشال. فالهدف اللي بيسمع المحاضره دي يعني لو كان حد فكر انه يسمعها ان هو يتعلم حاجه، والله مش ده هدفي مش اكتر من كده. تمام؟ طيب تعالوا نكمل، تعالوا نشوف بقى ازاي الكلينيكال ترايلز دي هتتعمل. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا فعلا على البروبوزد كواليتي كنترول سايكل الجديده اللي هي هيبقى فيها 8 ستابس زي ما احنا قلنا، وهتشمل ستابس متنوعه فيها حاجات متعلقه بالبري كلينيكال ايفالويشن وحاجات ثانيه متعلقه بالكلينيكال ايفالويشن، فيها الكواليتي كنترول سايكل القديمه برده موجوده زي ما هي، فيها حاجات كتير جدا بتحقق لي في الاخر اللي انا عايزه اللي هو ايه الايفيدنس اوف سيفتي اند افيكاسي مع الكواليتي، مع ان يبقى عندي جود كواليتي اللي انا بدور عليها. تمام؟ طيب فاضل بقى ايه؟ فاضل ان انا اشوف بقى الحاجات اللي عندي في السوق هشتغل عليها ازاي من خلال السايكل دي، ازاي ادخلها كلها في الايت ستابس سايكل. طيب دلوقتي احنا عندنا بوتانيكال دايتري سبلمنتس كتيره جدا، وعندنا هيربز كتيره جدا عايزين نعملها اسسمنت، وعلى فكره مش بس الهيربز اللي موجوده في السوق دي هي اللي عايزين نعملها اسسمنت، احنا عندنا هيربز ثانيه جديده كمان عايزين نجربها ونشوف هل هي فعلا افكتيف في الحاجات الميديكال نيدز اللي احنا عايزينها اللي هي البيشنتس محتاجاها ولا لا، لان احنا قلنا ان الاي بي ام بيبتدي دايما بايه؟ بالبيشنت فاليوز، البيشنت عايز ايه؟ تمام؟ وبالتالي في حاجات كتيره جدا ميديكال نيدز ستيل محتاجه فولفيلمنت، وممكن جدا نعمل لها فولفيلمنت او نعمل لها ساتسفاكشن من خلال ايه؟ من خلال الهيربس، فمحتاج اجرب، فعندي هيربس جديده محتاج اجربها، وعندي هيربس اوريدي موجوده في السوق محتاج اجربها. طيب
حلو قوي. هل اعمل الكلام ده كله مره واحده؟ اكيد طبعا صعب. ليه؟ الايت ستابس دي عمليه مكلفه جدا، شغل مش سهل، محتاج وقت ومحتاج ترايلز كتير، وفيها ترايل اند ايرور برضو. اي ريسيرش بيبقى فيه ترايل اند ايرور، زي ما انتم شايفين كده في الكوفيد 19 في ترايل اند ايرور كتير جدا، وبالتالي يبقى انت محتاج وقت ومحتاج فلوس ومحتاج حاجات كتير جدا. فما ينفعش، فما لا يترك كله لا يدرك، ما لا يدرك كله لا يترك كله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن بدل ما انا ابتدي بكل دول مع بعض مره واحده، انا ممكن اقسم الهيربز اللي موجوده عندي لمجموعتين. المجموعه الاولانيه اسمها هيربال برودكتس وذ بريفيس هيستوري افيوز، يعني دي اللي موجوده في السوق وشغاله كدايتري سبلمنتس غالبا في اغلبيه الدول، الا في بعض الدول زي اوروبا والمانيا، جزء من اوروبا والمانيا دول اللي بيشتغلوا بيها وعم معتبرينها دراجز، انما اغلبيه الدول معتبرها دايتري سبلمنتس. تمام، اللي هي فكره الحاجات اللي معتمده على التراديشنال يوز، وقلنا ان التراديشنال يوز هنا بيحقق لي جزء من السيفتي والافيكاسي، ولكن هو انكمبليت ايفيدنس، فهي ما تعتبرش اي بي ام لسه. خلاص كده مفهوم. طيب المجموعه دي هنلاقي فيها تو سيناريوز، هتستغربوا جدا من النقطه دي. تخيلوا ان المجموعه دي فيها مجموعه من الهربس والهربال برودكتس معمول لها اوريدي كلينيكال ترايلز، تخيلوا يعني في بريفيس كلينيكال ستاديز معموله لها، تمام، لانديكيشن معين. وفهمنا يعني ايه كلمه انديكيشن؟ يعني كلمه ايه اللي احنا بنتكلم على فكره اللي هو تريتمنت لحاجه معينه او ديزيز معين او غيره، تمام. طيب جميل جدا، يبقى في كلينيكال ستاديز معموله، ده الكيس الفيرست كيس سيناريو. والكيس والسيناريو الثاني ان ممكن يكون عندي هيربلز من دول ليهم بريفيس هيستوري افيوز وشغالين في السوق بس من غير ما يكون معمول لهم كلينيكال ستاديز قبل كده. خلاص يبقى دول بس في الحالتين مشتركين في ايه؟ ان الهيربال برودكت دي كان ليهم استخدام قبل كده، ليهم previous history of use، يعني ليهم traditional use او على الاقل مستخدمين لفترات طويله قبل كده. خلاص كده مفهوم. المجموعه دي عموما اللي هي مجموعه A دي المجموعه دي قال لك ان احنا مش لازم نبتدي بيها، يعني بمعنى دي ممكن نخليها دلوقتي ما نبتديش بيها وما تبقاش فيها الكلينيكال ستاديز مانداتوري. يعني ايه مانداتوري؟ يعني اجباريه. بس هل ده معناه ان انا ارميها خالص؟ لا، اللي عايز يعمل الستبس الايت ستبس بتاعتي ويعمل السايكل بتاعتنا اللي احنا اقترحناها دي على الهربال برودكتس دي يعملها، يبقى دي هنا اوبشنال. يبقى دي ايه؟ اوبشنال. ان انا اخش في الكواليتي كنترول سايكل الجديده هنا بالنسبه للبرودكتس دي ستيل اوبشنال لغايه الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده، تمام. قدام على فكره هيبقى اجباري، وعلى فكره مش شرط يبقى اجباري بالقانون، ممكن يكون اجباري نتيجه الكومبيتيشن ما بين الشركات. انت دلوقتي عندك شركه بتعمل دايتري سبلمنت معين، في شركه تانية بتنافسها وبتعمل دايتري سبلمنت كومبيتيتور ليها، بس هو تقريبا جينيريك، يعني نفس الكون انجريدينتس ونفس كل حاجه ونفس الهربس المستخدمه. الشركه الاولانيه دي بدات تشتغل في الايت ستيب سايكل وبدات تطلع ريزلتس، وبالتالي هتخلي الدايتري سبلمنت بتاعها ده يبقى دراج، يبقى الشركه التانية دي هتقفل بالنسبه للبرودكت ده، تمام، وهيبقى اللاين بتاعها ده اللي هو بتعمل بيه برودكشن للبرودكت ده ملوش لازمه. ليه؟ لان الناس كلها هتروح تشتري الدروج وهتسيب الدايتري سبلمنت، صح ولا لا؟ بالعقل كده، تمام، لان هو الاثنين بيشتغلوا على نفس الحاجه، بس واحد بقى دروج وواحد بقى دايتري سبلمنت. اكيد الدروج ده ايفيدنس بيزد، عنده سيفتي، عنده افيكاسي ديتا اعلى، وبالتالي هروح اشتريه واسيب ده. يبقى بدل ما الشركه دي تقفل هتروح تلحق نفسها وتعمل هي كمان ايه؟ اسسمنت، وتعمل السايكل بتاعتها وهكذا. فهيبتدي يتحرك الدايره من خلال عمليه الكومبيتيشن اللي موجوده ما بين الايه؟ ما بين الشركات في الماركت، تمام، انها تبتدي تخش في السايكل دي. فهي برغم انها اوبشنال الا ان هتلاقوا الشركات بدات تشتغل فيها بشكل ايه؟ كبير. فهمنا؟ يبقى ده المجموعه الاولانيه، خلاص، اللي هي الهربال برودكتس وذ بريفيس هيستوري فيوز، ودي قسمناها لتو سيناريوز. السيناريو الاولاني زي ما قلت لكم ان انا عندي اوريدي مجموعه من الهربس معمول لها كلينيكال ترايلز في السوق. هتقول لي طب ازاي دي معمول لها كلينيكال ستاديز ما بقتش دراجز ليه وفضل الدايتري سبلمنتس؟ هقول لك لان غالبا الكلينيكال ستاديز اللي معموله للمجموعه دي من الهربس غير كافيه انها تخليها دراجز. بمعنى ايه غير كافيه؟ احنا عشان زي ما هنشوف كمان شويه في الكام سلايد الجايين ان الكلينيكال ترايل عشان تتعمل وتاخد منها انفورميشن مظبوطه سواء للهربل او لاي حاجه ثانيه غير الهرب، فانت محتاج يكون عندك كرايتيريا معينه زي اي حاجه انت بتعملها. انت عشان تجيب جريدز كويسه في اي كورس لازم تذاكر كويس، فالكرايتيريا ان انت بتذاكر كويس. هنا نفس الفكره، عشان تعمل كلينيكال ترايل صح لازم تفلفل بعض الكرايتيريا، والكرايتيريا دي انا حاططها لكم هنا بس انا مش هتكلم عليها دلوقتي، انا هشرحها قدام شويه، تمام، زي مثلا عدد البيشنتس، الدايجنوزز اللي عملته للبيشنت، كل ده هنشرحه، الدوز اللي انت مستخدمها قد ايه، طب استخدمت الدواء او الهرب ده لمده قد ايه، الكرايتيريا اللي انت عملتها للايفالويشن بالنسبه للبيشنتس اتحسنوا ولا ما اتحسنوش، طب اتحسنوا بناء على ايه؟ على سيمتومز ولا على حاجه ثانيه؟ كل الكلام ده، تمام. هل البيشنت كان بياخد دواء ثاني مع الهرب ولا لا؟ طب عملت statistical analysis مظبوط ولا لا؟ يبقى دي كلها كرايتيريا بيتحكم بيها على الكواليتي بتاعه الكلينيكال ترايل. خلاص كده مفهوم؟ تمام.
وبالتالي معنى الكلام ده ان الهيربز دي ممكن يكون اتعمل لها بعض الكلينيكال ستاديز لانديكيشن معين، ولكن ممكن جدا تكون الكلينيكال ترايلز دي فيها مشاكل. تمام، عدد البيشنتس مش كافي، ما قدرتش اعمل statistics بشكل مظبوط زي ما قلت لكم، مدى الدوز اللي انا مستخدمها من الهرب كبيره جدا غير منطقيه، وبالتالي يبقى انا ازاي هديها البيشنت بعد كده. ديوريشن اوف ادمنستريشن مثلا، يعني ازاي بقى هنزلها كدراج في السوق بالدوز دي واقول للبيشنت خد الدوز دي وهي كبيره قوي كده. تمام، مثلا بقول للبيشنت استخدمها فترات طويله قوي مثلا، فبتبتدي يظهر منها مثلا بعض السايد افكتس، يعني في مشاكل متعلقه بالكلينيكال ترايل، وبالتالي فضلت زي ما هي المركبات دي كايه كدايتري سبلمنتس. فهمنا ده مش معناه ان الدايتري ان الهيربز دي غير مش افكتيف، لا، المشكله كانت في الكلينيكال ترايل نفسها، فيها مشكله في الديزاين، وده اللي بنقول عليه ان كل كلينيكال ستادي هيكون ليها ديزاين معين لازم انت تعمله انت، وده اللي بيعمله حاجه اسمها الكلينيكال تيم، هنتكلم على الكلام ده كله كمان كام سلايد. خلاص مفهوم؟ يبقى المجموعه الاولانيه دي زي ما قلت لكم كان عندنا مشكله اتعمل لها كلينيكال ترايل، ولكن كان في مشكله في الكلينيكال ترايل اللي معموله في الديزاين بتاعها، ادت ان خلاص ما الريزلتس بتاعت الكلينيكال ترايل دي حتى لو هي كويسه ما تقدرش تعتمد عليها وتقول ان المركب ده فعلا افكتيف والمركب ده فعلا سيف. فهمنا ازاي؟ طيب المجموعه دي ليه الكلينيكال ستاديز فيها لغايه دلوقتي نوت مانداتوري اللي هي المجموعه الاولانيه دي؟ لان ببساطه شديده جدا المجموعه دي هيربال برودكتس وذ بريفيوس هيستوري اوف يوز، يعني اوريدي في تراديشنال يوز بيسمح لها وبيشفع لها انها ليها سيفتي كويسه وليها افيكاسي نوعا ما. ما تخلينيش اقدر اكتب ثيرابيوتيك كليمز على العلبه واقول انها بتعالج الحاجه الفلانيه، ولكن اقدر انزلها على الاقل كايه كدايتري سبلمنت، وبالتالي لغايه دلوقتي دي اوبشنال. عايز تدخلها في السايكل الايت ستابس توكل على الله، ولكن هتفرق معاك كتير لو فعلا الدايتري سبلمنت ده نجح، لانه هيبقى دراج وهيبقى انا انقل الشركه نقله ثانيه. فهمنا ازاي؟ طيب تعالوا نشوف السيناريو الثاني من نفس المجموعه دي. تمام، السيناريو الثاني من نفس المجموعه دي هو ان يكون عندك هيربال برودكت وذ بريفيوس هيستوري افيوز برضو، بس ما تعملوش كلينيكال ترايلز، معتمد بس على مين؟ على التراديشنال يوز. نفس الفكره، نفس الفكره تقريبا، لان حتى المجموعه اللي فاتت كانت الكلينيكال ترايلز اللي اتعملت لها كان فيها مشاكل غالبا، غالبا كان فيها مشكله. خلاص كده؟ طيب. طب هتقول لي طب لو الهيربال اللي في المجموعه اللي فاتت دي اتعمل له كلينيكال ترايل بشكل مظبوط يبقى دي كويسه؟ طبعا دي بقى بروميسنج جدا، ولو في حاجه بالشكل ده ده يبقى اقرب حاجه انه يروح الماركت كدراج، مجرد بس انه هيكمل الايت ستابس بتوع السايكل بتوعه يقدر بسرعه جدا يبقى موجود كدراج فين؟ في السوق، وده برده على فكره موجود في بعض الهيربس. طيب النقطه الثانيه بقى، النقطه الثانيه اللي هي السكند كيس سيناريو. السكند كيس سيناريو دي زي ما قلت لكم اللي هي تراديشنال يوزد هيربال ميديسن، يعني في تراديشنال يوز، في بريفيوس هيستوري اوف يوز، بس ما فيش ريبورتد كلينيكال ترايلز، وبرده المجموعه دي الكلينيكال ستاديز فيها نوت مانداتوري، يعني عشان كده قلت لكم مجموعه دي كلها الكلينيكال ستاديز لغايه دلوقتي فيها، او خلينا نقول بكلمه كلينيكال ستاديز دي ان انت هتشتغل بيها بالستبس اللي احنا قلنا عليها الايت ستبس دول، الايت ستبس في المجموعه دي لغايه دلوقتي نوت مانداتوري، بس اللي هيعملهم هيسبق، هياخد الخطوه الاول هو ده اللي هيسبق، هو ده اللي هيبقى له الليد فين في الماركت. تمام كده، فهي الفكره في كده ان دلوقتي العمليه اوبشنال للمجموعات دي، ولكن اللي بيشتغل فيها واللي شغال عليها هيسبق وهيبقى هو ده اللي ياخد الايه الاولويه. دايما اللي بيبدا في الفارماسيوتيكال ماركت وينزل الاول بدراج او ببراند او بكده هو ده اللي هو ده بيبقى عنده الفيرست ان كلاس بنقول عليه دايما، فهو ده اللي بياخد البيتنسي وبيستفيد بقى يقعد فتره طويله وبعد كده الباقي يبدا يستنفع، انما الاساس هو الاولاني ده. تمام، عشان كده بقول لكم اللي هيبدا في الحكايه دي هو ده اللي هيسبق، وده اللي بيحصل دلوقتي الكومبيتيشن ده هو ده اللي هيحرك الشركات انها تخش في السايكل الجديده بدل ما هي معتمده على السايكل القديمه بتاعه الايه الكواليتي كنترول بس او اللي احنا اشتغلنا عليها. طيب كويس قوي، هنا زي ما قلت لكم الفكره كلها معتمده على التراديشنال يوز الاكسبيرينس، ممكن جدا بعض الشركات عندها بعض السبورتيف داتا اللي هي السبورتيف فارماكولوجيكال داتا او الان فيترو داتا من الريسيرش از ايفيدنس فور افيكاسي، ممكن، وعلى فكره ده موجود قوي في المانيا مثلا، يعني لما تيجي تشوف مثلا المانيا ازاي هي عاملاها دراجز، هتقولي المانيا مثلا عامله المركبات بتاعتها دراجز ازاي؟ لما كنت بتاخده مع دكتوره ريهام الكوميشن ابروفد الهيربلز دي كدراجز على طول وخلاص، لان المانيا بتطلب جنب فكره التراديشنال يوز دي بتطلب من الشركات انها تقدم لها دليل بسيط على الافيكاسي. الدليل البسيط على الافيكاسي ده غالبا ما هو معنى انها حطيتها كدراج انها بتحط عليها ثيرابيوتيك كليمز بتقول انها بتستخدم في علاج كذا. تمام، فهي بتطلب من الشركات انها تديها بعض السبورتيف ايفيدنس، السبورتيف ايفيدنس ده بيكون غالبا ان فيترو او ان فيفو، ما بيعديش الليفل ده، يعني ما بيروحش ابدا للكلينيكال ترايلز. تمام، وبيكون مجرد سبورتيف فارماكولوجيكال داتا كايفيدنس للايه للافيكاسي، بس هل ده الايفيدنس الكامل؟ لا طبعا. هل ده عدى بالثمانيه ستبس اللي بنتكلم عليهم؟ لا طبعا.
تمام مفهوم. يبقى المجموعه دي زي ما قلت لكم بتكمل عادي جدا كدايتري سبلمنتس في البلاد اللي هي فيها، او بتكمل كدراجز برضه في البلاد اللي هي فيها زي جيرماني وغيرها، ومفيش مطلوب منها كلينيكال ستاديز او نوت مانداتوري، ولكن زي ما قلت لكم اللي بيسبق هو ده اللي بيبقى ايه، اللي بيبقى له ليد في الماركت. تمام كده مفهوم. يبقى دي نقطه مهمه جدا. طب المجموعه دي كمان عموما الاي دي عموما بيتعمل لها ايه بقى ضروري دلوقتي في السوق، غير فكره انها ده بقى اكزام، ده مانداتوري بقى الزامي لازم يتعمل، هي البوست ماركتنج سيرفيلنس اللي كنا بنتكلم عليه، ان هي وهي شغاله في السوق بنتابعها وبنعمل سيفتي ستادز، وهنتكلم على السيفتي ستادز دي في اخر المحاضره النهارده، اللي هي بتتابع بيها السيفتي بتاعتها اخبارها ايه على اللونج تيرم بقى 10 و20 سنه. تمام، بتاخد بيها كونكلوجن اه فعلا الادويه دي او الدايتري سبلمنتس دي فعلا سيف ولا لا. عشان كده دي نقطه مهمه جدا ان لازم نتابع النوعيه دي من السبلمنتس اللي هي اوريدي موجوده في السوق اللي هي كلاس اي دي. تمام، يبقى عشان نلخص اللي احنا قلناه، اول مجموعه من الهربلز هي المجموعه اللي ليها بريفيوس هيستوري فيوز، ودي كتير جدا في السوق سواء في مصر وامريكا والناس دي كدايتري سبلمنتس، او في المانيا وغيرها كدراجز. المجموعه دي عموما ان جنرال الكلينيكال ستاديز وعمليه الايت ستابس بروتوكول اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي مش متطبقه عليها او نوت مانداتوري. تمام، ولكن الشركات اللي هتبتدي تشتغل فيها وتبقى بالنسبه لها تاخد الليد في الكلام ده هتبقى هتسبق جدا في الموضوع الريجوليشن بتاعتها، لانها هتقدر توصل البرودكت بتاعها انه يبقى موجود فين في الماركت. تمام كده، طيب كويس جدا. طب المجموعه دي معتمده على ايه؟ معتمده زي ما قلت لكم على فكره التراديشنال يوز، وفي بعض الدول اللي هي بتابروف ات از دراج بتشتغل على بعض السبورت فارماكولوجيكال ايه داتا، يعني ان فيترو او ان فيفو داتا. بعض الحاجات من المجموعه دي عامله اوريدي كلينيكال ترايلز، ولكن الكلينيكال ترايلز دي غالبا معظمها بيبقى فيه ويكنسز، بيبقى فيه نقط ضعف. تمام، ما في الاستادي ديزاين نفسه بتاع الكلينيكال ترايل نفسها، وبالتالي الانفورميشن اللي ناتجه عن الكلينيكال ترايل ما تقدرش تعتمد عليها قوي. يبقى ده ملخص اللي انا قلته بالنسبه للكلاس ايه، الكلاس ايه. خلاص مفهوم يا شباب؟ طيب النقطه الثانيه، النقطه الثانيه هنا بيقول لك ايه، only when doubts exist about the herbal safety should additional toxicity studies be performed. يعني ايه الجمله دي؟ يعني احنا كده كده بنشتغل في السوق، والجمله دي ما تلخبطكش، كده كده انت في السوق البرودكتس دي وهي موجوده لازم بيتعمل لها البوست ماركتنج سيرفيلانس او الفارماكو فيجيلانس. يعني ايه كلمه بوست ماركتنج؟ يعني هي اوريدي بتتباع في السوق بعد الماركتنج، يعني هي اوريدي في السوق بنعمل سيرفيلانس. يعني ايه؟ يعني بنعمل لها متابعه، بنعملها متابعه اللي هو الفارماكو فيجيلانس، بنعملها متابعه ونطمن ان فعلا البيشنتس ما بتشتكيش منها، مفيش منها سايد افكتس، وغالبا الاستاديز دي كلها بتكون متعلقه بالسيفتي ملهاش دعوه بالافكسي. خلاص كده مفهوم. يبقى ده كده النقطه اللي موجوده. طب الجمله اللي انا بكتبها هنا وفي السلايد اللي فاتت اللي هي بروف اوف سيفتي اند افكسي از بريزنت، اه هو في بروف بدليل التراديشنال يوز، وبدليل لو انا عندي فارماكولوجيكال داتا زياده، وبدليل الفارماكو البوست ماركتنج سيرفيلانس اللي انا بعمله، ولكن هل البروف ده كامل؟ لا مش كامل. عشان يبقى كومبليت بروف او كومبليت ايفيدنس يبقى لازم اكون عديت بالايت ستابس اللي انا شرحتهم من شويه. تمام، طيب نيجي بقى للسكند كيس سيناريو، او خلينا نقول اللي هو المجموعه الثانيه من البرودكتس، ودي مهمه بقى جدا، اللي هي مجموعه بي دي. مجموعه دي بي دي هنسميها نيو هيربلز او نيو هيربل برودكتس، وكلمه نيو دي بقى ليها كذا احتمال، وعايزين نركز ايه هي المجموعه دي، لان المجموعه دي غالبا هي اول مجموعه هتكون مانداتوري في عمليه الايت ستابس البروتوكول اللي احنا شرحناهم من شويه. يعني دي اول مجموعه هنبدا بيها بقى في الاسسمنت، ندخلها في الايت ستابس الثمان سلمات دول، تطلع من سلمه للثانيه للثالثه للرابعه لغايه لما تبقى ايه دراج في الاخر. خلاص، يبقى المجموعه دي الكلينيكال ستاديز والايت ستاب بروتوكول فيها هتبقى مانداتوري. اتفقنا لما اقول كلمه كلينيكال ستاديز يبقى انا بتكلم على ايه، على البروتوكول ده اللي هو الايت ستابس بروتوكول. طيب ايه بقى المجموعه بتاعه النيو هيربلز دي؟ مجموعه النيو هيربلز دي هيكون فيها كذا حاجه. اول حاجه من اسمها نيو هيربل يبقى هيكون فيها ايه، هيكون فيها هيرب جديد اللي احنا شرحناه من شويه. يعني ايه برضو كلمه هيرب جديد؟ يعني ما عنديش هيستوري اوف يوز، اللي هي ما عنديش التراديشنال يوز، مش مستخدم قبل كده خالص، ما مجرد نبات جديد وعايزين نجربه. قلت لكم ان في مجموعه من النباتات كتيره موجوده ما اتجربتش لسه، الفلورا كبيره جدا سواء في مصر او بره مصر، وبالتالي انت محتاج ان انت تجرب النباتات دي وتشوف فيها ايه. تمام، الهيربز دي فيها ايه، بتعمل ايه. تمام، وعندك ميديكال نيدز كتيره محتاجه انها تجرب فيها حاجات جديده، فده ممكن يكون نيو هيرب. تمام، اللي هو ملوش اي بريفيوس هيستوري اوف يوز. طيب ممكن يكون ميكتشر، يعني ممكن يكون اكتر من هيرب، واحد منهم مثلا هو الجديد والباقي قديم، ممكن ده نعتبره برضه نيو هيرب او نيو هيربال برودكت. تمام كده، يبقى كلمه نيو هيربال برودكت دي ممكن تكون هيرب واحد جديد، ممكن تكون هيرب وسط مجموعه من الهيربس وهو الوحيد فيهم اللي جديد، وبنجرب الكومباينيشن دي كده على بعضها. تمام، دي اول مجموعه.
المجموعه الثانيه ممكن يكون هرب قديم عادي جدا، ويعني ايه قديم؟ يعني لو بريفيوس هيستوري افيوز، ولكن هو لو بريفيوس هيستوري افيوز في انديكيشن معين او في اتجاه معين، يعني كان الانديانز والتشاينيز والكلام ده من زمان قوي بيستخدموه مثلا في علاج الكحه، ولكن انا هجرب نفس النبات ده في علاج الكانسر، يبقى كده بتكلم على ايه؟ بتكلم على نيو انديكيشن فور ان اكزيستنج هيربال ميديسن، الهيربال ميديسن اوريدي موجود، تمام كده؟ يبقى ده يعتبر نيو هيرب، وينطبق عليه البروسيس بتاعت البي بقى اللي هنتكلم عليها اللي هي الايت ستابس، يخش بقى في الايت ستابس معايا عشان يتجرب على نيو انديكيشن ده. ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن يكون اللي هي نون هيرب but their traditional use in humans have not established their safety and efficacy for a specific indication. يعني ايه الجمله دي؟ الجمله دي قريبه قوي من اول واحد ان هو نيو هيرب، لا فيها فرق. نيو هيرب ده يعني معناها لم يستخدم قبل كده خالص في الماركت، ملوش استخدامات، مش موجود حتى كدايتري سبلمنت. انما نون هيرب ده معناها ان هو موجود كدايتري سبلمنت ولكن ملوش بقى ايفيدنس، ما عنديش اي دليل عليه خالص في السيفتي والافيكاسي بتاعته في انديكيشن معين او في اتجاه معين، هو مكمل غذائي وخلاص، انما ماليش ما عنديش اي دلائل بقى من التراديشنال يوز بتاعه، ما فيش اي استخدامات، ما حدش قال في التراديشنال يوز مثلا ان هو بيستخدم كاميونو ستيمولنت، تمام، ولكن هو انفولفد في بعض الدايتري سبلمنتس، تمام، انما ملوش افكت ثابت وواضح. ففي فرق كبير بين الاثنين، نون هيرب يعني هيرب اوريدي معروف وبيشتغل في الماركت، بنحطه كفليفرنج ايجنت، بنحطه كاي سبب من الاسباب، ولكن ملوش افكت معين في اتجاه معين في السيفتي والافيكاسي بتاعته. قريبين قوي من بعض النون والنيو، تمام، بس الفرق ان واحد منهم مش في الماركت اصلا والتاني في الماركت موجود كدايتري سبلمنت بس بدون اي ايه، بدون اي ايفيدنس على سيفتي او افيكاسي، تمام. يبقى الثلاث مجموعات دول نعتبرهم ايه؟ نيو هيربس. فاضل لي مجموعه كمان، تخيلوا بقى اخر مجموعه دي غريبه جدا، ان انا ممكن يكون عندي هيرب، الهيرب ده with previous history of use، يعني بيستخدم فترات طويله وتمام ومفيش مشكله فيه وموجود في السوق بتاعنا عادي جدا، يعني المفروض ان هو تبع المجموعه الاولى، هو فعلا كده، ولكن الفرق بس الوحيد ان انا عايز اغير الروت اوف ادمنستريشن بتاعه، يعني انا مثلا بديه هو موجود في السوق دلوقتي كاورال دايتري سبلمنت شغال، بس انا عايز احضر منه حاجه انجكشن واجربه مثلا في الكانسر، يبقى انا كده بقى عندي ديفرنت دوزج فور او ديفرنت روت اوف ادمنستريشن، اول ما يبقى عندي دي يبقى انا بقى عندي نيو هيربال برودكت، ونيو هيربال برودكت ده محتاج يخش على السايكل دي ويشتغل فيها لغايه لما يوصل للكلينيكال ترايلز. فهمنا يا شباب؟ يبقى ده السيناريو الثاني اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو النيو هيربال برودكت، ده الكلينيكال ستادز في السيناريو ده او في كلاس بي دي لازم يكون مانداتوري، وهتبتدي تخش بقى المجموعات دي كلها جوه السايكل دي وهي اول حاجات هتتجرب، بحيث ان اي بقى حاجه هتطلع منهم هتبقى بروميسنج جدا وهتبدا تشتغل على طول كايه؟ كدرج. يا رب تكون الصوره كده وضحت. يبقى احنا التقسيمه دي عملناها عشان ما نبتديش كله مره واحده، انا قلت لكم بدايه ان انا ابتدي على كل الهيربز اللي عندي مره واحده في الاسسمنت بتاعها على الثمانيه ستيبس دول صعب جدا، وبالتالي الافضل ان انا ابتدي مجموعه الاول صغيره اللي هي المجموعه دي، وبعدين اروح على المجموعه الكبيره مع الوقت، بحيث ان مع الوقت نبتدي يبقى كله دخل تحت رايت ايه؟ الايفيدنس بيزد ميديسن. فهمنا ازاي يا شباب؟ ما يبقاش عندي بقى حاجات شغاله بقى ايه بمزاجها تراديشنال وحاجات تانية، ما يبقاش عندي ده مهم قوي. وجود على فكره ديفرنت سيستمز ده يعمل على طول كوربشن، يعمل لك فساد على طول، وده اللي بتشوفه انت في الدايتري سبلمنتس، ان هي مش ماشيه بنفس السيكونس بتاع الدراجز العاديه في الاف دي اي، وبالتالي بتشوف فيها كوربشن اعلى، تمام، لان بتشوف فيها غش اعلى، وعشان كده الكواليتي كنترول فيه والكواليتي كنترول فيها اصعب، وبالتالي بتبقى محتاج ان انت برضو تكشف الادلتريشن والغش والكلام ده كله، وتشوف لو كواليتي برودكتس كتير زي ما شرحنا قبل كده، تمام. عشان كده مهم قوي ان احنا نوحد السيستم او على الاقل نوجد سيستم مماثل، وده اللي احنا عملناه الـ 8 ستيبس دول، حققوا لي سيستم مماثل للي بيحصل في الدراجز الثانيه العاديه اللي هم الـ 8 ستيب ابروتش بتاعنا، بقى شبه قوي الفانل شيبد ابروتش بتاع الدراج ديسكفري ايه بروسس العاديه، تمام. يبقى كده يا رب انا ما كنتش طولت عليكم في الجزء ده وفهمتوه، فهمتوا احنا عايزين نعمل ايه. هنبتدي بقى نشتغل في النص ساعه اللي فاضله دي ازاي بقى نعمل كلينيكال ترايل، ده 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 جزء مهم جدا وسهل جدا ولذيذ جدا، هتلاقيكم فاهمينه يعني، تمام. طيب هنعمل ايه؟ لازم هنعدي طبعا المجموعه دي، هتعدي بالايت ستابس، يعني هتشتغل ان فيترو وان فيفو زي ما قلت لكم ايه، وكلينيكال ستادز، انت محتاج هنا بروف مهم جدا هاز تو بي استابليشد على السيفتي وعلى الافيكاسي. احنا مش هنتكلم بقى عن ان فيفو والان فيترو خلاص، احنا تعالوا نتكلم الاول على او على طول على الكلينيكال ترايلز بتاعتنا هتتعمل ازاي.
تعالوا بقى نبتدي نتكلم مع بعض على الكلينيكال ترايلز وايه الحاجات المهمه اللي انا عايزكم تعرفوها في المحاضره دي عن الكلينيكال ترايلز. مبدئيا خلينا نتفق على بعض النقط في السلايد دي كبيزك برينسيبلز كده للكلينيكال ترايلز. اول حاجه ان الكلينيكال ترايلز دي هي تجارب بتتعمل على الهيومنز، يبقى هي اكسبيرمنتس بتتعمل على الهيومنز. الهيومنز دول بالمناسبه ممكن يكونوا نورمال بيبل يعني ما عندهمش اي امراض، وممكن يكونوا بيشنتس، وهنفهم امتى بنستخدم دول وامتى بنستخدم دول. خلاص، وخلينا نتفق على معلومه ثانيه او على برينسيبل ثانيه ان الكلينيكال ترايلز دي انواع، ممكن تعمل كلينيكال ترايل باكتر من طريقه، ولكن اهم واحسن طريقه فيهم هي اللي انا هكلمكم عليها النهارده اللي هي اسمها الراندومايزد كنترولد ترايلز او الار سي تيز. دي بنسميها الجولد ستاندردز، جولد ستاندرد اوف كلينيكال ترايلز. الجولد ستاندرد يعني دي احسن حاجه انا ممكن اعملها في التجارب السريريه او في التجارب بتاعه كلينيكال ترايلز، وده ببساطه لانها بتدينا كومبليت ايفيدنس اوف efficacy او بنقول عليه highest level of evidence of efficacy، يعني احسن دليل على الافيكاسي ممكن تاخده من النوع ده من الكلينيكال ترايلز اللي هو الار سي تي. خلاص، والنتائج، وخلينا نتفق برضو على برينسيبل ثالثه ان الكلينيكال ترايلز النتائج بتاعتها ممكن تكون ايجابيه، يعني تقول لك ان البرودكت بتاعك ده افكتيف فعلا وبيعالج الحاجه الفلانيه، او بتكون نتائج سلبيه ان البرودكت ده مش افكتيف وبالتالي ما اقدرش استخدمه، او بتكون نتائج misleading يعني ممكن تكون نتائج خاطئه، يعني تقول لك ان البرودكت ده افكتيف وهو لا او العكس. واضحه؟ طب ايه اللي هيخلي نتائج مسليدنج؟ اللي هيخلي نتائج مسليدنج ان انت الديزاين بتاع الكلينيكال ترايل ما تمش بشكل مظبوط. انت عشان تعمل كلينيكال ترايل لازم تعمل لها ديزاين معين زي ما هنتكلم دلوقتي، وبالتالي لازم الديزاين ده يتم بشكل مظبوط. عشان كده انا هنا سائل سؤال مهم قوي، هاو تو انشور ذا سكسس اوف ار سي تي، ان انت تتاكد ازاي ان الار سي تي اللي انت عاملها، الكلينيكال ترايل اللي انت عاملها فعلا ايجابيه ومدياك نتائج مظبوطه مش مسليدنج. عشان تتاكد من الكلام ده محتاج تراجع الفايف اليمنتس بتوع الكلينيكال ترايل. الار سي تي او اي كلينيكال ترايل عموما، بس خلينا نتكلم على الار سي تي ان سبيسيفيك، يعني بيكون ليها فايف اليمنتس: البيشنت سيلكشن والسامبل سايز والكنترول جروبس وراندومايزيشن وبلايند اسسمنت. احنا هنتكلم في السلايد اللي جايه على كل اليمنت من دول بالايه بالتفصيل، ونفهم ازاي نشتغل عليه بشكل مظبوط عشان نحقق نتائج في الاخر ما تكونش ايه مسليدنج بالنسبه لنا في الار سي تي. خلينا نتفق برضو على النقطه الرابعه ان الار سي تي دي من الحاجات اللي بتكون ليميتنج ستيب لاي هيرب او دايتري سبلمنت عشان يبقى ميديسن. الفرق بين الدايتري سبلمنت والميديسن اللي هو الدراج العادي ان الدايتري سبلمنت مش معمول له فول ايفالويشن ريجاردنج اتس سيفتي اند افيكاسي، واكيد دكتور ريهام كلمتكم على النقطه دي، وبالتالي انا محتاج ان انا اعمل الفول ايفالويشن ده او اوصل للكومبليت ايفيدنس اوف سيفتي اند افيكاسي، وده هيتم من خلال الايه الكلينيكال ترايلز او من خلال الار سي تي. واضحه؟ طيب خلينا برضو نقول قبل ما نكمل الاليمنتس بتاعه الار سي تي ان احنا عندنا الكلينيكال تيم اللي بيعمل الار سي تي ده او بيعمل الكلينيكال ترايل بيكون متكون تقريبا من 3 انواع من الناس، او خلينا نقول 4 انواع. النوع الاولاني هو الناس اللي هيتجرب عليها الحاجه، تمام؟ دول اللي هم البيشنتس او الناس النورمال بيبل اللي هنجرب عليهم الايه الهرب بتاعنا. والتلات انواع التانيين هم ناس اللي هيعملوا بقى التجربه او هيعملوا كلينيكال ترايل، ودول بيتقسموا لتلات اشخاص او تلاتة تايبس من البيبل. النوع الاولاني بنسميه اسيسورز، والاسيسورز دول غالبا بيكونوا اولد فيزيشنز، ناس كبيره في السن وناس عندها خبره كبيره في موضوع الكلينيكال ترايلز ده من الدكاتره، ودول اللي بيمسكوا الكلينيكال ترايل، هم دول اللي بيديروا الكلينيكال ترايل، بنسميهم ايه؟ بنسميهم اسيسورز. اسيسور هتيجي الكلمه في السلايدز اللي بعد كده، وده بيقيم، ده اللي بيقيم الكلينيكال ترايل، تمام؟ وبيكون عنده المفاتيح بتاعتها كلها، يعني لو في حاجات مش ممكن يكون الناس اللي تحتيه مش عارفينها، هو عارف كل الايه الحاجات اللي بتتجرب وبنعمل ايه بالظبط، فده الاسيسور. بعد كده بيكون عندنا مجموعه ثانيه اللي بنسميها الانفستيجيتورز، والانفستيجيتورز دول مجموعتين، مجموعه بنسميها فيزيشنز ومجموعه ثانيه اللي هم الكلينيكال فارماسيست اللي زيكم كده. خلاص، يبقى عشان كده بقول لكم احنا عندنا 3 تايبس من البيبل، هم دول اللي بيعملوا الايه او من البروفيشنالز هم دول اللي بيعملوا التجربه: اسيسورز وانفستيجيتورز، ودول نوعين، نوع اللي هم الفيزيشنز والنوع الثاني اللي هو الايه الكلينيكال ايه فارماسيست. طيب اخر حاجه عايز اتكلم عليها في البيزك برينسيبلز بتاعه الكلينيكال ترايلز هي انواع الفيزز بتاعتها. كتير بتسمعوا في الكوفيد 19 يقول لك مثلا ان البرودكت ده في فيز 2 او فيز 1، يبقى معنى الكلام ده ان انا الكلينيكال ترايل عندي سواء كانت ار سي تي او حتى مش ار سي تي اي نوع تاني بتكون عباره عن فيزز من اول فيز 1 لفيز 4، وساعات بتكون كمان في فيز 0 بس مش هتكلم عليها دلوقتي. فمن فيز 1 لفيز ايه لفيز 4، تعالوا نشوف كل فيز منهم ايه اللي بيحصل فيها. كل الفيزز دي انت ممكن تعملها باستخدام الابروتش اللي هو اسمه راندومايزد كنترولد ترايل اللي هنتكلم عليه في السلايدز الايه اللي جايه، ولكن عشان الدواء بتاعك ينزل السوق ويبقى فعلا فولي ريجسترد از ميديسن لازم يعدي بنجاح
بالفور فيزز دول، او على الاقل بالثري فيزز منهم اللي هم الثلاثه فيزز الاولانيين، عشان يقدر ينزل الايه السوق، لان الفيز 4 بتتعمل بعد ما البرودكت بينزل اصلا، فبالتالي على الاقل يكون عدى بالثلاثه فيزز الايه الاولانيين. تعالوا نشوف الفيزز دي بنتكلم فيها على ايه. اول فيز بنقول عليها سيفتي اسسمنت. السيفتي اسسمنت دي بيخش فيها لازم عدد معين من البيبل من 20 ل 80، يبقى دول ده العدد اللي بيدخل في الفيز دي، والعدد ده بيكون نورمال بيبل، يعني ما بيكونش بيشنتس، ما بيكونش مرضى، ده بيكون نورمال. طب انا بستخدم ناس نورمال ليه؟ عشان اسس السيفتي بس، يبقى انا بشوف بس السيفتي بتاعت الهرب بتاعي مثلا، لو بتكلم على هرب اسس السيفتي بتاعت الهرب ده على الايه على الناس دي، تمام. وبدي في الحاله دي بدي حاجه اسمها افكتيف دوز من الايه من الهرب ده. افكتيف دوز يعني ايه؟ يعني الدوز اللي انا عارف انها المفروض انها بتعالج الكحه مثلا بالنسبه لهم، وانا عايز اسس ان الهرب ده بيعالج الكحه، خلاص بقوم مدي نفس الدوز دي بس النورمال بيبول ما عندهمش كحه، لان انا مش بيهمني هنا الافيكاسي، انا بيهمني اشوف تاثير الدوز دي عليهم من ناحيه السيفتي، هل سايد افكتس ظهرت، هل توكسيستي ظهرت، وهكذا. الفيز 2 بقى دي اللي هي بنعمل فيها efficacy assessment، وخلي بالكم من الارقام هنا، الارقام بدأت تزيد شوية، بنتكلم من 100 ل 300، ولازم يكونوا patients عندهم المرض اللي انا بتكلم عليه with specific diagnosis. انا بتكلم على كحة، يبقى لازم patients يكون عندها نوعية الكحة اللي انا بدور عليه. ودي برضو نفس الافكتيف دوز بتاعت الهرب اللي استخدمتها في فيز 1، يبقى هو لو عدى من فيز 1 وكان سيف هيروح لفيز 2، هعمل اسسمنت للافيكاسي بس على عدد قليل، 100 ل 300 بيشنت، ده عدد قليل. بعد كده ابتدي في فيز 3 اخش على اللارج سكيل كلينيكال ترايل، اجرب الافيكاسي والسيفتي بس عند عدد اكبر من الناس، بنتكلم من 1000 ل 300 ايه بيشنت. لو النتائج كانت بروميسنج جدا اقدر ان انا انزل البرودكت ده السوق بعد ما اعمل له ريجستريشن از ا دراج، بس بعد ما انزله السوق براجعه او بعمل له مراجعه من خلال فيز 4. فيز 4 دي بعد ما بينزل البرودكت السوق بنعمل حاجه اسمها اوبزرفيشنال ستادي، يعني دراسه كده ايه ملاحظه، بلاحظ الناس اللي اخذت الادويه او الفاكسين او وات ايفر، وابتدي اشوف تاثير الحكايه دي عليهم اخبارها ايه في حته اللونج تيرم ايه سيفتي، يبقى ده اسمه بوست ماركتنج سيرفيلانس. بوست ماركتنج سيرفيلانس او بيخش تحت بند حاجه اسمها الفارماكو فيجيلانس، ان انا باسس السيفتي بتاعه البرودكت بعد ما بينزل السوق نتيجه ان البيشنتس بدات ايه تستخدمه، وده بيتم بقى من خلال متابعه في الصيدليات وفي الاماكن السنترز اللي بتدي الدواء ده وهكذا، تمام. بس كده يبقى دي اسمها لونج تيرم سيفتي. ومن هنا بنقول ايه، ان الار سي تي بتدينا كومبليت ايفيدنس اوف افيكاسي، يعني بتقول لك فعلا ان البرودكت ده هيكون افكتيف ولا لا، وبتديك partial evidence يعني دليل ايه، يعني مش كامل على السيفتي. ليه؟ لان انت بتاسس اللونج تيرم سيفتي سوري شورت تيرم سيفتي خلال الار سي تي. الار سي تي بتقعد 6 شهور مثلا ولا حاجه، فانت خلال الفتره دي انت اسست الايه الشورت تيرم سيفتي، انما اللونج تيرم سيفتي بتاسس بتعملها اسسمنت بعد ما البرودكت بينزل السوق من خلال الايه الاوبزرفيشنال ستادي اللي موجوده في فيز 4 اللي هنتكلم عليها في اخر المحاضره النهارده. دي بعض البيزك برينسيبلز المهمه جدا انا جمعتها لكم في السلايد دي، المهم جدا ان انت تبقى عارفها عن الكلينيكال ايه ترايل. تعالوا بقى نكمل مع بعض الاليمنتس بتاعه الار سي تي. اول حاجه بنتكلم عليها في الار سي تي هي البيشنت سيلكشن، تمام، اختيار الناس او اختيار الناس اللي هتشتغل معاك او هتجرب عليها الايه الحكايه دي. مين اللي في الكلينيكال تيم مهم ان هو يعمل البيشنت سيلكشن؟ بصوا يا جماعه، احنا اتفقنا ان احنا عندنا اسيسور وعندنا investigators اللي هم الكلينيكال فارماسيست والفيزيشنز، صح كده؟ هم دول الكلينيكال تيم. طيب الاسيسر بيقعد مع التيم المفروض كله وبيحطوا حاجه اسمها روبريك، اكيد عارفين كلمه روبريك، ار يو بي ار اي سي، تمام. روبريك ده زي كويشنير كده، زي الكويشنيرات اللي انتوا بتعملوها، كويشنيرز انا شايفكم ما شاء الله بتعملوا كذا كويشنير في الكوميونتي فارماسي وغيره، كتير منكم بعتلي لي مبسوط بيكم جدا في الحكايه دي. فالروبريك ده، الروبريك ده بتعمل انت مجموعه من الاسئله، والاسئله دي الناس بتجاوب عليها. طب مين اللي هيجاوب عليها؟ الناس اللي انت عايز تعمل لها ريكروتمنت. يعني ايه ريكروتمنت؟ يعني عايز تستدعيها انها تخش معاك وتجرب عليها الكلينيكال ترايل. واتفقنا ان انت هيكون عندك ايه، هيكون عندك تارجت بوبوليشن. لو انت في فيز 1 هيبقى ناس عاديه جدا نورمال ما عندهمش امراض، لو انت في فيز 2 فيز 3 يبقى انت بتتكلم على بيشنتس عندهم المرض اللي انت عايزه اللي هو التارجت بوبوليشن اللي بقول لكم عليه، زي ما ضربنا كده مثال بالكوفيد 19 مثلا، تمام. طيب يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه مهمه جدا، ان الناس دي بعد ما هتستدعيها انت كده عملت ايه، عملت ريكروتمنت، صح؟ يعني بتستدعي الناس تشوف احنا يا جماعه فاتحين كلينيكال ترايل عايزين نجرب الدواء الفلاني في الديزيز الفلاني، بيبتدي ناس تجي لك، تمام، عشان تجرب. طبعا بالمناسبه الناس دي بتاخد فلوس، مش بتجرب كده يعني، الناس دي بتاخد فلوس، تمام، انها بتجرب عليها الدواء انت بتديها طبعا الانستتيوشن اللي بتعمل الكلام ده بتديها فلوس،
طيب كويس. جات الناس، طبعا الناس دي جايه ممكن تكون جزء كبير منها جايه عشان الفلوس، ممكن ما يكونش متحقق فيه الكرايتيريا اللي انت عايزها، وبالتالي انت لازم انت اللي تقرر البيشنت ده او الراجل اللي جاي لك ده هينفع تعمل عليه الترايل دي، وهتبقى هيبقى مناسب ولا لا. فلازم يكون في الروبريك ده او الكوشنير ده. الكوشنير ده بياخده الراجل الكلينيكال فارماسيست ومعاه الفيزيشن حسب بقى ما بيقرروا، غالبا بيكون الكلينيكال فارماسيست، وبيبتدي يسال البيشنت او الناس اللي جايه دي اسئله بالظبط اللي موجوده في الروبريك ده او في الكوشنير ده، صح غلط، نعم لا نعم لا، زي اللي انتوا بتعملوه، تمام كده. اجابات حسب اجاباته، من خلال الاجابات دي بيقعد الكلينيكال تيم ويقولوا اه فلان ده ينفع فلان ده ما ينفعش. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها دايجنوستيك كرايتيريا، تمام، دايجنوستيك كرايتيريا. في بعض الاحيان بتبقى محتاج ان انت مثلا في ديزيز معين ان يبقى في دايجنوزز، يعني يبقى في بيشنت، في فيزيشن، طبيب بيكشف كمان، يبقى في دايجنوزز. ففي الحاله دي هيبقى الفيزيشن له دور كبير جدا، ان هو اللي هيكشف ويقول والله طريقه الكشف كانت كذا وعملنا كذا وفعلا الراجل ده ينفع انه يكمل معانا في الكلينيكال ترايل. على فكره الخطوه دي من اهم الخطوات، لان انت كده بتختار الناس اللي هتريبريزنت بعد كده الهول بوبيليشن اللي انت هتشتغل عليه. فبالتالي لو انت اخترت دول صح، هي دي السامبل بتاعتك، لو كانت مظبوطه يبقى هتمثل الايه الهول بوبيليشن اللي هتديهم الدراج بعد كده في السوق، تمام. فمهم قوي ان الدايجنوستيك كرايتيريا اللي انت مستخدمها واللي انت حاططها ككلينيكال تيم عموما من خلال الاساسور والناس اللي معاه تكون ريلايبل اند كونسيستنت. يعني ايه كونسيستنت؟ يعني ما فيش خيار وفقوس زي ما بيقولوا، مش ده فلان ده طبقت عليه الحكايه وقلت تمام، والتاني ده ما نفعش، يعني ما انطبقتش عليه الكرايتيريا ورحت واخده، لا ما ينفعش اخده، تمام. وهنا مهم قوي فكره ان الانكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا شود نوت بي بايسد، يعني ما يكونش فيها بايس، ما يكونش فلان ده اه ده يا عم تعالى جرب الدواء عشان تاخد الفلوس مثلا القرشين ده انت معرفه، تمام، لا. يبقى هنا ما ينفعش يكون في اي بايز في الكلينيكال ترايل، دي نقطه مهمه قوي، خلاص. في الانكلوجن والاكسكلوجن اللي هي عمليه الاستبعاد او عمليه ان انا اخلي البيشنت ده يجي معايا جوه الكلينيكال ترايل واجرب عليه، تمام، خلاص. يبقى كده فهمنا اول مرحله اللي هي مرحله البيشنت سيلكشن، وعرفنا هي الفكره بتاعتها ايه. هي زي روبريك عادي كده، وممكن يكون فيها دايجنوز من الفيزيشن بنحتاجه، ممكن يعمل بعض التحاليل برضو وارد، بحيث ان في الاخر نطمن ان المجموعه دي فعلا تنفع انها تمثل او تبقى هي التارجت بوبيليشن بتاعي اللي انا عايز اشتغل عليه، او تمثل التارجت بوبيليشن ده اقدر اخدهم واجرب عليهم الدواء بتاعي او الهرب بتاعي. المجموعه الثانيه اللي هي السامبل سايز، او الحاجه الثانيه اللي هي السامبل سايز. طب اختار بقى من الناس دي قد ايه؟ هو ده السامبل سايز، عدد الناس اللي انا هجرب عليها، تمام. طيب خلينا ناخد قاعده مهمه جدا، ان عدد الناس او السامبل سايز هيتحدد بانت موجود في انهي فيز من الكلينيكال ترايل. يعني لو انت مثلا دلوقتي في فيز 1 بتبقى محتاج تقريبا من 20 ل 80 بيشنت عشان تبتدي الكلينيكال ترايل عموما، تمام، دي فيز 1. فيز 2 بتبقى محتاج تقريبا من 100 ل 300 بيشنت. خلاص احنا عرفنا بقى كل فيز بتعمل ايه، نرجع لها في السلايد اللي فاتت او في الجزء اللي فات من الفيديو. الفيز 3 انت محتاج من 1000 دي 3 من 1000 ل 3000 بيشنت. شوفوا قد ايه بقى. فاكرين لما كنت قلت لكم ان فيز 3 دي هي اللي بنعمل فيها الكونفرميشن، فلازم يكون عدد البيشنتس اللي انت مستخدمهم يكون كبير. فهنا بنتكلم من 1000 ل 3000، خلاص. يبقى هنا من 20 ل 80، هنا من 100 ل 300، هنا من 1000 ل 3000. يبقى دي كده السامبل سايز حسب انت موجود في انهي فيز، تمام. طيب النقطه الثانيه مهم جدا، ان انت زي ما هنشوف كمان شويه ان الكلينيكال ترايلز دي هيكون فيها جروبس بنقول عليها الارمز بتاعه الكلينيكال ترايل، الدراعات، الارمز دي هي جروبس، تمام، بتاعه الكلينيكال ترايل. مهم قوي ان عدد البيشنتس في الارمز دي او في الجروبس دي يكون متساوي. ما ينفعش يكون عندي ارم او جروب مثلا فيها 10 بيشنتس والارم الثانيه فيها 5، لا ما ينفعش. لازم كل عدد البيشنتس يكون متوزع بالتساوي على عدد الجروبس اللي انت مقررها، وكلمه جروبس دي هنتكلم عليها كمان دقيقه، تمام كده، مفهوم. يبقى مهم قوي ان السامبل سايز يكون بالاعداد دي حسب الفيزز، تمام، تلتزم بالاعداد دي. ومهم جدا ان يكون ايكوال في الجروبس، وكلمه ايكوال دي مهمه قوي، يكون ايه بالظبط كده. ليه ايكوال؟ عشان تقدر يبقى عندك حاجه، انتوا طبعا اكيد ما اعرفش اخدتوا ستاتستكس ولا لسه، ولكن اهم شروط البايو ستاتستكس ان انت يكون عندك ايكوال ايكوال سامبل سايز، يعني يكون عندك سامبل سايز في الجروبس كلها متساوي عشان تقدر تحكم بشكل كويس وتشوف هل فعلا في ديفرنسز ما بين الاستادي جروبس ولا ما فيش، اللي هي بنقول عليها ستاتستيكال سيجنيفيكانس، يعني تمام كده. طيب كويس، يبقى كده خلصنا الجزء الاولاني اللي هو فكره البيشنت سيلكشن، وعرفنا السامبل سايز بتاعنا المفروض يكون كام.
طيب نيجي للنقطه الثانيه بقى من الار سي تي، وهي فكره الكنترولد ترايل. كلمه كنترولد يعني ايه؟ كلمه كنترولد يبقى معناها ان انا هيكون عندي كنترول جروبس. كنترول جروبس يعني انا مش بس عندي مجموعه، المجموعه اللي انا هجرب عليها التريتمنت وخلاص، وده اللي بيحصل في كتير من الكلينيكال ترايلز للاسف دلوقتي حتى اللي بتتعمل الكوفيد 19، ان احنا بنجيب مجموعه واحده مجموعه ونجرب عليها الدراج بتاعنا اللي احنا عايزين نجربه وانتهينا على كده. لا ده مش صح. الصح ان انت تعمل اكتر من جروب. مجموعه الاساسيه اللي انت فعلا هتجرب عليها دي بنسميها تريتمنت جروب، خلاص. يبقى مجموعه التريتمنت جروب دي اللي هي اللي بنوع عليها 3 تي دي تريتمنت جروب، دي بتكون مجموعه الايه، المجموعه الاساسيه اللي بنجرب عليها الدواء بتاعنا او الهرب بتاعنا. ولكن لازم يكون معاها مجموعات بنقول عليها كنترول جروبس. الكنترول جروبس عندنا انواع، ودايما بدخل الكنترول جروبس في الار سي تي بهدف المقارنه فور كومباريزن. وكل مجموعه بتخش بيكون ليها هدف، مقارنه بس الهدف معين، بنقارن بس لينا هدف معين من المقارنه دي، والاهداف دي هنتكلم عليها يمكن في السلايد اللي جايه. النقطه الثانيه ان تعالوا نشوف الاول انواع الكنترول جروبس. انواع الكنترول جروبس عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها البوزيتيف كنترول وعندنا حاجه اسمها النيجاتيف كنترول، تمام كده. النيجاتيف كنترول ممكن يكون انواع، ممكن مثلا اجيب مجموعه عشان كده سميناها نيجاتيف، مجموعه ما اداش اي حاجه فبنوع عليها نون تريتمنت، نون تريتمنت جروب، يعني مجموعه بتيجي تقعد معانا كده وما بتعملش اي حاجه، مجرد انها موجوده بس وبنراقبها بس، دي نون تريتمنت او نيجاتيف كنترول، وده اقل انواع النيجاتيف كنترول. النيجاتيف كنترول الاحسن منه ان انت تجيب مجموعه وتديها حاجه اسمها بلاسيبو، دي بنسميها البلاسيبو تريتمنت، برضو دي تعتبر نيجاتيف كنترول. طبعا كلنا عارفين يعني ايه كلمه بلاسيبو. كلمه بلاسيبو يعني شكل مستحضر، ولكن المستحضر ده ما فيهوش اكتيف انجريدينت. وبالتالي ده بياخدنا النقطة مهمة جدا، ان انت عشان تعمل controlled clinical trial لأي هرب ما ينفعش تدي الهرب في الشكل العادي بتاعه، ان انت تديه في صورة تي باج او تديه في صورة مثلا ليف او فروت وتغليها مثلا او الكلام ده، ما ينفعش. لازم تكون محضر منه pharmaceutical preparation، محضر منه شكل تابلت، فاهمين قصدي؟ وفي نفس وده هيساعدك ان انت تقدر تعمل نفس شكل التابلت للبلاسيبو، بس الشكل التابلت التاني ده هيكون مفهوش الهرب بتاعك، فهيكون فاضي او مفهوش اكتيف انجريدينت، ده معنى كلمه بلاسيبو، خلاص. يبقى ده مهم جدا النقطه دي، ان لازم تكون الهربلز اللي انت هتستخدمها او هتدخلها في الكلينيكال ترايل تكون موجوده في صوره فورميليشن، تكون موجوده في صوره فارماسيوتيكال فورمولا، تابلت، كبسول، وات ايفر بقى الايه الحاجه اللي انت هتدخلها عامله ازاي. يبقى ده اسمه بلاسيبو تريتمنت او نيجاتيف كنترول. يبقى الناس دي غالبا او النوعيه دي من البيشنتس غالبا هتاخد التابلت او الكبسول وهي فاكره ان ده علاج، ولكن الحقيقه هو مجرد شكل لنفس التابلت بتاعه الدواء وما فيهاش الهرب ايه بتاعنا، وده له هدف احنا هنتكلم برضو عليه في السلايد الايه اللي جايه. يبقى دي اسمها كنترول برضو، بس اسمها نيجاتيف كنترول ايه جروب. يبقى النيجاتيف كنترول نوعين، نوع ان انا ممكن اجيب مجموعه وما اداش اي حاجه خالص، وده يعني اقل شويه وله مشاكل كتير. النوع التاني الافضل منه ان انا اجيب اعمل مجموعه نيجاتيف كنترول اديها بلاسيبو، وفهمنا يعني ايه كلمه ايه بلاسيبو. وممكن في نفس الكلينيكال ترايل اعمل مجموعتين نيجاتيف كنترول، مجموعه ما اداش حاجه خالص ومجموعه اديها البلاسيبو بتاعنا. كل ما الكنترول جروبس اللي عندك تكتر جوه الاستادي كل ما يبقى افضل، لان انت بتقدر من كل مجموعه تاخد انفورميشن معينه وانت بتعمل الكومباريزن بتاعتك مع الثيرابيوتيك او مع التريتمنت ايه جروب. وطبعا اهداف النيجاتيف كنترول جروبس هنفهمها في السلايد الايه اللي جاي. المجموعه الثانيه اللي هي البوزيتيف كنترول، البوزيتيف كنترول دي بنقول عليها ويل استابليشد تريتمنت، يعني المجموعه دي هنديها ويل استابليشد تريتمنت او ستاندرد تريتمنت. يعني مثلا لو انا بعالج مثلا الانفلاميشن، هدي المجموعه دي ممكن اديها ستاندرد سينثيتك دراج موجود في السوق عادي جدا بيعالج الانفلاميشن زي النون سترويدال مثلا، انتي انفلاماتوري دراجز، هديها الدواء ده وافضل ممشيها عليه طول الكلينيكال ترايل. هتقولي طب ايه الهدف هنا؟ الهدف هنعرفه السلايد اللي جاي، ان انا برضو قارن، بس بقارن بمين؟ بقارن الهرب بتاعي اللي انا بعمل له تيستنج بستاندرد تريتمنت، هنتكلم عليها بالتفصيل في السلايد الايه اللي جايه. يبقى دايما البوزيتيف كنترول بياخد ويل استابليشد تريتمنت، يعني تريتمنت اوريدي موجود في السوق ومعروف الافيكاسي بتاعته، حتى لو كان الويل استابليشد تريتمنت ده سينثيتك دراج مش مشكله، المهم ان هو له افيكاسي مثبته وموجود كدواء في السوق بتاعنا. خلاص كده واضح؟ ده اسمه بوزيتيف كنترول ايه؟ بوزيتيف كنترول جروب. طب في حاله ان انا مثلا بعمل كلينيكال ترايل على ديزيز مالوش تريتمنت زي الكوفيد 19، لغايه دلوقتي احنا مش لاقيين له تريتمنت واضح وثابت غير الفاكسينيشن، فبالتالي في الحاله دي هيبقى صعب ان انت تعمل بوزيتيف كنترول جروب في الكلينيكال ترايل بتاعتك. يبقى معنى الكلام ده ان الكنترول جروبس دي مفيش فيها حاجه اوبليجاتوري، انت كده كده بتبقى العمليه كلها اوبشنال حسب الافيلابيليتي وحسب الكيس اللي انت بتتعامل معاها بالنسبه للديزيز بتاعك.
ولكن الاكيد ان انت دايما يكون عندك نيجاتيف كنترول جروب، لان دي حاجه سهله ان انت تعملها، ان انت تحضر فورمولا وما تحطش فيها الاكتيف انجريدينت، دي سهله ان انت تعملها. انما البوزيتيف كنترول ممكن وممكن، حسب بقى ايه التريتمنت وحسب التريتمنت اوبشنز المتاحه وحسب الديزيز اللي احنا بنجرب عليه وهكذا. تمام، يا رب كده تكون الدنيا ايه وضحت. تمام، طبعا زي ما قلت لكم عشان كده السلكشن اوف ذا ديفرنت كنترول جروبس ده بيعتمد على الاوبجكتيفز بتاعت الايه الاستادي، دي نقطه مهمه جدا يا شباب. طبعا الكنترول جروبس بتديك sufficient evidence من خلاله تقدر تجيب علاقه ما بين استخدام الهربال برودكت معين وما بين دوره في علاج او منع ديزيز معين، يبقى بيديك evidence كويس قوي على حته الايه الافيكاسي، لان انت بتقارن بمجموعات تانية فبتقدر تحكم من خلالها على الافيكاسي بتاعت البرودكت ايه بتاعك. دي بنقول عليها بلاسيبو كنترول ترايلز، يعني انا هيكون عندي مجموعتين على الاقل، مجموعتين، مجموعه بتاخد التريتمنت اللي انا بجربه اللي فيه الهرب، ومجموعه تانية بتاخد نفس الدوسج فورم بالظبط اللي محضرها ولكن without الهرب ده، بنفس الشكل بنفس التيست، لازم اكون يعني مخليها ذا سيم بالظبط. ليه؟ لان انا وارد جدا ان البيشنتس تتكلم مع بعض فيقولوا انا اخدت مثلا برشامه شكلها عامل كده، فالتاني يقول له اه دي نفس البرشامه اللي انا واخدها، فيفهموا ان هم واخدين نفس الايه نفس التريتمنت، لكن الحقيقه واحد واخد تريتمنت والتاني واخد ايه بلاسيبو، هم مش عارفين عنه، وهنتكلم في حته هم مش عارفين دي ازاي. تمام، طيب البلاسيبو مهمته ايه، ايه فايدته، ايه فايده ان انا ادي بيشنت دواء شكل الدواء ولكن هو ما فيهوش الدواء بتاعي؟ احنا لقينا من الاناليسز يعني الادويه كتير جدا، لقينا ان في جزء كبير جدا من استجابه البيشنت للعلاج بتكون نفسيه، بتكون نتيجه ان هو حاسس انه بياخد دواء فبالتالي بيتحسن نفسيا، نفسيته بيتحسن. تمام، وده بنقول عليه بلاسيبو افكت. بلاسيبو افكت يعني انت ممكن تدي اي بيشنت تابلت وتقول له اه يا عم خد دي هتسكن لك الالم مثلا، وتيجي تاني يوم تقول له ايه الاخبار، يقول لك ده تمام، ده التابلت دي ممتازه، وانت عارف ان انت مدي له حاجه هوا ما فيهاش حاجه. عارفين فيلم يعني فيلم الكيف كده لما كان بيديهم الحنه، هو نفس الفكره دي. البلاسيبو افكت ده اللي هو البلاسيبو افكت ده اللي هو انت ايه، انت نفسيا استجبت للعلاج ولكن هو فعلا ما كانش فيه دواء. طيب لما بندي احنا بقى البلاسيبو هنا احنا بنعمل ايه؟ احنا كده بنشوف هل فعلا الناس اللي واخده التريتمنت اللي هو فيه الهرب هل فعلا فيهم تحسن مقارنه بالناس اللي واخده البلاسيبو، يعني اللي واخده كل حاجه وواخده بس من غير الهرب. يعني هل العامل النفسي ده بقى موجود هنا وهنا، المفروض موجود في المجموعه دي والمجموعه دي، بس هل بقى المجموعه اللي واخده الهرب هل في تحسن اكتر؟ لو في تحسن اكتر يبقى ده معناه فعلا ان الدواء ده افكتيف، وان الموضوع ملوش علاقه بالعامل النفسي، ملوش علاقه بالايه بالبلاسيبو افكت. تمام كده، البلاسيبو افكت ده بنقول عليه نون سبيسيفيك افكت، لان هو ممكن يحصل في بيشنت وما يحصلش في بيشنت تاني، صح ولا لا؟ حسب كل بيشنت بقى. تمام، مرتبط بعوامل كتير من ضمنها زي ما قلت لكم نفسيته نفسها، سايكولوجيكال اكتر فاكتورز. انما السبيسيفيك افكت اللي انا بدور عليه هو ده الزياده بقى، الافكت الزياده اللي انا بشوفه. نفترض مثلا ان انا عندي مجموعتين، مجموعه تريتمنت ومجموعه بلاسيبو، اديتهم الدواء مثلا للكحه، جيت تاني يوم لقيت البيشنت بتاع البلاسيبو الكحه عنده نزلت مثلا بنسبه 50%، بقى بيكح بس اقل بكتير من اليوم اللي قبله، بس الدواء اللي فيه الهرب بقى ما بقاش بيكح خالص، يبقى ده معناه ايه؟ لان الدواء اللي ما كانش اللي هو فيه الهرب ده، الهرب فعلا افكتيف لانه ورانا افكت اكتر من الافكت اللي شفناه في البلاسيبو، بالرغم ان الناس اللي اخذت البلاسيبو الكحه عندها قلت ب 50%، شوفوا قد ايه، بس ولكن الهرب ستيل افكتيف اكتر. يبقى مهم قوي ان يبقى عندي الفرق ده، او مهم عندي يكون عندي الكومباريزن ده تو ديستينجويش سبيسيفيك فروم نون سبيسيفيك افكتس اوف ذا تريتمنت، دي مهمه جدا جدا جدا. طيب تخيل معايا كده ان انا عندي كلينيكال ترايل ما فيهاش البلاسيبو ده، اديت البيشنت التريتمنت بتاعي بس، تمام، والمجموعه الثانيه ما اديتهاش حاجه، عملتها نيجاتيف كنترول عادي من غير تريتمنت، ما اديتهاش حاجه، قعدتها معايا كده من غير حاجه، تمام، وجيت تاني يوم لقيت فعلا، او بعد الاسسمنت ما عملت الاسسمنت لقيت فعلا الناس اللي اخذت التريتمنت دي اتحسنت، خلاص مفهوم كده، والناس الثانيه زي ما هي ما فيش اي تحسن، خلاص. هل كده انا اقدر اخد كونكلوجن 100%؟ لا طبعا، مش وارد جدا ان التحسن ده يكون نتيجه البلاسيبو، طيب او النون سبيسيفيك افكتس دي، طب هتعرف منين؟ مش هتقدر تعرف، مش هتقدر تحكمها، لان ما عندكش مجموعه واخده ايه؟ واخده نفس الدواء، فما فيش السايكولوجيكال فاكتور والنون سبيسيفيك افكتس اللي انت بتدور عليه. وارد جدا ان الاكسبيرينس مثلا اللي انت حاططها في الدوسج فورم هي اللي تكون عامله الافكت، مش ده وارد؟ صح؟ وبالتالي لو انت مش مديله الاكسبيرينس دي اللي هي في صوره الفورميليشن هي بالظبط،
يبقى انت كده ما قدرتش تحكم الفاكتور ده. يبقى النون سبيسيفيك افكتس دي حاجات كتير، من ضمنها العوامل النفسيه، من ضمنها الافكتس اوف اكسيبيانس والدوسج فورم، حاجات كتير جدا خلاص. وبالتالي مهم جدا عشان تقدر ان انت اكسكلود النون سبيسيفيك افكتس دي ان انت تدي البيشنت بلاسيبو، وتدي مجموعه يبقى واخده بلاسيبو ومجموعه ثانيه واخده ايه، واخده الهيرب بتاعك. فهمنا؟ طب فايده مجموعه البوزيتيف كنترول هتكون ايه بقى؟ مجموعه البوزيتيف كنترول مختلفه تماما. مجموعه البوزيتيف كنترول دي هتاخد ويل استابليشد تريتمنت، ودي عشان تبقى موجوده لازم يكون اصلا عندي علاج للديزيز اللي انا بدور عليه اوريدي موجود في السوق. طب انا بديها ليه المجموعه دي؟ غالبا بيكون الهدف في الحاله دي او الاوبجكتيف من الاستادي دي، عشان كده بقول لكم ان دخول الكنترول جروبس دي هيعتمد على الاوبجكتيفز بتاعه الاستادي بتاعتك، لان غالبا هيكون الاوبجكتيف في الحاله دي ان انت عايز تشوف هل الهرب ده اللي انا بعمل له اسسمنت او السبلمنت ده هل ممكن يكون احسن من ادويه موجود في السوق ولا لا. طب هل ممكن يكون السايد افكتس بتاعته اقل ولا لا؟ يبقى انت بتقارنه بايه؟ بتقارنه بستاندرد ثيرابي موجود عندك في السوق بتاعك. فهمت ازاي؟ فيبقى دي هي فكره المقارنه مع البوزيتيف كنترول او الويل استابليشد اي تريتمنت تو ديترماين وذر ذا هيربال ميديسين از يوزفل ان ذا كونتكست اوف ذا كرنت بيست براكتس، يعني هل هو فعلا مفيد ودخوله للماركت هيبقى فيه اضافه ولا ما فيهوش اضافه. فهمنا ازاي؟ ده كده مهم قوي ان انت تبقى فاهم الكنترول جروبس دي فايدتها ايه. ومن هنا نقدر نقول ان البلاسيبو كنترول ذا ترايلز بتديني ايفيدنس اوف بيتر كواليتي. يعني لو انا عندي تو كلينيكال ترايلز، واحد عامل فيه لنفس الدواء لنفس الهرب، واحد معمول فيه بلاسيبو والتاني مش معمول فيه بلاسيبو، يبقى الكلينيكال ترايل النتائج بتاعه الكلينيكال ترايل اللي معمول فيها بلاسيبو تبقى افضل، ايا كانت النتائج دي بوزيتيف او نيجاتيف، ولكن النتائج في الحاله دي هتكون ريلايبل، يعني اقدر اعتمد عليها واقدر من خلالها اقول فعلا الدواء ده او الدايتري سبلمنت او البوتانيكال بتاعي ده فعلا افكتيف ولا لا. خلاص جميل كده يا شباب. طيب تعالوا بقى ناخد ان احنا عندنا بعض المشاكل اللي بتقابلنا في البلاسيبو كنترولد ترايلز دي. عندنا بعض المشاكل موجوده ازاي؟ بالذات لان انت بتتعامل مع هيربس. يعني تخيل معايا كده مثلا ان انت عايز تعمل، على فكره ده موجود دلوقتي ككلينيكال ترايلز شغال، ان انت عايز تجرب مثلا الجارليك ده اللي هو التوم ككيمو بريفنتيف، وده موجود على فكره اللي انا بتكلم عليه ده موجود، ان احنا بنجرب الجارليك بس بعد ما عملنا له فورميليشن وستاندردايزيشن، يعني عدى بالايت ستابس اللي انا بكلمكم عليهم، بنجربه ككيمو بريفنتيف، يعني بنعمل بيه بريفنشن لموضوع الايه الريكورنس بتاع الكانسر، تمام كده، في البيشنتس اللي هم اوريدي جالهم كانسر وعملوا عمليات مثلا او تعرضوا للكيموثيرابي، وبعد كده عايزين بقى نعمل نديهم نمشيهم على حاجات تشتغل ككيمو بريفنتيف، فده موجود ككلينيكال ترايل على فكره، تمام. طيب كويس، الفكره هنا بقى في ايه؟ الجارليك ده عنده مشاكل التيست بتاعه مثلا، الريحه بتاعته، الحاجات دي كلها. فوانت بتعمل الفورمولا اللي هتديها بعد كده للبيشنت، مهم قوي ان البيشنت اللي بياخد البلاسيبو هيكون ساعتها ما عندوش جارليك، صح ولا لا؟ فلو قعدوا مع بعض قال له الراجل بتاع التريتمنت، قال له ده التيست بتاع التابلت صعب قوي، او في ريحه زي ريحه التوم، او فاهمين قصدي، التاني هيقول له لا ده انا ما كانش عندي الريحه دي، فبالتالي معناها ايه؟ هيعرف على طول ان التاني ده مش واخد بلاسيبو. واهم شرط في البلاسيبو ان البيشنت اللي بياخد الدواء يكون عارف ومتاكد انه بياخد دواء، مش ما يعرفش ابدا او ما يشكش للحظه ان اللي هو بياخده ده هواء ما فيهوش حاجه، ده مجرد اكسيبيانس. وبالتالي يبقى مهم قوي ان الحاجات الهيربلز اللي ليها كاركترستيك سمال او كاركترستيك تيست، الحاجات دي زي مثلا essential oils وvolatile oils والحاجات دي كلها مهم جدا فيها، ان هيبقى فيها صعوبه شويه ان انت تعمل البلاسيبو ده، او لما تعمله تراعي الكلام ده في الفورمولا، ان انت مثلا تحط تيست موديفايرز، تحط حاجات بتعمل ماسكينج للاودر، بحيث ان ايه، ان البلاسيبو تبان شبه مين؟ شبه التريتمنت جروب. طبعا الحكايه دي ليها حل، الحكايه دي ليها حل غير ان احنا نغير في الفورمولا. الحل بتاعها ايه؟ ان احنا ساعات بنقوم مديين البيشنت او المجموعه بتاعه البلاسيبو دي بنديها حاجه اسمها سب افكتيف دوز اوف دي هيرب. يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا قلنا ان احنا كده كده بنجرب التريتمنت بتاعنا او الهيرب بتاعنا عند افكتيف دوزز، يعني عند دوزز اللي هي بتدي الافكت بتاعنا، وبتيجي في البلاسيبو بتشيل الهيرب خالص. لا، انت المره دي مش هتعمل كده، هتيجي في البلاسيبو بدل ما تشيل الهيرب خالص هتستخدم منه دوز صغيره جدا، يعني انت عارف انها ما بتديش افكت في العلاج، بنوعها سب افكتيف دوز، وبتبقى عارف الكلام ده من خلال الترايلز اللي انت عاملها في الانفيترو والانفيفو قبل كده، اللي هم من خلال السبع ستيبس اللي قبل الكلينيكال ترايل، تمام كده مفهوم.
وبالتالي بتستخدم low sub effective dose. كده انت ضمنت ان الهرب ده مش هيدي effect ولكن بيدي الاودر والتيست اللي هم مطلوبين في الحالة دي، اللي هي عشان بس البيشنت ما يحسش انه بياخد هواء، ان هو ما بياخدش دواء. فهمنا ازاي؟ ده دي نقطة مهمة جدا. وفي بعض الأحيان بنعمل اكسكلوجن خالص للبلاسيبو، ما بنديش بقى بلاسيبو وخلاص. بس طبعا الإيفيدنس في الحالة دي بيبقى مش قوي قوي زي فكرة ان انت تستخدم سب افكتيف دوز من الايه الهرب بتاعك. مفهوم يا شباب؟ طيب يبقى دي من المشاكل اللي بتقابلنا في البلاسيبو كنترول ترايلز، بالذات في حاله الهيربال برودكت زي مثلا الجارليك زي الجينجر. الحاجات دي كلها عندها ده مثلا جينجر عنده بانجن تيست رهيب جدا، وبالتالي برضو في الفورمولاز يا اما تعمل تيست موديفايرز وتحاول تضيع التيست ده، يا اما انت تشتغل بالشكل اللي قلت لكم عليه اللي هو فكره السب افكتيف ايه دوسج. طيب الخطوه اللي بعد كده في الكلينيكال ترايل هي الكلمه دي randomization بقى، randomized control trial. يبقى لازم هيكون عندي randomization، وهم دول اخر حاجتين فاضلين لي في الكلينيكال ترايل عشان نبقى خلصنا ان شاء الله على خير. فكرة randomization وفكرة blind assessment. يبقى انا دلوقتي اول حاجة اخترت الناس اللي هتشتغل معي او اللي هجرب عليها، بعد كده الناس دي اخترتها بعدد معين حسب الفيز اللي انا شغال فيها من الكلينيكال ترايل، فيز 1 ولا 2 ولا 3. بعد ما اخترت الناس وعددها مظبوط ابتدي اقسمها لمجموعات، المجموعات دي اللي هي الكنترول جروبس بتاعتي والتريتمنت جروبس. تمام، قلنا على المينيمم او احسن حاجه ان انت في المينيمم يعني يكون عندك مجموعه بتاخد الدواء، مجموعه بتاخد بلاسيبو، مجموعه بتاخد بوزيتيف كنترول. ده لو توفر يبقى ده ايديال، يبقى ده حاجه من الحاجات الهائله جدا. تمام، طيب الثلاث مجموعات دول لازم يكون فيهم عدد متساوي من البيشنتس. تمام كده، لو انت عامل ثلاثه تحاول تقسم البيشنتس على قد الثلاث مجموعات دول بحيث ان يكون العدد في كل مجموعه متساوي. عامل اربع مجاميع نفس الكلام، المهم ان يكون عندك ايه عدد. هتقولي ممكن اعمل اربع مجاميع ازاي؟ ما انت ممكن تجرب ديفرنت دوزز من نفس التريتمنت فيبقى عندك اكتر من مجموعه بعد كده. انا بكلمك المينيمم ان انت احسن حاجه يكون عندك مجموعه بتاخد على الاقل جرعه واحده من الدواء بتاعك، مجموعه ثانيه بتاخد بلاسيبو، مجموعه بنفس الدوزج فورم، مجموعه ثالثه بتاخد بوزيتيف كنترول دواء موجود في السوق لو ده افيلبل خلاص. واهم حاجه ان عدد البيشنتس في المجاميع دي يكون متساوي. ده اللي احنا وصلنا له لغايه دلوقتي. طيب كويس جدا، هنا بقى يجي السؤال، مين اللي هيحط فلان محمد ده في المجموعه بتاعه التريتمنت، ويحط عمر في المجموعه بتاعه الكنترول، ويحط مثلا احمد في المجموعه بتاعه الايه النيجاتيف كنترول او البوزيتيف كنترول؟ مين اللي هيعمل الكلام ده؟ هل هو الاسيسور الراجل اللي هو فوق خالص اللي هو بيعمل اسيسمنت، ولا هل هم الانفستيجيتورز الفيزيشنز مثلا، ولا هل هم الكلينيكال فارماسيست؟ قال لك ان الخطوه بتاعه التوزيع بتاعه البيشنتس على الجروبس دي المفروض ان ما يبقاش فيها تدخل من ولا واحد من دول. امال مين اللي يعملها؟ نجيب واحد من بره يعني يعملها بالقرعه؟ لا، بنجيب بنعمل حاجه قرعه فعلا، بس بنعملها راندومايزيشن بقى، بنعمل التاس دي بس بنعملها عن طريق اللي هي راندومايزيشن اللي هو الراندوم، يعني نقول عليها راندوم الوكيشن، يعني ان البيبل او الناس اللي احنا مختارينها هنعملها الوكيشن او هنسكنها في المجموعات المختلفه بتاعه التريتمنت. بس ازاي بقى؟ مين اللي بيعمل لي الكلام ده؟ من خلال الكمبيوتر. يبقى هيكون عندي سوفت وير خاص بالكلينيكال ترايلز موجود في الهوسبيتال او في المكان اللي بنجرب فيه او بنعمل فيه الكلينيكال ترايل دي. السوفت وير ده هيقول لي، هدخل له البيانات بتاعه البيشنتس كلها، عمرهم والريس بتاعهم وكل حاجه، كل حاجه والسكس بتاعهم، كل حاجه، كل حاجه تتحط، وعندهم بيشنت هيستوري معين، كل الكلام ده يتحط، كله يبقى موجود. خلاص كده، وبعد ما احط الكلام ده كله كبيشنت انفورميشن للكمبيوتر اقول له اعمل لي راندومايزيشن، واقول له ان انا عندي جروبس معينه، انا عندي كذا جروب بالظبط كده، كل حاجه ادي الانفورميشن كلها في اماكن في السوفت وير ده، ان انا ادخل اعمل فيدنج للكلام ده كله. يوم الكمبيوتر اوتوماتيك بعيد عننا خالص، دي عمليه بلايند، انت مش شايف هو بيعمل ايه، بيعمل التوزيعه بتاعه البيشنتس، يقول لك دول يبقوا هنا مثلا كنترول جروب بياخدوا الستاندرد ثيرابي التريت اللي هو البوزيتيف كنترول، ومجموعه ثانيه هتاخد مثلا النيو تريتمنت، ومجموعه ثالثه هتاخد النيجاتيف كنترول او البلاسيبو. بس بيديك اساميهم، اسامي مجموعات، جروب A جروب B جروب C، وكل مجموعه هتاخد ايه، انما انت مش عارف مين فين. خلاص كده، اللي ممكن يعرف في المرحله دي مين فين هو الاسيسور، اللي هو النتائج بتاعه التوزيعه بتاعه الكمبيوتر دي ممكن الاسيسور يكون يعرفها وممكن لا، هقول لكم ازاي. تمام، طيب تمام، جميل جدا. الفكره هنا الراندومايزيشن ده مهم في ايه؟ اولا مش بس فكره ان هو
ان الناس ما تعرفش مين فين، دي مهمه قوي، دي بنسميها بلايندنج، ودي جايه في السلايد اللي جايه، ان من اهم شروط نجاح الكلينيكال ترايل ان يكون في حاجه اسمها بلايند اسسمنت. بلايند يعني اعمى، او يعني مش انت مش شايف. بلايند اسسمنت يعني انت بتعمل اسسمنت للريزلتس من غير اي بايز، انت بتطمن كده ان مفيش اي نوع من انواع التحيز. ممكن جدا نفسيا وانت بتعمل كلينيكال ترايل يكون الفيزيشن او الراجل الكلينيكال فارماسيست عايز الكلينيكال ترايل دي تنجح نفسه، فاهمني ازاي؟ فيبقى في نوع من انواع البايز لجروب عن التانية. فمهم قوي ان انت ما تبقاش عارف مين فين. انت بتدي ادويه كل يوم، الراجل الكلينيكال فارماسيست بيجي، المجموعه الاولانيه ادي الجرعه بتاعتها، المجموعه الثانيه ادي الجرعه بتاعتها، المجموعه الثالثه ادي الجرعه بتاعتها، بس هو مش عارف مين فين. ده بنقول عليه بلايند اسسمنت، خلاص. وده له انواع هنتكلم عليها في السلايد اللي جاي. فالراندمايزيشن ده بيساعد في البلايند، في البلايند اسسمنت. ليه؟ لان انت لو من الاول انت عارف وموزع المجموعات دي، عارف ان دي تريتمنت ودي كنترول، ما خلاص يبقى انت عارف. انما الكمبيوتر كده بيمنعك ان انت تعرف، انت هو اللي بيعمل الايه التوزيعه دي، ويمكن ده الحاجه الوحيده اللي بيعملها الكمبيوتر في الموضوع كله. انما انت الكلينيكال تيم بيعمل كل الباقي، هو اللي بيختار الناس، وهو اللي بيعمل الاستادي ديزاين، ويقول انا عندي محتاج كام كنترول جروب والكلام ده كله. الحاجه الوحيده اللي بيعملها الكمبيوتر هي الراندمايزيشن، تمام؟ مش بس كده، البيشنت انفورميشن اللي انت بتدخلها دي كلها الكمبيوتر من خلالها بيعمل حاجه اسمها كومبارابل جروبس، يعني بيحاول ان هو يوزع الناس بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع الايه التوازن، يبقى كل المجموعات تقريبا زي بعض. يعني فاش مثلا يبقى عندي بيشنتس كتيره جايه لي، احط مثلا مجموعه الكنترول كلها ستات مثلا، ومجموعه التريتمنت كلها رجاله، او العكس، تمام؟ احط مجموعه الكبار السن مثلا في مجموعه واحده، والناس اللي هم الشباب والكلام ده في مجموعه ثانيه، برضو هي مش منطقي. فمهم جدا ان يكون في ايه كومبارابل جروبس، من حيث بقى كل حاجه، الايج والسكس وكل حاجه، تمام كده، والبيشنت هيستوري. من خلال المعلومات اللي انا بدخلها له دي هو بيديني كومبارابل جروبس، وده مهم جدا تو اسس برضو الثيرابيوتيك انترفنشنز، وعشان اقدر اعرف فعلا في statistical significant difference ما بين المجموعات ولا لا، تمام. اخر حاجه في النقطه دي هي البلايند اسسمنت، ودي اللي احنا قلناها، قلنا ان الكمبيوتر لما بيجي يعمل لنا randomization فهو بيضمن كده ان احنا مش عارفين مين فين، مين احمد وعمر وكده هم كنترول ولا هم تريتمنت، هو مش عارف، تمام كده. طيب مين اللي مش عارف بقى؟ اللي مش عارف دي، مين اللي مش عارف دي ليفلز بقى. يعني في كلينيكال ترايل يقول لك كله عارف، اوبن ليبل، يعني بعد ما الكمبيوتر وزع، هو ممكن كمان هنا ساعتها الكمبيوتر ما بيوزعش، هو احنا اللي بنوزع الكلينيكال تيم. ودي من الانواع اللي بتبقى مش حلوه في الايفيدنس، يعني الايفيدنس بتاعها ما بيبقاش موثوق فيه قوي. لما تلاقي الكلينيكال ستادي يقول لك ان دي اوبن ليبل، تفهم معناها ايه؟ ان الناس اللي هو الكلينيكال تيم كله، سواء الاسسور او الانفستيجيتورز، عارفين ان دي تريتمنت جروب ودي البلاسيبو جروب مثلا يعني. وكمان البيشنتس على فكره بيبقوا عارفين في كتير من الاحيان، تخيلوا بقى قد ايه. فدي ما بتبقاش بتاع ده يعني مناسبه قوي، وغالبا هم بيعرفوا ازاي؟ بيعرفوا من الناس الانفستيجيتورز اللي بيدوه للاسف، تمام. وبالتالي الاوبن ليبل دي مش من الحاجات اللي بنفضلها، اللي هي ما فيهاش بلايندنج خالص، تمام. الابروتش اللي بعد كده اسمه سنجل بلايند ابروتش، تمام. سنجل بلايند يعني في حد واحد بس اعمى في المجموعه، اللي هو مين؟ هو البيشنت ده اللي مش عارف هو بياخد ايه. هو بياخد دواء كل يوم، جرعه، الجرعه دي هي مش عارف هي بلاسيبو ولا تريتمنت. دي بنقول عليها سنجل بلايند ابروتش، ده برده مش احسن حاجه. احسن حاجه في الهربلز هو الدبل بلايند ابروتش. ايه بقى الدبل بلايند اللي انتم شايفينه في الصوره ده؟ ده الراجل البيشنت ما يعرفش هو بياخد ايه، هو ده بلاسيبو ولا تريتمنت، واللي بيديله الدواء كمان مش عارف هو مين. مين اللي بيديله ده؟ اللي هو الكلينيكال فارماسيست والفيزيشن الانفستيجيتورز، دول مش عارفين. بس الوحيد اللي عارف ايه اللي بيتعاطى ده هو الاسسور، هو ده الوحيد اللي عارف القصه، الراجل الكبير اللي فوق ده اللي اخد الداتا من الكمبيوتر، وعارف الجروب اي دي هي الكنترول وجروب بي دي هي تريتمنت، وبيبتدي يدي الجرعات للانفستيجيتورز طبعا من غير ما يقول لهم، ويقول لهم ادي ده لجروب A وادي ده لجروب B، خلاص كده. وبالتالي يبقى هو ده الوحيد اللي عارف، عشان كده هي دبل بلايند، لان الانفستيجيتورز اللي بيتعاملوا دايركتلي مع البيشنت مش عارفين الدواء ده هو دواء ولا بلاسيبو، والناس اللي بتاخد الدواء ده نفس الكلام مش عارف. وده احسن ابروتش في الهربلز بالذات، في الهربلز او في البوتانيكلز عموما، احسن ابروتش هو الدبل بلايند ايه ابروتش، تمام. في بقى حاجه اسمها تريبل بلايند، دي اعلى حاجه، ان كله مش عارف هو وده بيتعمل ازاي؟ من خلال الكمبيوتر نفسه، ان الكمبيوتر لما بيجي يوزع ما بيقولش للاسسور الجروبس دي مين، بيقول له انا عندي جروب A وجروب B وجروب C، جروب A فيها فلان وفلان وفلان وفلان، دول اديهم تريتمنت A، وما يقولوش كمان،
واللي بعدهم treatment B واللي بعدهم treatment C، تمام كده؟ وبالتالي في الحالة دي الـ A والـ B والـ C دول ما بيكونوش معروفين. طب هتقول لي طب ما هو مين اللي مسمي A وB وC؟ بيكون حد خارج المجموعة بتاعت الكلينيكال تيم خالص براهم، وده ما بيقولش، تمام؟ يبقى ده تريبل بلايند، وده يعني مش منتشر قوي، خلاص كده. انما الاهم هو الدبل بلايند ايه ابروتش، لان هو الاسسور بالنسبه لنا هو في الاخر بيبقى يعني ما بيتعاملش دايركت مع البيشنتس، فما بيهمناش قوي ان هو ما يكونش عارف. احنا بنخاف من الانفستيجيتورز ان اي حد منهم يغلط قدام البيشنت او حاجه، فالبيشنت يبتدي يعرف هو بياخد ايه، فتبتدي الكلينيكال ترايل نتائجها تتاثر، تمام كده. يبقى ده فكره البلايندنج. فكره البلايندنج دي مهمه جدا جدا يا شباب، ومش هتتحقق الا بالراندومايزيشن من خلال الكمبيوتر، ومش هتتحقق الا من خلال ستيب 7 اللي عملناها في الثمانيه ستيبس اللي اتكلمنا عليهم، ان يكون عندك ستاندردايزد هيربال فورميليشن معموله بالجي ام بي بروسيدير قبل ما تخش على الكلينيكال ترايل. بمعنى نفترض مثلا ان انت بتجرب هيرب وما عملتش الفورمولا دي، ما انت هتدي البيشنت ده هيرب، هينفع تروح تدي له تي باج مثلا؟ طب هتدي البلاسيبو ساعتها ايه؟ مفيش بلاسيبو. طيب بلاش، مش هتدي له حاجه. طيب ما انت كده مش البيشنت عارف هو بياخد ايه، تمام؟ ما بقاش عارف هو تريتمنت، بقى عارف كده ومتاكد انه بياخد تريتمنت، وعارف التريتمنت كمان بتاعه هو عباره عن ايه، فيبقى كده انت اخليت بالشروط كلها اللي احنا بنعملها. عشان كده مهم قوي فكره ان لازم الهربال ميديسن بتاعك يكون ان بري ديتيرمايند ستاندردايزد ايه فورميليشن. وزي ما قلت لكم الدبل بلايند ابروتش ده هو ده الموست ايه ابلايد ابروتش في القصه دي. النقطة دي بقى مهمة قوي، بيقول لك ان البلايند ترايلز ار سمتايمز تشالنجينج، يعني مش سهل قوي ان انت تعمل بلايند ترايلز في كل الحالات دي. يعني حاجات بتبقى اكسبشنز شوية، بالذات لما تكون بتجرب مثلا كلينيكال ترايل على حاجات بنقول عليها براكتسز مش ادوية. يعني ايه؟ يعني مثلا مش بتجرب بوتانيكال سبلمنت مثلا دواء، لا بتجرب مثلا ابر صينية مثلا اكيوبنكتشر في ديزيز معين. عشان تعملها دي صعبة جدا ان انت تعمل فيها بلايندنج، هتعملها ازاي؟ يعني لو عملتها ممكن تعملها للبيشنت بشكل معين، ان هو مش عارف مثلا الابر دي فيها ايه، انما بعضها ممكن يكون بلاسيبو وبعضها ممكن يكون فيه دواء مثلا محطوط، تمام؟ ولكن اغلبيه الاحوال الانفستيجيتورز هيكونوا عارفين لازم، وبالتالي هنا بتبقى الدبل بلايند ابروتش مش سهل. ممكن تخليه بقى ساعتها سنجل بلايند، او زي ما انا قلت لكم ممكن في الحاله دي تخلي الاسسور هو اللي بلايند. دي مهمه قوي برضو، ان انت في الحاله دي ممكن تخلي الاسسور هو البلايند، الانفستيجيتورز بيشتغلوا عادي عارفين، بس بعد كده لما بيبعتوا ريزلتس للانفستيجيتور للاسسور اللي هو هيعمل اسسمنت في الاخر، ما هو اسسور ده يعني بيعمل اسسمنت بيشوف النتائج بيظبطها، فساعتها لما يبعت للاسسور يبعت له A و B، يقول له مجموعه A دي كذا نتائجها ومجموعه B دي كذا، وبالتالي هو يشتغل يعمل اسسمنت، فتبقى برده عملت الدبل بلايند بشكل مختلف، تمام؟ يبقى ده دي الحل بتاعها. انما زي ما قلت لكم اغلبيه الاحوال في الحكايه دي اللي هي الاكيوبنكتشر والفيزيكال ثيرابي والحاجات دي غالبا بتبقى براكتسز، يعني بتبقى بتجرب غالبا ايه بروسيدور معينه، مش بتجرب دواء، تمام؟ دي بتبقى فيها صعوبه شويه في حته البلايندد ايه ترايلز. يبقى ده السمري، ده ما فيهوش حاجه جديده. السمري اللي احنا قلنا لما نيجي نطبق بقى هنا، احنا فعلا عملنا البيشنت سيلكشن بتاعنا يمثل التارجت بوبوليشن اللي احنا بندور عليه، حسب احنا في انهي فيز من الكلينيكال ترايل بنختار عدد البيشنتس اللي موجود، تمام كده. طيب بعد كده بنقسم البيشنتس دي لجروبس، واللي بيقسمها لي لجروبس لازم يكون الكمبيوتر عن طريق بروسيس اسمها راندمايزيشن، ولازم الراندمايزيشن ده الكمبيوتر بياخد في اعتباره ان حسب عدد الجروبس اللي انت مدخلها له، واللي هي بتتقرر عن طريق الاستادي ديزاين نفسها من خلال الكلينيكال تيم، هو اللي بيقرر انا عندي كام جروب هتكون موجوده، ممكن يكون عندي 2، ممكن يكون عندي 3، ممكن يكون عندي 4، بيبتدي الكمبيوتر يوزعهم لك بالتساوي عدد البيشنتس دول على الجروبس دي، وبيراعي ان لازم كل الجروبس تبقى فيها ايكوال نمبر اوف ايه اوف بيشنتس. بعد كده خلصت ابدا ادي تريتمنت والكنترول، وهنا لازم يفضل ان احنا نعمل الدبل بلايند ابروتش، لان الناس دي ما تبقاش عارفه هي بتاخد ايه، والانفستيجيتورز اللي بيدوها الايه الدواء برده ما بيبقوش عارفين هم بياخدوا ايه. ايه افضل كنترول جروبس تكون موجوده؟ يفضل يكون عندك بلاسيبو از نيجاتيف كنترول جروب، ويفضل يكون عندك لو في دواء في السوق اوريدي موجود يبقى يتحط كستاندرد بوزيتيف كنترول جروب عشان تقارن بيه وتشوف فعلا ميزه الهرب بتاعك او الدايتري سبلمنت بتاعك، هل هو فعلا مفيد ولا الدواء السينثيتك هيبقى احسن منه، يبقى ملوش لازمه اصلا ان انا انزل الدايتري سبلمنت او الهرب بتاعي ساعتها كمنافسه معاه، مش هيقدر يتنافس معاه،
تمام، فهمنا ازاي؟ ممكن جدا يكون الدواء السنتاتيك احسن كافكت، ولكن في منه سايد افكتس، فساعتها يبقى الهرب بتاعي لما ينزل كدرج يكسب، او يبدا يبقى له ميزه، ويبقى بعض البيشنتس يبداوا ان هم يروحوا له ويسيبوا الايه السنتاتيك. تمام. اخر حاجه، دي خطوه اخيره انا ما كنتش اتكلمت عليها، فكره الفولو اب. دي مهمه جدا يا شباب. فكره الفولو اب دي معناها ايه؟ ان انا ابتدي اتابع البيشنتس دي بعد ما اخدوا الدواء. تمام. والفولو اب ديوريشن دي بتعتمد على انت بتشتغل او بتدي الدراج ده في علاج ايه، او الهرب ده لعلاج ايه. يعني مثلا لو بتتكلم مثلا على اكيوت انفلاميشن مثلا او اكيوت بين، فالاكيوت بين انت مش محتاج فيه تتابع البيشنت اكتر من 24 ساعه بعد اخر جرعه، فبتتابعه 24 ساعه بعد اخر جرعه وتاخد الريزلتس بتاعتك تشتغل بيه. انما لو بتتابع كرونيك بين مثلا، فانت محتاج تفضل تتابع الناس دي بعد اخر جرعه مثلا 6 شهور او 9 شهور حسب الايه المده بتاعه الايه العلاج. خلاص كده مفهوم. المتابعه يعني معناها ببتدي اتابع البيشنت واشوف حالته كل فتره، اشوف الدوزنج البادي ويت بتاعه، اشوف هل بيشتكي من سيمتومز معينه، هل البين رجع له تاني اللي هو بيشتكي منه اللي احنا واخدين عشان حاجات بالشكل ده. فبتبقى غالبا الفولو اب ده بيتعمل من غير ما ندي تريتمنت. خلاص يعني بتبقى فتره الايه في فولو اب بيتعمل خلال فتره التريتمنت، وفولو اب كمان بيتعمل بعد اخر جرعه من الايه من التريتمنت. خلاص مفهوم. وزي ما قلت لكم مده الفولو اب دي بتعتمد على نوعيه الانديكيشن او نوعيه الديزيز اللي موجود عندي، وابتدي اقارن بقى الريزلتس بتاعتي واشوف هل فعلا في ديفرنس ما بين الجروبس وبعضها، هل التريتمنت فعلا احسن ولا لا. يبقى كده بقدر اوصل للكومبليت ايفيدنس اللي انا عايزه للسيفتي والايه والافكسي. هنا بقى نسال سؤال، بعد ما اخلص الكلام ده كله الار سي تي بتاعتي وعديت فيز 1 وفيز 2 وفيز 3، وبالتالي انا كده بقى عندي كومبريهنسيف ايفيدنس على الافكسي. دي مهمه جدا الافكسي، يعني فعلا انا كده اطمنت لو هو نجح في الثلاثه ستابس دول ان البرودكت ده ان شاء الله افكتيف في العلاج الحاجه اللي انا بدور عليها. السيفتي اتاكدت منها، ولكن اتاكدت منها بنسبه قد ايه او لايه بالظبط؟ للشورت تيرم. يعني انت الكلينيكال ترايل دي مهما طولت هتبقى قد ايه؟ 6 شهور 9 شهور زي ما قلت لكم فولو اب ده اخرك. تمام. وبالتالي ده شورت تيرم سيفتي، انما اللونج تيرم سيفتي هاز نوت بين اسسد باي ذا ار سي تي. ودي نقطه مهمه جدا. امال بضطر اعمل ايه؟ بضطر بقى اعمل الفيس 4. الفيس 4 دي بتبقى بوست ماركتنج، بعد ما نزل الدواء في السوق هتابع على عدد كبير جدا من البيشنتس لمده طويله عشان اقدر اعمل اللونج تيرم ايه سيفتي اسسمنت. يبقى الار سي تي شغاله كويس قوي في الافيكاسي وشغاله كويس قوي في الشورت تيرم سيفتي، انما ملهاش دعوه باللونج تيرم ايه سيفتي. طيب في برضو نقطه مهمه جدا برضو تانية في حته الايه الكنترول ترايلز دي، ان احنا بيبقى عندنا احيانا في بعض الاحيان حاجه اسمها ethical considerations او الامور الاخلاقيه. يعني ايه امور اخلاقيه؟ يعني مثلا عندك مريض كانسر، مريض كانسر ده عايز تجرب عليه هرب معين او دايتري سبلمنت معين، خلاص كده كويس، وعايز تطمن هل هو بيشتغل معاه ولا لا. مريض الكانسر ده اوريدي ماشي على مجموعه من الادويه، كيموثيرابي، بيعمل راديوثيرابي، جلسات راديشن، وات ايفر بقى الحاجه اللي هو بيعملها. خلاص كده الحل في الحاله دي ايه؟ هل اوقف الحاجات اللي هو بيعملها دي عشان اجرب عليه الدايتري سبلمنت؟ يقول لك ان ده مش ايثيكال، يعني ده مش اخلاقي، وده طبيعي ان انت عندك مريض عنده ديزيز خطير جدا، ما ينفعش ان انت توقف له الحاجه اللي هو بياخدها دلوقتي عشان تجرب عليه حاجه ثانيه الله اعلم هتبقى افكتيف معاه ولا لا. ومن هنا النوعيه دي من الديزيزز والنوعيه دي من الكلينيكال ريسيرش بتحتاج حاجه مهمه جدا اسمها ان يكون البيشنت ده بياخد حاجه، او النوعيه دي اللي بيقولوا عليها ان البيشنت بياخد سيمالتينيس كونفنشنال تريتمنت، يعني بياخد اوريدي علاج وما يقدرش يوقف العلاج ده. لو وقفه ممكن يحصل فيه ديتيريوريشن في الحاله، وانت مش ضامن ان الدواء الجديد اللي انت بتديه له ده يكون افكتيف معاه لسه، انت لسه بتجربه. فبيقول لك ان في الحاله دي it is not ethical to withdraw the conventional treatment، يعني المفروض ان انت ما ينفعش تسحب الدواء اللي هو بياخده او الحاجه اللي هو ماشي عليها عشان تجرب عليه الحاجه الجديده. فالحل هنا ان انت بتشوف الاديشنال افكتس. يعني ايه؟ يعني هنا لما تيجي تشتغل هتعمل مجموعتين على الاقل، طبعا مجموعتين، مجموعه هتاخد الدواء العادي بتاعها اللي هو الكيموثيرابي اللي هي ماشيه عليه او الكونفنشنال تريتمنت اللي هي ماشيه عليه ايا كان التريتمنت ده ايه اللي انت مش قادر توقفه، وهتعتبر المجموعه دي هي النيجاتيف كنترول بالنسبه لك. خلاص كده ممكن تديها معاها بلاسيبو كمان عادي مفيش مشكله للدواء التاني، انما المهم ان المجموعه دي تكمل عادي على الكونفنشنال تريتمنت. ومجموعه تانيه هتاخد الكونفنشنال تريتمنت ومع الكونفنشنال تريتمنت ده تاخد الحاجه اللي انت عايز تجربها. وتشوف بقى لو الهيرب الجديد ده قادر يعمل اضافه
يبقى ساعتها ده في منه افكت. ممكن بعد كده المرحله اللي وراها ان انت تبتدي تنزل شويه جرعه الكونفنشنال تريتمنت وتزود الجرعه اللي بياخدها من الهرب، وتبتدي تبدا واحده واحده لغايه لما تسحب خالص الكونفنشنال تريتمنت ان هو ما يبقاش موجود ويبقى الهرب بس. بس ستيل المجموعه بتاعه الكنترول على طول اللي هي النيجاتيف كنترول على طول بتاخد الكونفنشنال تريتمنت. فهمنا يا شباب؟ يعني تقدر تقول هنا ان كان النيجاتيف كنترول والبوزيتيف كنترول بقوا مجموعه واحده، يعني تقريبا لما تيجي تفكر فيها، لان بقى هو النيجاتيف كنترول هو بياخد الستاندرد الثيرابي بتاعك لان انت مش قادر توقفه، بس الفرق ان هو غالبا هياخد معاه بلاسيبو فهيعتبر برضه نيجاتيف كنترول، فكانهم بقوا مجموعه واحده. خلاص كده مفهوم يا شباب؟ يبقى دي مهمه قوي، لان انت هنا بتعمل ايه؟ بتفوكس اون ذا اديشنال افكتس اللي بتبقى موجوده للهربال برودكت اللي انت بتجربه، تمام كده؟ وده من الريسيرش اللي كتير قوي موجود دلوقتي، في لان قلت لكم ان كتير جدا من الهربس احد الحاجات اللي البيشنتس محتاجاها هي ادويه الكانسر، فكتير جدا من الهربس دلوقتي بندخلها في الابروتش بتاع الايت ستابس ده عشان نشتغل بيها على الحكايه دي، تمام؟ اللي هي فكره الايه؟ الكونفشنال ميديسن ده، او الكومباينيشن بتاع الهربس مع الكونفشنال ميديسن، وتشوف هل فعلا في افكت ولا لا، تمام؟ وده برده بنشوف بيه برده بعض احيانا الانتر اكشنز يعني ما بين الدراج والهرب، هل في مشاكل هل ما فيش مشاكل، الكلام ده كله بيتم من خلال نفس الكومباينيشن ستاديز دي، تمام كده مفهوم؟ طيب دي برضو من الحاجات اللي مهمه قوي، فكره الكومباينيشن ستاديز دي مختلفه شويه عن الفكره اللي قلناها فوق. يعني مثلا ايه؟ يقول لك مثلا انا عندي دلوقتي دواء مثلا زي الديجوكسين، جميل، الدواء ده بيشتغل على القلب والجرعه بتاعته صغيره جدا، ولكن بيبقى فيه منه نارو ثيرابيوتيك اندكس، فبيبقى فيه مشاكل دايما وسايد افكتس بتظهر على البيشنت وتوكسيستي والكلام ده. فانا عايز ادخل مع الديجوكسين ده مثلا هيرب اجربه، بحيث ان الهيرب ده لو مدي افكت كويس شبه الديجوكسين ابتدي اقلل جرعه الديجوكسين شويه واستخدم الاثنين ان كومباينيشن، لما يجي البيشنت ياخد الثيرابي ياخد الديجوكسين وياخد معاه جرعه من الهيرب، يبقى كده هو قللت له جرعه الديجوكسين وقللت له السايد افكتس اللي موجوده عنده، بس حققت له الثيرابيوتيك افكاسي. دي بنسميها كومباينيشن ستادي، يعني انا بعمل كومباينيشن ما بين التريتمنت الكونفشنال اللي البيشنت بياخده اللي هو في الحاله دي الديجوكسين والهرب اللي هياخده جديد. فهمنا ازاي؟ فيبقى عندي الكومباينيشن دي. طيب الكومباينيشن دي عشان تتعمل ككلينيكال ترايل وتتجرب فكرتها هتكون قريبه قوي من دي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لازم هيكون عندك، فكروا فيها كده، هنا المفروض يكون عندي كام جروب؟ كده كده هيكون في مجموعه التريتمنت، مجموعه التريتمنت دي هتاخد ديجوكسين اكيد، ومعاها طبعا هتاخد الهرب ده اكيد، لان المجموعه دي انا عايز اجرب الاثنين مع بعض، ده الاساس عندي ان انا عايز اجرب الاثنين مع بعض، بس الديجوكسين يكون ممكن بجرعه قليله شويه. خلاص كده؟ المجموعه الثانيه اللي هي البوزيتيف كنترول هتاخد ديجوكسين بس، صح كده؟ دي مفيش فيها مشكله. طيب مجموعه النيجاتيف كنترول بقى تاخد ايه؟ هل تاخد بلاسيبو وخلاص؟ لا، هتاخد برضو ديجوكسين اللي هو الستاندرد تريتمنت بتاعها اللي ما تقدرش توقفه لان ده حاجه نوت اثيكال، وتاخد معاها برضو الايه؟ البلاسيبو بتاع الهرب. فهمنا يا شباب الدنيا ماشيه ازاي؟ يبقى هي دي اللي انت بتعمله هنا، الستاندرد ثيرابي البوزيتيف كنترول بياخد ديجوكسين وخلاص، التاني بياخد ديجوكسين ومعاه الهرب الكومباينيشن، والتالت ما بتقدرش توقف له الديجوكسين فبتدي له برضه الديجوكسين وبتدي له معاه ايه؟ البلاسيبو. يبقى نفس فكره الكانسر بالظبط، بس هو هنا الفرق ان انت لما بتيجي تجرب بتجرب الكومباينيشن بقى مع بعض في التريتمنت، لان انت عايز تشوف الافكتس بتاعت الاثنين مع بعض وتقارنهم بالافكت بتاع الديجوكسين لوحده. فهمنا يا شباب ازاي؟ بس كده. فهي دي النقطه اللي بتتعمل هنا في حته الايه؟ الكومباينيشنز اوف دي تراديشنال اند دي كونفشنال ايه؟ ميديسن. برضه هنا في نقطه مهمه، ان برضه خطر جدا ان انت تقلل جرعه الديجوكسين وانت لسه مش ضامن الهرب، فدي برضه بتتعمل على مراحل. يعني ممكن المرحله الاولى ادي جرعه الديجوكسين عادي جدا اللي هي الافكتيف وادي معاها الهرب، لو اطمنت وشفت فعلا ان في افيكاسي احسن من الديجوكسين لوحده ابتدي اقلل بقى ساعتها جرعه الديجوكسين وابدا ادي الهرب بجرعه كبيره. فهمنا ازاي؟ فدي بتتعمل على مراحل، فالكومباينيشن ستاديز دي ليها طريقه في الشغل شويه، تمام؟ ولكن لو البيشنت ما اقدرش اسحب منه الكونفشنال تريتمنت، ما اقدرش اعمل ويذدرول للكونفشنال تريتمنت، اخاف عليه ممكن يجرى له حاجه، يبقى لازم دايما النيجاتيف كنترول يستمر في ان هو ياخد الكونفشنال تريتمنت عادي، تمام؟ او العلاج الطبيعي بتاعه عادي، تمام؟
اخر حاجه هنتكلم عليها النهارده في المحاضره بتاعتنا هي الايه الفيس 4. فيس 4 من بعد ما خلاص الحمد لله الدايتري سبلمنت بتاعنا او الهيرب بتاعنا بقى موجود كدراج خلاص، بقى نو مور دايتري سبلمنتس، بقى دراج في السوق ونزل بالانديكيشن بتاعه بيعالج الحاجه الفلانيه. مهم جدا ان انا اكمل في الاوبزرفيشنال ستاديز بتاعتي اللي هي فيس 4، هي دي فيس 4 اللي بكلمكم عليها، فيز 4 من الكلينيكال ترايل، يعني دي تعتبر برضو كلينيكال ترايل ولكنها خلاص بعد ما الدراج نزل السوق. ودي يا جماعه الاوبزرفيشنال ستاديز دي مهمه جدا حتى للدايتري سبلمنتس اللي موجوده اوريدي دلوقتي في السوق، اللي هو السيناريو الاولاني او سيناريو A اللي كنا اتكلمنا عليه اللي هو الهيربال برودكتس وذ بريفيوس هيستوري اف يوز. كل المجموعات دي لازم يكون بيتعمل لها اوبزرفيشنال ستاديز تمام، وبتتابعها بقى ريجيولاتوري ايجنسيز المختلفه اللي من ضمنها مثلا الاف دي اي تمام. طيب هنا في نقطه مهمه قوي، النقطه دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي زي ما انتم شايفين if the product has been traditionally used without demonstrated harm، يعني هو اوريدي مستخدم لفترات طويله وما كانش فيه منه مشكله، يبقى انا ما عنديش restrictive regulatory action هيتاخد، يعني كده كده الاف دي اي مش هتقول حاجه، هتسيب البرودكت ده شغال في السوق عادي جدا. مش بس الاف دي اي، اي منظمه ثانيه، لان كل في دول كتير ليها منظمات بتاعتها شبه الاف دي اي كده، استراليا وانجلترا كل منظمه كل دوله عندها المنظمه بتاعتها، فما فيش اي حد هيسيبوا الدايتري سبلمنت ده شغال طالما ما فيش منه هارم، ولكن هم بيتابعوه من خلال مين؟ من خلال الاوبزرفيشنال ستادز. لو ظهر اي ايفيدنس على ان في مشكله لازم على طول يبقى في ليفلز بقى من التحرك، ليفل يقول لك مثلا ان احنا نعمل وورنينج، هنعمل زي ايه؟ زي تنبيه للناس، خلي بالكم اللي بياخد الدايتري سبلمنت ده ممكن يشوف السايد افكت الفلاني. الليفل الاعلى شويه لو في توكسيستي اعلى او في سايد افكتس خطيره ان ممكن يعملوا له ويذدرول خالص من الماركت تمام. الليفل او في ليفل متوسط شويه ان ممكن يعملوا له يمنعوه مثلا من يمنعوا بعض البيشنتس ان هم ياخدوه، يبقى بيشنتس معينه ما بتاخدوش ما ينفعش تاخده، فاهمني ازاي؟ ويعملوا بقى معاها ريد بوكس ليبل او سوري بلاك بوكس ليبلز وحاجات كده تمام، يعني بيبقى ليبل معروف ان ده جديد بقى يتحط على العلب من تاني، وهناخد مثال على الكلام ده دلوقتي تمام. يبقى الاوبزرفيشنال ستاديز دي بتعمل ايه؟ دي بتراقب، عشان كده اسمها اوبزرفيشنال، هي بتراقب الماركت وبتراقب الماركت ده من خلال حاجات ثابته، يعني بتراقب مجموعه كبيره من البيشنتس، يبقى مهم قوي هنا يكون عندي لارج نمبر من البيشنتس تمام كده، وبتبتدي تتفق طبعا مع صيدليات وبتتفق مع فيزيشنز وتبتدي تتابع الكلام. طبعا الكلام ده ما بيتعملش عندنا، يعني اوبزرفيشن ستاديز دي للاسف ما بتعملش عندنا بشكل يعني مظبوط، بتعمل بره اكتر، وبيبقى فيها زي ما قلت لكم ايه، بتتابع حاله البيشنت وهو بياخد العلاج بتاعك، وتشوف الثيرابيوتيك او البروفيلاكتيك تريتمنت ده هل شغال ولا لا اندر روتين كونديشنز، يعني في الحال فهو عايش حياته عادي، انت مش بتجيبه بقى تعزله في مستشفى مثلا وتجربه عليه زي الكلينيكال ترايل، لا انت سايبه عايش حياته عادي، بياخد الدواء بيجي لك كل فتره تتابع بقى معاه مجموعه من الحاجات زي مثلا البادي ويت بتاعه، هل بياكل كويس ولا لا، عنده سددان نفس، لان دي بتبقى اعراض شويه على ممكن يكون عنده توكسيستي او سايد افكتس. فانكشنال اسسمنت عاديه جدا، بلود تيست، يورين تيست، ممكن تعمل له بعض التست الليفر انزيمز اللي موجوده في البلود مثلا، تشوف شو الليفر بتاعه شغال كويس ولا لا، الكيدني فانكشن اخبارها ايه، بس كده. يبقى دي الحاجات اللي انت بتعملها له كل فتره كده تمام. ومين اللي بيعملها له؟ زي ما قلت لكم غالبا بتكون اللي بيعمل الاوبزرفيشنال ستادي دي بيكون بيتابع الكلام ده من خلال مجموعه من التشينز كبيره من الفارماسيست، من الفارماسيست او من خلال ايه، او من خلال فيزيشنز تمام، بيتابعوا الكلام ده للبيشنتس تمام. وغالبا في كتير من الاحيان على فكره البيشنت ما يكونش عارف ان هو بيتعمل له ستادي في الحاله دي، لان عشان كده بقول لكم اندر روتين كونديشنز، هو كده كده البيشنت تقول له اعمل لي بلاد تيست يورين تيست، وانت هو مش عارف ان انت بتاخد الداتا دي بتستغلها في ان انت تتابع الدواء ده هل في منه مشكله على السيفتي ولا مفيش. ويبقى الهدف من الاسسمنت ده هو اللونج تيرم سيفتي، عشان كده المجموعه دي بتستخدم فور لونج تيرم يوز، او بتاسس اللونج تيرم يوز او الاستخدام لفترات طويله جدا بالسنين، بقول لك ممكن الاستادي الواحده تقعد من 10 ل 20 سنه، انتوا متخيلين الرقم؟ طيب تعالوا ناخد مثال عشان نفهمها اكتر. المثال ده لدواء سينثيتك، مش بنتكلم على هيربال دلوقتي، ولكن بقول لكم البتاعه دي او الاوبزرفيشن ستاديز دي بتبقى ابلاي عادي على الهيربلز اللي موجوده كلها في السوق دلوقتي تمام. الدايتري سبلمنتس دي كلها بيتعمل لها الاسسمنت ده. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان احنا ممكن في الحاله دي، هنا الاف دي اي عملت وورنينج، شايفين ده في الميد سكيب، وده يمكن قريب، ده 2019 لسه فبراير، اف دي اي وونز اوف هاي ريسك فور ديث وذ جاو دراج في بوكسوستات، واحدث منها كمان موضوع الرانيتيدين اكيد عارفينه انتم
تمام كده بتاع الزنتاك، واخيرا خلاص الرانيتيدين ده بقى ايه، بقى حاجه يعني خلاص بانت تمام. فدي كلها حاجات بالشكل ده، الحاجات دي نتجت عن ايه؟ نتجت عن observational studies. بصوا هنا مكتوب ايه؟ The FDA has concluded on the basis، بيقول لك ايه هنا؟ The US FDA عملت boxed warning، يعني حطت بوكس. ده احد الحاجات اللي قلت لكم levels اللي ممكن الريجيولاتوري ايجنسي تتدخل فيها، تقول ان الدواء ده لازم يتحط عليه بوكس. بوكس يعني بيتحط عليه مربع كده او مستطيل، والمستطيل ده بيتكتب فيه معلومه مهمه فيها warning للبيشنت. الورنينج ده بيقول ايه؟ تو ذا ليبل فور ده دواء جاوت كان بيستخدم لفترات طويله جدا، وبعد انتوا عارفين الجاوت من الحاجات اللي كان ليها الوبيرينول، ده كان موجود وكان في مشاكل منه كتير انه بيعمل سكين راش وبيعمل الرجي لكتير من البيشنتس. فكان لفتره طويله بدا ما كانش فيه غيره، وبعدين بدا يظهر دواء تاني اللي هو الفيبوكسوستات ده او اليولوريك ده. ده كان من الحاجات الحلوه قوي ان السايد افكتس بتاعته اقل شويه من الايه، من الالوبيرينول تمام كده. فكان بينفع قوي مع الناس اللي عندها مشاكل او الرجي مع الالوبيرينول تمام كده. وفي نفس الوقت عموما ناس كتيره شفتت من الالوبيرينول راحت عليه. بعد كده اكتشفوا الكلام ده كان امتى، الدواء ده تقريبا ابروفد اعتقد في، انا مش فاكر بصراحه السنه عشان اكون امين يعني، بس الدواء ده ابروفد اعتقد قبل الديت ده ب10 سنين مثلا، يعني قعد يستخدم فتره طويله ويمكن اكتر كمان، انا بصراحه مش فاكر قوي الديت. ولكن بصوا بقى في 2019 ال FDA لقيت ايه؟ لقيت انها عملت results ل large post marketing safety study. يعني فعلا في study اتعملت كبيره جدا post marketing على الدواء ده. لقينا ايه؟ لقينا ان الدواء ده عنده increased risk for death compared to another gout اللي هو الالوبيرينول، مقارنه بالالوبيرينول لمين؟ للناس اللي عندها مشاكل في الهارت. cardiovascular problems. بالظبط كده. تمام؟ وبالتالي الورنينج ده كان مهم جدا 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 انه يتحط على العلبه. This conclusion is based on our in-depth review of results from a safety clinical trial دي اتعملت post-marketing يعني اللي هي observational that found an increased risk of heart-related death تمام and death from all causes with urine. بس mainly كان heart-related ايه؟ death. وده كان في فبراير 2019، يعني تقريبا بقول لكم بعد 10 سنين او اكتر كمان من الابروفل بتاع الدواء ده. ممكن ترجعوا تشوفوا تاريخ الابروفل لان انا بصراحه مش فاكره. تمام كده مفهوم. يبقى ده بالنسبه للايه، يبقى دي كيس كده شفتوها. الكيس بتاعت الرانيتيدين تنطبق برضو هنا على فكره، ولكن الرانيتيدين مختلفه شويه، انما الكيس دي مهمه قوي على الاوبزرفيشنال ستاديز، فكره ان انت تقعد فتره طويله جدا تتابع دواء معين لغايه لما تطلع منه بكونكلوجن ان الدواء ده لا ده خلي بالكم ده الناس اللي عندها كارديوفاسكولار لازم ما تاخدوش خلاص منتهي تمام. ودلوقتي البوكس وورنينج ده قال لك ايه؟ قال لك ان انت ما تاخدش الفيبوكسيستات الا لو عندك انرجي من الالوبيرينول، يعني انت الاولويه بالنسبه لك روح للالوبيرينول. لو عندك انرجي منه اللي هي السيفير انرجي غير ما تقدرش تستحملها راش وغيره، تبتدي تروح بقى للايه؟ للفيبوكسيستات. خلاص انت مضطر ما عندكش غيره لغايه لما يبقى فيه دواء تاني احسن. انا هنا بس حبيت في السلايد دي ان انا اوريكم بعض الميريتس والتشالنجز اللي متعلقه بالافيدنس بيزد ميديسن او باستخدام الار سي تيز في عمليه ان انت توصل للكومبليت ايفيدنس عن الايه الافيكاسي والسيفتي. طبعا عموما الافيدنس بيزد ميديسن من اسمه كده هو بيديك ايفيدنس، هو بيديك دليل قوي جدا على الافيكاسي والسيفتي. فبالتالي انت هنا بتدور على اوبجكتيف فاكتس، يعني انت فعلا بتدور على حقائق واضحه، هل فعلا البرودكت اللي انت هتنزله السوق للولاد للناس ده كدرج هيكون فعلا افكتيف ولا لا، سيف ولا لا. فدي اوبجكتيف فاكت، غير لما بتنزله كدايتري سبلمنت فانت كده في الجراي اريا زي ما بيقولوا، يعني انت بتنزله ان هو مكمل غذائي وبتقول ان هو ممكن يكون بيستخدم في علاجات معينه ولكن مش شرط انه يستخدم في العلاجات دي. الحاجه الثانيه انه بتكنترول البايز، زي ما شفنا في الار سي تي ازاي انت بتعمل راندومايزيشن، ازاي بتعمل دبل بلايند ستاديز بحيث ان انت تتحكم خالص ان مفيش اي بايز من الشركه في انها تقول والله الدواء ده فعلا افكتيف هو ما يكونش ايه افكتيف. الحاجه الثالثه السيستماتيك ثينكينج. السيستماتيك ثينكينج انت ماشي هنا ببروسيدور واضحه وثابته سيستماتيك وكنترولد وفاليديتد وكل حاجه، بحيث ان اي حد بيعمل كلينيكال ترايل في اي حته هيعملها بنفس الاسلوب وبنفس الايه الطريقه. وطبعا فيها مودرن ميثودولوجي كتيره، خصوصا على فكره كمان لما بنتكلم على بعض الحاجات اللي متعلقه بالبري كلينيكال ستاديز اللي ممكن تتعمل في الاتجاه ده، لان في بعض الاحيان انت ممكن تضطر تعمل ان فيترو وان فيفو، ففي بقى مودرن ميثودولوجي كتيره جدا في الاتجاه ده انا يمكن ما غطيتهاش في الكورس ده. يعني الحاجه الاخيره اللي هي
التستنج زي ما قلت لكم او ان انا بوصل لكمبليت ايفيدنس اوف افيكاسي او سيفتي في كلينيكال سيتنجز. ومش بس كده، ده انا بستخدم احسن نوع من انواع الكلينيكال ترايلز في الاتجاه ده اللي هو الار سي تي اللي احنا قلنا عليها انها الجولد ايه ستاندرد في الاتجاه بتاعنا، او ده احسن حاجه ممكن تتعمل نتيجه الراندومايزيشن ونتيجه استخدام الكنترول جروبس الى اخره. طب نيجي بقى للديميريتس او التشالنجز. التشالنجز بنتكلم على حاجتين اساسيين. الحاجه الاولانيه ان الايفيدنس اللي بيطلع لك من الكلينيكال ترايلز ممكن يكون كونتراديكتوري. يعني ايه كونتراديكتوري؟ يعني ممكن تعمل اتنين كلينيكال ترايل لنفس البرودكت، النتيجه بتاعه الاولاني تبقى مختلفه شويه عن النتيجه بتاعه الثاني، ففي شويه ايه في اختلاف فيها شويه. تمام، عشان كده مهم جدا ان احنا، وده طبيعي نتيجه الهيومن فاريشن، وعشان كده مهم قوي ان انت تزود قوي عدد الناس، عدد الناس اللي داخله في الكلينيكال ترايل. كل ما البوبوليشن اللي داخل في الكلينيكال ترايل اكبر، كل ما النتيجه تبقى كونكلوسيف وكومبريهنسيف اكتر. الحاجه الاخيره ان انت محتاج عشان تعمل الايفيدنس بيسد ميديسن، او عشان تخش في الاي بي ام وتوصل ان انت تشيل كلمه دايتري سبلمنت وتحط كلمه دراج، ان انت محتاج يكون عندك كنترولد كلينيكال ترايل اللي احنا قلنا عليها، ودي في حد ذاتها اصلا تشالنجينج. ان انت تجمع ناس وتقنعهم ان احنا هنجرب عليكم حاجه معينه، وان انت تقعدهم معاك 6 شهور ولا حاجه عشان بتجرب الحاجه دي، كل ده فيه تشالنجز كتيره جدا. وبالتالي الكلينيكال ترايل في حد ذاتها بتكون تشالنجينج، مش سهل ان انت ايه تعملها. بس كده، ده تقريبا الحاجات الاساسيه. طبعا دلوقتي في ريزلتس كتيره جدا لار سي تيز على هيربال دراجز بدات يتعمل لها نشر. طبعا انت بعد ما النتيجه بتاعت الكلينيكال ترايل بتطلع بتبدا تنشرها في ويب سايتس كتيره جدا. اللي حابب يتواصل معايا اديله لسته من الويب سايتس الكتيره جدا عن موضوع الايه الار سي تيز ده، واللي هي متعلقه بالهيربلز سبيسيفيكالي يعني. تمام، انا كده خلصت الحمد لله الكورس بتاعي، يا رب تكونوا استفدتوا منه حاجه. السلام عليكم، شكرا لكم يا شباب وربنا يوفقكم ان شاء الله. كده خلصت انا الجزء بتاعي. الاسبوع الجاي ان شاء الله بقى الدكتوره ايه هتبتدي تدخل معاكم اخر جزء بالنسبه لي الكورس ده ان شاء الله على خير. شكرا لكم، ولو في اي اسئله في المحاضرات ابعتوا لي على التيم على طول ان شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.